مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقة جديدة من برنامج الأهلي ليلة في بداية الأسبوع النهاردة السبت بالتأكيد، حلقة لمتابعة كل ما هو جديد داخل القلعة الحمراء فيما يتعلق بنشاط كرة القدم أو النشاطات الأخرى داخل النادي الأهلي. وبالأمس بالتأكيد كانت مباراة كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني بعد الفوز على المنتخب التونسي في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. بالتأكيد خلال الفترة الحالية وخلال الفترة الأخيرة أحاديث كثيرة وأخبار عديدة فيما يتعلق بما هو جديد داخل قطاع كرة القدم والاستعداد للبطولة العربية والخطوة القادمة بالنسبة لفريق كرة القدم بعد راحة سلبية بعد العودة من تونس والاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي وبدء استئناف المشوار المحلي بعد تأجيل مباراة السوبر المصري السعودي. في تفاصيل كثيرة أيضا كمان متعلقة بمنتخبنا الوطني وفوزه بالأمس بنتيجة 3-2، فوز عريض على المنتخب التونسي لم يتحقق في أي مباراة رسمية منذ 16 سنة، آخر هدف كان حازم إمام في كأس الأمم الأفريقية عام 2002 في مالي، فبالتالي انتصار معنوي، انتصار جيد بالنسبة للجهاز الفني اللي بيبدأ خطواته بثبات بشكل جيد جدا مع منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. طبعا الحلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة، لكن في البداية بالتأكيد أرحب بزميلي أمير هشام اللي بيشاركني النهاردة في تقديم برنامج الأهلي الليلة. أهلا بك يا أمير. أهلا بك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. طبعا النهاردة الحلقة هتكون مهمة ومميزة جدا، خصوصا أن احنا كالعادة عندنا العديد من الفقرات اللي بتهم كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي بشكل عام، وأيضا لمتابعة الأحداث اللي بتدور داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة وبتحديد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي واللي بيتم اتخاذ فيه بعض القرارات الخاصة بقطاع الكرة النادي بشكل عام وأكيد قطاع الكرة بشكل خاص، وده اللي بيشغل أكيد كل جمهور النادي الأهلي خلال الفترة دي، سعي نحو تصحيح المسار بشكل كبير جدا بما يرضي جمهور النادي الأهلي بشكل طبيعي واللي متعود دايما النادي الأهلي يكون في المقدمة. بالتالي إن شاء الله هيكون معنا متابعة مستمرة من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة لكل التطورات اللي بتتم كل جمهور النادي الأهلي. لكن في البداية كده خلينا نتكلم يا محمد عن مباراة مصر وتونس بالأمس، وهي مباراة كانت في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. خلاص الفرقتين أو منتخبين وصلوا بشكل عام، لكن كان مهم جدا لدى الجمهور المصري أنه يتفرج على أداء منتخب مصر بالأمس بالتحديد في ظل جهاز فني جديد، يمكن خاض 3 مباريات كانت ضعيفة نسبيا أمام سواتيني والنايجر، لكن مباراة تونس هي بتكون الأهم، خصوصا أنت بتقابل يعني منتخب قوي جدا ومصنف الأول على أفريقيا، فبالتالي كان كل منتظر هذا اللقاء. أعتقد يعني أن المنتخب قدم مباراة جيدة وقدر أن يحقق انتصار مستحق امبارح. أكيد انتصار جيد وجاي في وقته، الناحية المعنوية والناحية النفسية للجهاز الفني، خاصة في ظل أن الكل كان بيأكد على أن مباراة تونس هو اختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد بقيادة المكسيكي خافير أجيري ومعه الجهاز المعاون. لكن بالطبع لسه هناك أكيد منافسات ومباريات أقوى من كده بكتير، لأن حتى كمان المنتخب التونسي كان بيفتقد لحوالي من 4 إلى 5 لاعيبة من العناصر الأساسية. لكن بشكل عام أداء المنتخب والشكل اللي ظهر به مختلف تماما عما ظهر المنتخب به خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وده اللي إدى إحساس لكل جماهير كرة القدم المصرية إن القادم هيكون أفضل، إن إحنا هنشوف كرة قدم جميلة، هنشوف منتخب بيأدي بشكل جيد في الناحية الهجومية. لكن كمان الناحية الدفاعية محتاج يركز عليها أكتر، محتاجين الفترة القادمة يكون في الأجندة الدولية مباريات ودية قوية للاستعداد. خلاص المنتخب ضمن التأهل هو المنتخب التونسي، لكن المرحلة القادمة محتاجين نطمن أكتر من خلال مباريات رسمية ومباريات ودية أيضا قوية قبل بطولة الأمم بإذن الله، لحتى هذه اللحظة إن شاء الله هتكون في الكاميرون في صيف العام القادم عام 2019. وأيضا كمان يا أمير عايز أقول لك إن هيكون معانا مداخلة لأحد لاعبي منتخبنا الوطني هيتكلم عن مشاركة المنتخب بالأمس وغيابه بالأمس عن المشاركة مع المنتخب الوطني وطموحات المنتخب والإحساس أو الجو العام داخل المنتخب الوطني في التوقيت الحالي. لكن يا أمير قبل ما أرجع لك برضو عايزين نتكلم في نقطة مهمة، إن منذ يوم الخميس الماضي حتى النهاردة السبت في اجتماعات عديدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اجتماع لمجلس الإدارة وامتد حتى النهاردة للسبت، ويمكن الاجتماع بدأ منذ حوالي ساعة ونصف ومستمر حتى هذه اللحظات. بالتأكيد هيكون عندنا أخبار وتفاصيل من هناك، لكن عايزين نأكد أن الكابتن محمود الخطيب بإذن الله هيغادر النهاردة من مطار القاهرة فجر غد بإذن الله للسفر إلى ألمانيا إن شاء الله لإجراء العملية الجراحية، نتمنى له يا رب الشفاء بإذن الله والعودة خلال الفترة القادمة سالما بإذن الله. لكن أكيد في تفاصيل كثيرة في هذا الملف يا أمير، لكن إن شاء الله القادم بالنسبة لفريق كرة القدم أو حتى قرارات مجلس الإدارة إن شاء الله تكون تنال رضا الجميع، ويكون كمان القرارات بشكل رسمي الفترة القادمة تعيد زي ما أكدت أنت طبعا بالتأكيد مسار كرة القدم في الفترة القادمة.
اكيد ان شاء الله، يعني اكيد كمان بنتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وتكون يعني عمليه جراحيه موفقه ليه ان شاء الله، ويرجع لنا بالف سلامه، لان اكيد يعني هو احد اساطير الكره المصريه بشكل عام ورئيس النادي الاهلي، واكيد نتمنى له كل الشفاء العاجل علشان يقدر ان شاء الله يعني يشوف مهامه كلها داخل القلعه الحمراء، وبما يرضي ويرضي طبعا كل طموح جمهور النادي الاهلي في مكانه. لكن خلينا نتكلم عن الاخبار الخاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي النهارده، واللي كان عندهم مباراه الصبح مع فريق الشباب بالنادي، وكانت مباراه مهمه جدا في اطار الاستعداد لمباراه الوصل ان شاء الله يوم الخميس القادم. هذه المباراه الهامه جدا، وخصوصا ان احنا كنا تعادلنا 2-2 في استاد برج العرب، وبالتالي دي نتيجه يمكن مش مرضيه بالنسبه للنادي الاهلي، وفيها صعوبه شويه من ان انت ممكن تتاهل من خلال هذه النتيجه. لكن حتى لو الظروف صعبه شويه، حتى لو يعني الامور عكس النادي الاهلي خلال الفتره دي، ان شاء الله رجاله النادي الاهلي هيقدروا بشكل كبير جدا ان هم يسعدوا كل الجمهور ويردوه بطريقه جيده خلال مباراه الوصل، ويكون التاهل للدور الثمانيه من البطوله العربيه يكون يعني جزء كده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بعد الاخفاق في الفوز بالبطوله العربيه. بالتالي النهارده كانت المباراه صباحا، ويعني يعتبر ان مستر باتريس كارترون لعب بكل اللاعبين المتاحين بالنسبه له خلال هذه الفتره. المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي الفيرست تيم بنتيجه 1-0 احرزه وليد سليمان من ضربه جزاء، وكمان سعد سمير اضاف هدف لكن تم الغائه مع الشوط الثاني. لكن الامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، هو بس اسلام محارب يمكن تعرض لاصابه في اوتار الكاحل، لسه الامور هتبان بالنسبه لاسلام محارب هل هيقدر ان هو يلحق ببعثه النادي الاهلي في الامارات ولا لا، لكن ان شاء الله نتمنى له الشفاء، وخصوصا النادي الاهلي محتاج لكل لاعب في هذه الفتره بالتحديد، والتاهل هيكون شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. ايضا مستر باتريس كارترون بيشيد بوديه الاهلي امام فريق الشباب، وده شيء اكيد يعني كانت وديه بالنسبه له مهمه جدا مستر باتريس كارترون، ان هو يشوف اللاعبين يطمن على بعض اللاعبين الشباب، وده شيء كمان مهم جدا ممكن يكونوا في الاستراتيجيه بالنسبه له خلال المرحله المقبله، بالاضافه طبعا للصفقات اللي منتظرها جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا في يناير، واكيد ان شاء الله هيكون في صفقات، لكن اكيد ايضا النظر للشباب وقطاع الناشئين في النادي الاهلي ممكن يلفت نظره بعض اللاعبين اللي ممكن يحتاجهم خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا النادي الاهلي كان عنده تجارب عديده في اكتشاف عدد كبير من اللاعبين الشباب بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وابرزهم طبعا حسام عاشور اللي لحد دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله الراجل ماشي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي. فبالتالي مستر باتريس كارترون اشاد بشكل كبير جدا بالمباراه الوديه اليوم، وطمن بشكل كبير على بعض اللاعبين. كابتن محمد يوسف ايضا قال ان وديه الشباب فرصه اطمئنان على اللاعبين قبل مواجهه الوصل، وده شيء زي ما احنا اتكلمنا فيه كان مهم ان يكون في اطمئنان بشكل كبير، خصوصا في التعامل النفسي مع اللاعبين خلال المرحله دي. طبعا لما فريق يخسر بطوله كبيره جدا زي بطوله دوري ابطال افريقيا، ويكون الجمهور كان مستنيها بشكل كبير قوي، لكن يتم الاخفاق، فبالتالي هيكون في تعامل نفسي معين واخراج اللاعبين من الحاله النفسيه السيئه. ده كان دور الجهاز الفني بقياده طبعا مستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف. فان شاء الله تكون الوديه دي تكون جابت كل الثمار وكل ما يتمناه الجهاز الفني قبل مواجهه الوصل الاماراتي ان شاء الله في البطوله العربيه وكاس زايد بالتحديد. طيب خلينا نروح سريعا لمقر النادي الاهلي بالجزيره، وناخد زميلنا العزيز كريم احمد علشان يطمنا على كل ما يحدث هناك ويقول لنا اخر اخبار اجتماعات ايه داخل مقر النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. برحب بيك زميلي امير في البدايه، وبرحب طبعا بالزميل محمد سعيد بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت عارف طبعا امير، يمكن ايام يمكن هامه جدا بتمر على النادي الاهلي، على جمهور النادي الاهلي، امور يمكن ان شاء الله كلها تصب في مصلحه قطاع كره القدم. اجتماعات يمكن قويه جدا مستمره من يوم الخميس، وزي طبعا ما الكابتن محمود الخطيب او البيان بشكل عام الخاص بمجلس الاداره قال ان هتكون في جلسه مستمره اليوم، هو يوم السبت، وهي ثاني جلسات مجلس الاداره اللي فيها قرارات هامه جدا بينتظرها اكيد كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، خاصه طبعا بفريق كره القدم. وبناكد طبعا على كلامك امير وعلى الكلام طبعا الخاص بالاخفاق في البطوله الافريقيه، يمكن كعاده النادي الاهلي وكعاده البطل لابد طبعا يكون في تركيز كبير خلال الفتره القادمه، لابد يكون في غلق يمكن تام للصفحه الخاصه بالبطوله الافريقيه، لكن في نفس الوقت لابد يكون في معالجه يمكن هامه وسريعه باسرع وقت لكل الامور اللي ادت طبعا لهذا الاخفاق. يمكن الجهاز الفني، لعيبه النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي كمان برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكل
يمكن اشتغل بشكل كبير جدا خلال البطولة الماضية، خروجنا فيها المباراة النهائية ومباراة العودة كمان يمكن أمر بيكون محزن كالعادة طبعا على جمهور النادي الأهلي، لكن إن شاء الله زي ما بنقول ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين في الجهاز في مجلس الإدارة إن هو يكون في إجراءات قوية جدا وأيضا كمان قرارات هامة جدا تصب في مصلحة قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي. النهاردة يمكن في البداية صباحا أول من حضر هنا لمجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي بشكل عام هو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، تواجد صباحا في الساعة 10:30 مباشرة. يمكن شفنا كابتن حسام غالي تواجد في جلسة منفردة مع كابتن محمود الخطيب، تباعا شفنا الكابتن محمد فضل أيضا كمان في نفس الجلسة الخاصة به الكابتن محمود والكابتن حسام غالي وأيضا كمان محمد فضل، تباعا المهندس عدلي القيعي تواجد أيضا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبالتحديد كمان داخل مكتب مجلس إدارة النادي الأهلي. أخيرا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ أيضا كمان تواجد. كل الاجتماعات دي أمير كانت قبل اجتماع مجلس الإدارة اللي بدأ فيه الساعة 5:00، لكن كان في اجتماعات منفردة. واضح جدا طبعا ان المهندس عادل القيعي يكون ليه دور خلال الفترة القادمة، الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال تواجده والجلسة الخاصة مع الكابتن محمود الخطيب ايضا كمان سيكون ليه دور هام جدا في قطاع كرة القدم بيئة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. الساعة يمكن 5:45 أو 5:10 تواجد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لهذا الاجتماع الهام جدا اللي يكون فيه أيضا قرارات مهمة جدا بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي استكمالا للجلسة الأولى. يمكن بجانب الحضور اللي احنا قلنا عليه أمير سواء المهندس عدلي القيعي أو سواء كابتن سيد، يمكن كل الحضور اللي كان متواجد هيكون فيه قرارات أيضا كمان بجانب هؤلاء الحضور. يمكن لسه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول، أنت عارف أمير كل يمكن جمهور النادي الأهلي بيحب أن هو يتابعنا وياخد مننا المعلومة صحيحة. في اجتهادات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، تكهنات طبعا لكل زملائنا الصحفيين على مين هيكون موجود مدرب عام، مين هيكون مدير الكرة، مدير التعاقدات، امور كلها طبعا خاصة بمجلس ادارة النادي الاهلي، والوحيد طبعا الذي يبث في هذا الامر هو مجلس ادارة النادي الاهلي بقرارات تصدر من داخل المجلس مع المتحدث الاعلامي طبعا لمجلس الادارة وهو الدكتور شريف فؤاد. لكن باكد لك الحضور اللي كان متواجد النهاردة هيكون ليه دور خلال الفترة القادمة في قطاع كرة القدم، واحنا طبعا كان في انتظار مجلس الادارة ان هو يكون اتخذ اجراءات مهمة جدا وقرارات مهمة جدا تفيد قطاع كرة القدم وتطمئن كل جمهور النادي الأهلي اللي بينتظر هذه القرارات الهامة جدا من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي. كالعادة أكيد أمير هنكون مستمرين معاك، زميلي محمد سعيد هنكون مستمرين معاك أيضا في تغطيتنا الخاصة على مدار طبعا الساعات القادمة. يمكن الاجتماع الأول اللي بدأ من الساعة 5 يوم الخميس يمكن وصل الساعة 12 يمكن مساء، خمس ست ساعات طبعا كانت بتفصل اجتماع مجلس الإدارة عن القرارات الأولى. النهاردة كمان من الواضح أنه ممكن اجتماع يمتد شوية، لكن مش هنوصل أكيد للساعات المتأخرة لأن خلاص يمكن كلها بتتخذ القرارات في قطاع كرة القدم. الاجتماع الأول طبعا زي ما أنت عارف كان فيه بعض القرارات الخاصة بها للجمعية العمومية وأيضا كمان سفر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أكيد يا أمير من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رغم التعب ورغم الإرهاق الكبير جدا اللي بيمر على الكابتن محمود، لكن عنده هدف كبير وهو تصحيح المسار للنادي الاهلي. النادي الاهلي امامه ثم بعد كده طبعا الحاله الصحيه، ويمكن ده طبعا اللي بنأسفه للكابتن محمود الخطيب ان هو وضع الحاله الصحيه طبعا في المركز الثاني، هدفه الاول والاخير هو مصلحه النادي الاهلي ومصلحه قطاع كره القدم. كل الدعم للنادي الاهلي وكل الدعم لمجلس الاداره ان شاء الله باذن الله هذا الاجتماع يكون فيه قرارات هامه جدا تصب في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه كره القدم بالنادي الاهلي. برجع لك يا امير وبرجع لزميلي محمد سعيد وانا معاك لو في استفسارات. طبعا يعني بشكرك يا كريم شكرا جزيلا، يعني انت جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن تخطر في بال اي واحد من الاهلاويه اللي منتظرين بشكل كبير جدا القرارات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي النهارده وبالتحديد فيما يخص قطاع كره القدم في النادي الاهلي بشكل عام. نتمنى كل التوفيق ايا كان الاجتماع هيقعد قد ايه، 5 6 7 ساعات يقعد براحته، بس المهم ان الاخبار كلها او القرارات كلها تكون في صالح النادي الاهلي لما هو قادم، وده الامل اكيد بالنسبه لكل الجماهير. طيب نكمل فقرتنا بشكل طبيعي ونشوف نشوف اخر اخبار الفريق، ويمكن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان اسلام محارب يعاني من جزع في الكاحل. اسلام محارب زي ما قلنا شارك النهارده في المباراه الوديه وخلال المباراه كده جات له اصابه بجزع في الكاحل، لسه الامور ما اتضحتش بالنسبه له، هيتم يعني النظر في حاله اسلام محارب وامكانيه لحقه بمباراه الوصل يوم 22 يوم الخميس القادم. كارترون كمان اطمن النهارده على هشام محمد لاعب الفريق، احنا كنا عارفين ان هشام محمد عنده يعني زي مزق خفيف كده في العضلة
العضله الخلفيه او شد في العضله الخلفيه، بالتالي كان ده سبب من الاسباب اللي خليت هشام محمد ما يكونش متواجد في مباراتي نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. لكن خلاص هشام محمد عاد من الاصابه وشارك النهارده في جزء من المباراه الوديه، بالتالي اطمئنان على عدد كبير جدا من اللاعبين شيء هام جدا. ايضا في نفس السياق وفيما يخص الاصابات داخل القلعه الحمراء، محاولات لتجهيز محمد هاني لمباراه الوصل. احنا عارفين محمد هاني كان عنده ايضا اصابه في الكاحل في مباراه الاياب امام الترجي، واللي على اثرها طبعا ما قدرش ان هو يكمل هذه المباراه، بالتالي في محاوله ان يعني محمد هاني يقدر ان هو يشفى بشكل سريع ويكون لائق للحق بمباراه الوصل. يعني بشكل عام كده مباراه الوصل مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين، خصوصا ان هي جايه بعد مرحله صعبه شويه والهزيمه في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الثاني على التوالي، فبالتالي هيكون في تركيز كبير جدا وجديه كبيره جدا من الجهاز الفني واللاعبين. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. دي طبعا كانت معظم اخبار القطاع او اخبار النادي الاهلي وفريق الكره بالتحديد واستعداداته للمباراه المقبله امام الوصل، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراه. ارجع لك يا محمد لو عندك اي جديد اتفضل. طبعا خلاص يعني الاهلي بيستعد للمشوار العربي، خلاص تم غلق صفحه المباريات الافريقيه والبطوله الافريقيه بعد الخساره امام الترجي الاسبوع الماضي. عندنا مباراه جديده، عندنا بطوله جديده، في تحدي اخر. ما ننساش ان المباراه السابقه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، فبالتالي الاهلي محتاج ان هو يفوز على الوصل الاماراتي، وان شاء الله باذن الله الفريق هيسافر يوم الثلاثاء، والمباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم عصرا ان شاء الله بتوقيت القاهره. لكن المنتخب الوطني خلاص بعد الفوز بالامس على المنتخب التونسي بثلاث اهداف مقابل هدفين، في حاله جيده داخل المنتخب الوطني، واصبحت جماهير كره القدم المصريه بترى المنتخب بيسير بشكل جيد، لانها كانت مباراه قويه جدا مع منتخب قوي هو المنتخب التونسي. طيب للمزيد من التفاصيل انا بينضم لي دلوقتي احد لاعبي منتخبنا الوطني وليه دور كبير جدا مع المنتخب الوطني في الفتره الاخيره، وبدا الاعتماد عليه حتى في بعض المراكز داخل صفوف المنتخب. صحيح لم يكن متواجدا بشكل اساسي في مباراه تونس، لكن خلال الفتره القادمه سنرى علي غزال ضمن اهم اللاعبين في صفوف منتخبنا الوطني. علي، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا محمد، واهلا بكل المشاهدين. اولا الفتره الحاليه بصراحه شايفين علي غزال بشكل مختلف، يمكن الفتره الاخيره او المباريات السابقه في فتره ما يعني الحظ ما كانش بيحالفك بشكل جيد، لكن انت من اللاعبين اللي امكانياتهم الفنيه والبدنيه مميزه جدا في العديد من المراكز. عايز اكلمك عن مشاركتك مع المنتخب الفتره الاخيره رغم عدم وجودك في مباراه تونس بشكل اساسي، لكن كيف ترى التوقيت الحالي بالنسبه لعلي غزال بشكل شخصي والمنتخب الوطني بشكل عام بعد الفوز على تونس بالامس؟ الحمد لله، يعني الفتره دي بجيب اكون موجود في المكان اللي انا بفضله الحمد لله، فبيبقى في افضليه شويه. المنتخب الحمد لله من ساعه ما جاي من تراجيري والراجل شغال بشكل كويس مع كل الناس اللي بتنضم، بيتعامل بشكل كويس، بيريح الناس كلها، وهو زي ما انت شفت يعني اول ماتشات اللي ابتديناها لحد الماتش بتاع امبارح بتاع تونس الحمد لله في شكل، في اكيد مش 100%، بس ان شاء الله الفتره الجايه كل حاجه تبقى. شفنا امبارح حاله داخل المنتخب بيسعى للفوز يمكن لاهداف كثيره وعوامل كثيره، اهمها ايه يا علي بعد المكسب الامس؟ اهمها ان الراجل من ساعه ما جه هو شايف الامكانيات بتاعه الفرقه، اللعيبه دي تقدر تعمل حاجه كويسه، فكل ماتش بننزله بيبقى بيدينا دفع كويس قبل الماتش في المحاضره، بيدي كل الناس احساس ان احنا لازم نكسب، خصوصا الماتشات اللي على ملعبنا باختلاف احنا اللاعب مش فارق مين الاسم، بيدي انطباع لكل الناس ان احنا اي فرقه لازم تيجي هنا لازم نعمل ماتش كويس، لازم حتى لو ما كسبناش بس لازم يكون في روح، لازم يكون في اداء، فبتنعكس كل ده الحمد لله الناس كلها بتنعكس عليها في معظم الماتشات اللي لعبناها، ان بتحس في روح، في عاوزين نكسب، عاوزين نجيب جول ثاني وثالث، فالموضوع افضل يعني الحمد لله. إشادة أجيري بالأمس بكل اللاعبين، ويمكن حتى البعض في بعض الاستفسارات حب يوضح أن هدف صلاح كان مؤثر وأنهى المباراة لصالح المنتخب، لكن حرص المدير الفني المكسيكي على أن الفريق فريق جماعي وإشادته حتى بصلاح أو بتريزيجيه أو بعلي غزال تحديدا رغم أن أنت امبارح ما لعبتش المباراة، ده أثره الإيجابي عليكم إيه؟ وأنت شايف المسألة دي كمان إزاي داخل الفريق وداخل منتخبنا الوطني يا علي؟
مهمة طبعا، مهمة. لما كل بيبقى معاك مجموعة كبيرة وكل واحد بياخد أهميته، وإن هو بيدي كل واحد أهميته في المنتخب، أكيد أنت بتبقى جاي عاوز تعمل حاجة، حتى لو ما لعبتش أنت عاوز اللي موجود يقدم بشكل كويس، لأن أنت أوريدي حاسس بأهميتك في المنتخب في المكان اللي أنت فيه، حتى لو مش منتخب، حتى لو في نادي. لو أنت بتيجي مثلا كل مرة بتتكلم على لعيب أو اثنين أو ثلاثة بشكل خاص، بتحس يعني حتى لو الناس كلها عارفه، حتى لو اللعيبه نفسها عارفه ان الناس دي هم افضل ناس، بس برضه بيبقى في احساس برضه ان هم ايه، يعني شادو، ان هم في الظل يعني. فالناس طبعا كلنا عارفين اهميه محمد صلاح، واكيد جونه مؤثر يعني، لو ما كانش جاب الجون ده في بدايه اللعبه ما كانش كسبنا اكيد. بس هو حب برضه ان هو يدي الناس اهميه ان ليهم دور، فدي حاجه كويسه لكل الناس. طيب ان شاء الله التاهل لكاس الامم في الكاميرون، شايف المرحله القادمه والمنافسه، واكيد في مباريات وديه او اجنده رسميه خلال الفتره القادمه، مع الدفع ايضا كمان بعدد من اللاعبين، يعني علي غزال بيعود للمنتخب بعد فتره طويله، مشاركه محمد محمود بالامس، صلاح محسن بيشارك في الجزء الاخير من المباراه، كل دي عوامل اكيد الفتره القادمه خلاص في تشكيله وفي مجموعه ان شاء الله هتكون متجانسه في الفتره الجايه. اكيد اكيد دي افضل حاجه، يعني انا شايف افضل حاجه في ناس زي صلاح وزي محمد هاني كان مصاب، كان موجود معانا 12 كان مصاب، ومحمد محمود، الناس دي لعيبه صغيره وما شاء الله عندهم امكانيات ان هم يكونوا اضافه فيما بعد يعني. ف حاجه كويسه ان هم لما بيلعبوا ما شاء الله كلهم بيأدوا بشكل كويس، فدي حاجه كويسه. فاكيد الفتره الجايه احنا تأهلنا، احنا كان هدفنا برضه زي ما انت عارف هو الراجل كل حاجه كانت، احنا كل حاجه وزنها كانت عاوزين نبقى اول مجموعه، فعشان كده في اهتمام على طول الماتشات، حتى لو شوف الماتش اللي فات معظم التشكيل هو اللي كان موجود الماتشات اللي قبل كده، فهنكمل حتى ماتش النايجر اكيد هنروح عشان نكسب ان شاء الله، فاي حد هيلعب اكيد هيكون في دور يعني باذن الله، اكيد لو يكون في ماتشات وديه فهيضم ناس او الناس اللي موجوده اللي ما خدتش فرصه تلعب الفتره الجايه، فان شاء الله يعني ونحدد صوت الامم يكون اخذ اكبر عدد من اللعيبه اللي هو شافها ان شاء الله لحد القائمه النهائيه باذن الله. طيب هنشوفك في قناه الاهلي قريب باذن الله، انت خلاص في راحه سلبيه في التوقيت الحالي. بالظبط ان شاء الله بما تدرك. تنور الاهلي قريب باذن الله ومن خلال قناه الاهلي ان شاء الله يا علي باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. فتره الراحه السلبيه هتعمل فيها ايه؟ انا بتمرن، عندي بروجرام بتاعي مع النادي بشتغل عليه لحد ما ارجع تاني ان شاء الله، اذا كنت راجع تاني فنشوف الفتره الجايه ان شاء الله. انت بترقصنا على هوا. لا حد هذا لا رئيس صراحه. طيب كل التوفيق ليك يا علي، وان شاء الله القادم بالنسبه لك على المستوى الشخصي وبالنسبه لمنتخبنا الوطني يكون افضل باذن الله. ربنا يخليك، شكرا وسعدت بكلمه حضرتك. أكيد يا علي احنا سعداء بهذه المداخلة، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني ولاعبي منتخبنا الوطني سواء المحترفين أو حتى الموجودين في الدوري المحلي. المنتخب خلال الفترة القادمة بالتأكيد يعني الكل سعيد بالحالة اللي فيها منتخبنا الوطني، حالة الدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين، تغيير الجلد وتصعيد عدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة، لكن بالطبع بإذن الله مباراة النيجر على فكرة يا جماعة مباراة مهمة جدا، الفوز والانتصار مهم. أي نعم أو صحيح حتى هذه اللحظة المنتخب التونسي متصدر بفارق المواجهات المباشرة، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، ممكن منتخب إسواتيني في استاد رادس يعمل نتيجة إيجابية مع المنتخب التونسي، فبالتالي أنت فوزك على النيجر يصعد بيك للصدارة، والصدارة مهمة جدا في الرانكينج في التصنيف، لأن التصنيف وجودك على صدارة المجموعة في كأس الأمم في الكاميرون وكل الأمور دي لما تكون في التصنيف الأول بتفرق معاك حتى بعد كده لما بتقرب من تصفيات كأس العالم، ويفرق معاك حتى في شكل المجموعة اللي هتكون موجودة معاك في كأس الأمم أو حتى على المدى البعيد بالنسبه لمنتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم. لكن ارجع لك يا امير عشان نبدا بقى فقرات حلقتنا النهارده اللي فيها تفاصيل كثيره وبالتاكيد فيها فقرات مختلفه ومتنوعه عشان نرضي المشاهد الاهلاوي في كل مكان. اكيد ان شاء الله فقرات هتكون مهمه ومميزه زي ما مداخله علي غزال كده كانت مهمه ومميزه جدا، فبالتالي ان شاء الله النهارده عندنا العديد من الفقرات. الفقره الاولى هتكون من خلال زميلي محمد سعيد وهيستضيف فيها الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق، دي هتكون الفقره الاولى. الفقره الثانيه هتكون ان شاء الله معاكم وهيكون في ضيافتنا الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق النجوم واللي في الحقيقه طبعا عامل نتائج اكثر من رائعه منذ توليه المسؤوليه. ايضا الفقره الثالثه هتكون خاصه ببعض التقارير المهمه جدا بالنسبه لكل جمهور
النادي الاهلي، وايضا بيبقى معانا فقره ثابته دايما كل سبت وهي خاصه باسعد ليله لنجم من نجوم النادي الاهلي داخل القلعه الحمراء. هيكون نجم الفقره النهارده كابتن هشام حنفي. كمان الفقره الاخيره هتكون مع زميلي محمد سعيد، وهيكون معاه كابتن محمد حمدي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه، وبالتالي هتكون ايضا فقره هامه جدا. تابعوا كل الفقرات بشكل عام، هتكون حلقة مهمة ومهمة للغاية بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن بعد الفاصل هتكون أول فقرة مع كابتن رمضان السيد. استنونا بعد الفاصل. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الاولى النهارده من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها احد نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي بشكل خاص، كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا. كابتن رمضان برحب بيك ومنور بيتك. ربنا يخليك يا محمد، وتحياتي ليك يا محمد. اولا في البدايه، في التوقيت الحالي طبعا جمهور النادي الاهلي بيتابع بشكل كبير فريق كره القدم في الفتره القادمه والاستعداد للمرحله القادمه. خلاص الملف الافريقي نقفله بحلو بمر، باللي جاي ان شاء الله في اجتماعات عديده في التوقيت الحالي لتصحيح الوضع لاعاده فريق كره القدم بشكل جيد للمرحله القادمه. لكن عايز ابدا مما انتهينا فيه في الاجتماعات الاخيره اللي تمت حتى نهايه الاسبوع الماضي والاجتماعات المستمره في التوقيت الحالي. مباراه الوصل الاماراتي وما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي، شايف المرحله الجايه ازاي يا كابتن رمضان؟ يعني انا شايف طبعا المرحله اللي جايه الحقيقه محتاجه الوقفات او الوقفه اللي اتعملت في الحقيقه في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا الحقيقه، واعتقد ان فريق الكره في النادي الاهلي محتاج الحقيقه شغل كبير جدا الفتره اللي جايه، اذا كان من تدعيمات في يناير او اذا كان ان هم بيبتدوا في مشاكل موجوده هم بيعالجوها الحقيقه، حاجات كثيره جدا بيعالجها طبعا الكابتن الاسطوره الكابتن محمود الخطيب الحقيقه ومجلس اداره النادي الاهلي. لكن انا بقول قبل ما هبدا في مباراه الوصل، يمكن انا عندي كنت من شهرين كنت موجود في قناتنا طبعا قناه النادي الاهلي، وقلت ان رغم ان الفرقه بتعمل نتائج ايجابيه لكن الحقيقه كان في مشكله كبيره جدا، ان انت الحقيقه فقدت الهويه بتاعتك او فقدت شخصيتك، انت شخصيه فريق النادي الاهلي. انت المواسم اللي فاتت نسبه الاستحواذ في كل مباراه النادي الاهلي كانت بتروح ل 65 بتروح ل 70 بتروح ل 60. الحقيقه احنا فقدنا الكره اللي كانت بتتلعب بالتحضير من تحت، الكره القصيره الكره السريعه، التحضير في الثلث الوسطاني، التحضير الربط اللي كان موجود على اعلى مستوى الحقيقه في الثلث الهجومي، الحاجات دي كلها احنا افتقدناها الحقيقه في خلال الفتره اللي فاتت. محتاجين الحقيقه يعني انا في رايي محتاجين قرارات ثوريه على اساس ان احنا نرجع تيم النادي الاهلي تاني للمستوى الحقيقه اللي هو كان عليه في خلال المواسم اللي فاتت. احنا لما نيجي الحقيقه نعمل تقييم للفتره اللي فاتت، انا مش عامل تقييم للفتره ديت، الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان اداؤه كان بيقرب من الكره الاوروبيه، يعني الاستحواذ والكره البرشلونيه حتى، يعني مش كمان الاستحواذ والتحقيق التحضير من تحت والريتم السريع جدا، الضغط بعد ما بيفقد الكره، الحاجات دي كلها افتقدها الحقيقه في الفتره الموجوده حاليا دلوقتي تيم النادي الاهلي. فعشان كده احنا بنقول يعني انا بتمنى من ربنا ان طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره الحقيقه الكابتن محمود الخطيب، اللي الاول قبل اي حاجه كمان احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله عودته بالسلامه ان شاء الله بعد اجراء الجراحه، لان طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني رمز يعني من الرموز الكبيره قوي قوي في الكره في مصر وفي النادي الاهلي. فبتمنى فعلا الفتره اللي جايه دي او النهارده نطلع بقرارات الحقيقه تصلح كل الاخطاء اللي موجوده في خلال المرحله اللي فاتت. اكيد باذن الله ان شاء الله الفتره القادمه تكون افضل ان شاء الله لفريق كره القدم، وده اللي كان حريص عليه حتى الكابتن محمود الخطيب، انه حتى اتكلم مع الجماهير في الفتره السابقه وبيقول لهم الفتره القادمه احنا انا واخد بالي من الشغل اللي موجود، حتى لو كنا كسبنا ويمكن دي نقطه ايجابيه الناس كلها يمكن في بعض ما خدش، قال لك لو حتى كنا كسبنا في بعض الامور كنت داخل حتى عشان اعيد ترتيب البيت شويه في الفتره القادمه، لان دايما الاهلي حتى وهو بيكسب عايز يعمل اداء عايز يعمل شكل، والوضع الشكل النادي الاهلي بشكل عام برضو مهم جدا صورته قدام الناس تبقى شايفه فيه شكل اداري متميز. اكيد اكيد، يعني النادي الاهلي مش هيلاقي افضل من الاسطوره الحقيقه الكابتن محمود الخطيب، ان هو
يعالج كل الاخطاء اللي كانت موجوده الحقيقه في الفتره اللي فاتت. هو طبعا في الغاء او قرار في قرار لالغاء لجنه الكره في النادي الاهلي، وان كابتن محمود الخطيب هو اللي بيبقى مسؤول عن الكره في النادي. اعتقد دي لوحدها هتبقى كفيله ان كل الاخطاء اللي موجوده تتعالج ان شاء الله باذن الله. طيب ابدا معاك بمباراه الوصل الاماراتي. مباراه مهمه جدا طبعا، يمكن البعض شايفها جايه في توقيت ممكن يكون سلبي نتيجه الضغوطات او الشكل اللي فيه الفريق بعد الخروج الافريقي، لكن ممكن تستغلها بشكل ايجابي ويكون في طاقه ايجابيه انك تستمر في البطوله العربيه وتصدر صوره ايجابيه للجمهور الفتره القادمه انك تكسب في الامارات تعدي بهذه المباراه. شايف اجواء وظروف مباراه الوصل وعلى المستوى الفني كمان، شايف هذه المباراه ازاي؟ شايفها طبعا مباراه اتصعبت بنتيجه المباراه اللي اتلعبت في القاهره الحقيقه 2-2 في برج العرب. طبعا نتيجه 2-2 نتيجه طبعا صعبه، لان النادي الاهلي ما قدموش غير ان هو يكسب. يعني اعتقد ان النادي الاهلي يمكن بعد اي كبوه بتحصل له الحقيقه بتلاقي الفرقه بترجع تاني لمستواها وبترجع تاني لحياتها وبينسوا حقيقه. يعني حتى النادي الاهلي دايما بيكسب مثلا بطوله الدوري يقول لك لا انا عندي بطوله الكاس، بيكسب بطوله الكاس يقول لك لا انا عندي افريقيا، بيكسب بطوله الافريقيا يقول لك انا عندي بطوله عربيه. النادي اللعيبه اكيد بالجهاز الفني بتمنى طبعا ان هم يخرجوا بسرعه جدا من الحاله بتاعه مباراه الترجي ويفكروا في مباراه الوصل، لان انا في رايي كمان ان البطوله العربيه بطوله بقت كبيره جدا جدا جدا، لانك انت لما بتيجي بتعمل تقييم ليها للمقابل المالي اعتقد يعني مبلغ كبير جدا جدا يساعد فرقة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله إن هو يواصل مسيرته في البطولة ويحصل على البطولة كمان، على أساس إن دي هتفرق معاه بشكل كبير جدا. من النواحي الفنية زي ما قلت لك، أولا مباراة القاهرة كان في فترات كتيرة جدا الحقيقة أضعنا أو لعيبة النادي الأهلي أضاع فرص كتيرة جدا في المباراة، وكانوا الفرص دي كانت كفيلة إن هم يخرجوا فايزين بسكور كمان، لكن يمكن في آخر 10 دقايق أو ربع ساعة المباراة قلبت الحقيقة بالكورتين اللي جم في النادي الأهلي. المباراة إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك إن اللعيبة بس بتخرج إن شاء الله بإذن الله من الحالة اللي هي فيها، وأعتقد إن لعيبة النادي الأهلي بيخرجوا بسرعة جدا من أي كبوة بيتعرضوا ليها. المنافسة في البطولة العربية شايفها السنة دي مختلفة؟ يعني الوداد خرج من البطولة، نجم الساحلي مكمل، في فرق عديدة وفرق قوية موجودة في البطولة العربية، في ماتشات قوية وماتشات مثيرة، الترجي خرج مبكرة، لكن في فرق قوية الفترة القادمة، أهلي جدة، كمان في فرق كبيرة حتى كمان الرجاء موجود، مباراته مع الإسماعيلي، الزمالك والاتحاد، في مباراة قوية. شايف المنافسة في البطولة العربية ازاي في ظل ان احنا كمان رايحين في مرحلة يمكن نقترب شوية في دور الثمانية، ممكن ان شاء الله حتى من 6 إلى 7 أندية ممكن يكونوا من شمال افريقيا او من دوري ابطال افريقيا. بالظبط، اعتقد ان البطوله العربيه الحقيقه المستوى بتاعها طبعا مرتفع جدا جدا جدا، في انديه الحقيقه على مستوى عالي جدا مكملين الحقيقه البطوله، المنافسه فيها هتبقى قويه جدا، غير يمكن المواسم اللي فاتت كانت بتتلعب من غير مشاركه الانديه الكبيره في الدول العربيه كلها. اعتقد ان السنه دي الرجاء بالزمالك باهلي باسماعيلي، اعتقد ان الفرق دي كلها هتبقى المنافسه فيها طبعا مش سهله، المنافسه هتبقى قويه جدا. طيب فتره توقف يا كابتن رمضان في التوقيت الحالي بعد ما خلصت مباراه الترجي، عندك توقيت على مباراه الوصل ان شاء الله مباراه يوم الخميس القادم والفريق مسافر يوم الثلاث، الاعداد النفسي والاستعداد الذهني للاعيبه في التوقيت الحالي ممكن تشتغل عليه ازاي وتحضر الفرقه ازاي؟ يعني يمكن هو الحقيقه الفتره اللي جايه يا محمد هيبقى كلها على الاعداد النفسي، لان يمكن هم يعني فرقه النادي الاهلي انا في رايي ان هم واصلين لفورمه بدنيه وفورمه فنيه بشكل كويس قوي. اعتقد ان انت مش هتقدر تضيف حاجه في النواحي البدنيه او النواحي الفنيه قد ما هتقدر تشتغل على النواحي النفسيه، انك تخرج اللعيبه من الحاله اللي هي اللي هم عليها الحقيقه، ودي في حد ذاتها هتبقى مكسب كبير جدا، واعتقد ان دي اللي هتفرق في مباراه الوصل الحقيقه بشكل كبير جدا، ان احنا نرجع من هناك بفوز ان شاء الله باذن الله. اقدر اخد مباراه 2-2 كمقياس اقيس بيه شكل مباراه العوده في الامارات او في دبي ان شاء الله نهايه الاسبوع الحالي، ولا ظروف مباراه الذهاب هي اللي اجبرت الاهلي او شكل المباراه يطلع بالشكل ده نتيجه ان الاهلي ضغوطاته الافريقيه كان عايز يعمل روتيشن يريح عدد من اللاعبين يبدا بعدد اخر من اللاعبين، عنده تفكير اكبر كانت في مباراه الترجي، كل الظروف دي افكر اكتر في ان المباراه دي كانت مقياس للمباراه العوده ولا الوضع يختلف؟ مباراه العوده هتختلف بشكل كبير جدا، لانك انت في المباراه الاولى الحقيقه انت كنت مريح حوالي 4-5 لعيبه من اللعيبه اللي هم الاساسيين واللعيبه اللي هم طبعا كان يمكن انا في رايي كان التفكير الجهاز الفني كان كله منصب على مباراه الترجي وكان بيفكر في مباراه الترجي اكتر ما بيفكر في مباراه الوصل. خلاص الامور دلوقتي اختلفت، دلوقتي انت هتروح بكل قوتك الحقيقه في مباراه الوصل، الامور هتختلف طبعا عن المباراه الاولى.
نقاط القوة والضعف في فريق الوصل مع الأهلي في المباراة السابقة، شايفها ازاي في مباراة العودة مع الوضع في الاعتبار ان في غيابات؟ يعني احمد فتحي حتى هذه اللحظة لم يتحدد موقفه، وان كان الاقرب ان هو مش هيسافر يكون موجود مع الفريق. النهارده كانت في اصابة لاسلام محارب ولم يتحدد موقفه، ايضا علي معلول مصاب منذ فترة، وليد ازارو يعني احتمال يشارك مع المنتخب المغربي في مباراة ودية مع تونس في رادس خلال الساعات القادمة، وقد يلتحق بالفريق من تونس الى الامارات مباشرة. شايف الغيابات ومدى تأثيرها في الفترة الجاية يا كابتن؟ يعني هي طبعا الغيابات أثرت الحقيقة في مباراة الترجي، وأثرت بشكل كبير جدا غياب علي معلول وغياب الحقيقة وليد أزارو، والإيقاف اللي هو الحقيقة اللي اتعمل ده. أنا عمري ما شفت طبعا القرارات بتطلع من الاتحاد الأفريقي في واقعة زي كده بالشكل السريع دوت. أعتقد إن الإيقاف وليد وإصابة علي وإصابة أحمد فتحي الحقيقة، لأن دول ركائز جونيور الحقيقة طبعا برضك غيابه فرق كتير جدا وأثر كتير جدا في أداء النادي الاهلي طبعا اكيد في الفتره اللي فاتت. لكن انا بقول ان عوده وليد ازارو ان شاء الله باذن الله اعتقد انها تفرق بشكل كبير جدا في خط هجوم النادي الاهلي. شايف الحاله الفنيه ممكن تختلف في الفتره القادمه؟ يعني حضرتك كنت ذكرت في نقطه الاستحواذ وشكل الفريق، ده نتيجه ضغوطات ومباريات متتاليه في افريقيا وغيابات نتيجه اصابات، لكن مع البطوله العربيه ودفع بعدد اخر من اللاعبين ممكن تلاقي شكل فني مختلف، ولا محتاجه فتره على ما تستعد لتدريبات مختلفه واعاده شكل تكتيكي للفريق؟ هو طبعا يعني هي دي برضو ايه بتتوقف على الحقيقه الاستراتيجيه بتاعت المدير الفني. يعني زي ما قلت لك ان انت كنت بتعمل مثلا 65% استحواذ، واعتقد دي يعني ارقام يعني ما كانتش حصلت قبل كده في مصر. يعني لما كنت بتشتغل مثلا على انك مثلا بتخسرش مباراه، انك انت كل مباراتك بتعبل المكسب، انك انت مثلا ادائك في التلت الهجومي الحقيقه كان مميز جدا جدا جدا، بدليل ان انت الحقيقه في كل ماتشاتك بتكسب وبتكسب بسكور كمان. اعتقد الحاجات دي كلها محتاجه وقت، وان شاء الله باذن الله انا بقول ان كبوه الترجي ان شاء الله باذن الله هتوصلنا لمباراه الوصل ان احنا نرجع ان شاء الله باداء وبنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. ايه الشكل الفني اللي ممكن يخيم على الاهلي في مباراه العوده في ظل مباراه الذهاب 2-2 يا كابتن رمضان؟ يعني هم يمكن اولا فرقه الوصل الحقيقه عندهم الثلاثه المحترفين مستواهم عالي جدا في الخط الهجومي، في خط الهجوم الحقيقه مستواهم عالي جدا، رغم ان هم الحقيقه هم طبعا لعبوا المباراه دي بمستوى عالي جدا وكانوا مميزين جدا وصنعوا الفارق الحقيقه. يعني لكن هم اساسا يمكن في الدوري الاماراتي اعتقد ان هم ماشيين مش بشكل كويس، يعني تقريبا من الفرق اللي هي الاخيره الحقيقه في الجدول. اعتقد ان زي ما قلت لك ان يفرق بشكل كبير جدا ان احنا رايحين نلعب على المكسب، ويمكن احنا ما عندناش حتى بدائل. يعني حتى انت بتلعب على المكسب بس، لانك انت مش هتروح تلعب على التعادل خالص، ولا هتدافع ولا يعني هيبقى في اتزان، لكن الناحيه الهجوميه هتبقى فيها كثافه بشكل كبير جدا جدا على اساس ان انت ما عندكش بدائل غير انك بتلعب على المكسب. احمد فتحي غاب عن مباراه الترجي، محمد هاني اصيب وحتى هذه اللحظه موقفه لسه مش واضح. الجبهه اليوم نترشح مين يبدا في هذه المباراه؟ هي مشكله النقص اللي موجود، يعني الثلاث لعيبه اللي ممكن يلعبوا الحقيقه في الباك اليمين مصابين، يعني اذا كان احمد فتحي او اذا كان محمد هاني او باسم حتى اللي هو الثالث بتاعهم، الحته دي بقت فيها مشكله دلوقتي. هو طبعا يمكن اخر حاجه استعان بكريم نيدفيد الحقيقه، لكن يمكن كريم برضو ما يقدرش يعمل الحته ديت كميت ياردة في الجزء اللي خده في الترجي. ما يدكش احساس ان ممكن يكرره تاني، ولا ممكن يلعب باقرب من اقرب لاعب بكرايت قبل كده؟ يعني يمكن اقرب يبقى اقرب الحقيقه، لان كريم طبعا في حته الهاف ديفندر او في وسط الملعب الحقيقه بيبقى مميز جدا، لكن الحته دي ممكن يبقى محتاجه فيها سرعات، ممكن يبقى اكرم اقرب الحقيقه. طيب بمناسبه اداء بعض اللاعبين في التوقيت الحالي، شايف امبارح في منتخبنا الوطني، بس مش عايز اخش في منتخب بالتفصيل، لكن محمد الشناوي شارك بالامس، ايمن اشرف لاعب، مروان محسن وصلاح محسن اربعه لاعبي النادي الاهلي كانوا موجودين مع المنتخب. مدى انعكاس الحاله الايجابيه ما بين لاعبي الاهلي اللي انضموا للمنتخب وفازوا على تونس على زملائهم لما يرجعوا مع الاهلي وبيستعدوا لمباراه الوصل الاماراتي؟ بالعكس، ده هيبقى حاجه طبعا قويه جدا جدا جدا. الاربعه لعيبه دول الحقيقه حتى هتلاقيها من النواحي النفسيه هيبقوا طبعا راجعين بمستوى عالي جدا من النواحي النفسيه الحقيقه، حظهم كويس طبعا ان هم لعبوا مباراه وقدروا يستعيدوا. طبعا، وكمان الحمد لله ان احنا كسبنا المباراه الحقيقه. يعني اعتقد ان الاربعه لعيبه هيرجعوا اضافه قويه جدا لفرقه النادي الاهلي في مباراه الوصل، وهيفرقوا مع زمايلهم كمان حتى في النواحي النفسيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي المفروض الجهاز الفني هيشتغل عليها في الثلاث اربع ايام دولت. لا، الاربعه لعيبه دولت ممكن يفرقوا في النواحي النفسيه مع زمايلهم. هم كمان فازوا على المنتخب التونسي طبعا،
طبعا. يعني انت مش بتتكلم بقى على فرقه من تونس، لا انت بتتكلم على المنتخب التونسي بالظبط. والحقيقه كان ليهم دور في المباراه. يعني لو ما بنتكلم صلاح محسن، انا في رايي ان صلاح محسن هيبقى من افضل المهاجمين اللي هيبقوا موجودين في مصر الحقيقه. بنتكلم على ايمن اشرف كان عامل دور الحقيقه دور هايل، محمد الشناوي كان ليه دخل كبير جدا في المنتخب مصر يكسب، لان الحقيقه الفرصه اللي هو تعامل معاها الحقيقه الانفراد اللي هو تعامل معاه واخرج الكره الحقيقه فرقت عملت نقله في المباراه، ويمكن هي دي كمان اللي جابت لنا المكسب. فاعتقد برضك بقى محمد الشناوي في حاله نفسيه عاليه، وفي نفس الوقت مروان محسن الحقيقه كان ليه دور في الكرات العاليه وكان محطه لعب كان عاملها افضل طبعا من الفترات اللي فاتت. طب ايه اللي شايفه في صلاح محسن يا كابتن رمضان؟ انت بتتكلم قلت جزئيه مهمه جدا ان صلاح محسن الفتره القادمه من اللعيبه اللي جايه بشكل كبير جدا في المستوى وفي تثبيت وجوده ومشاركته مع الاهلي او حتى مع المنتخب. ايه اللي شايفه في اداء صلاح؟ صلاح محسن يعني عنده ميزه او عنصر طالما اتوجد في لعيب كوره ده اللي بيضمن له الاستمراريه، عنصر السرعه. يعني صلاح محسن عنده عنصر السرعه حاجه مميز جدا فيها. اولا لعيب مهاري، لعيب بيعرف يتحرك في ال 18 بشكل كويس قوي، بيعرف يستغل الفرص اللي ممكن تجي له، بيعرف يعمل محطه لعب لان هو زي ما قلت لك لعيب مهاري. زي ما امبارح الحقيقه الوان تول اللي عمله مع محمد صلاح مش اول مره. طبعا اتكرر كتير عشان كده انا بقول لك ان هو عنده ديت. يعني الوان تول دي مش اي حد يعملها الحقيقه. صلاح محسن زي ما قلت لك ان انا في رايي ان هيبقى من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر خلال الفتره الجايه، بشرط ان هو لازم ياخد بصفه اساسيه، وكمان ياخد بصفه اساسيه وحتى لو مش موفق في ال 90 دقيقه لا لازم يستمر في الملعب. لان هو محتاج ان هو ياخد مثلا في مع فرقه النادي الاهلي 5-6 مباريات بصفه اساسيه يبقى موجود 90 دقيقه، ونلغي خالص التقييم مثلا بتاع ان انا يلعب ربع ساعه او يلعب نص ساعه او مثلا لو مش موفق حتى يخرج، لا لازم يتساب في الملعب لمده 5-6 مباريات، وهتشوف صلاح محسن من المهاجمين المميزين جدا في مصر. طيب واحنا بنتكلم على مشاركه لاعبي الاهلي وتاثير المنتخبات الوطنيه على الحاله النفسيه حتى لعدد من لاعبي الاهلي، برضو عندنا لاعب مميز جدا سليف كوليبالي النهارده كان بيلعب مع منتخب مالي امام المنتخب الجابوني، منتخب المالي فاز بهدف مقابل لا شيء، لعيب دولي بيلعب في النادي الاهلي في خط الدفاع، واصبحت خلاص دلوقتي حاليا خلاص مالي تاهلت الى كاس الامم في الكاميرون باذن الله. ايضا كمان واحنا بنتكلم في هذا السياق وليد ازارو مع المنتخب المغربي ما شاركش، لكن عندك عناصر دوليه داخل الفريق بتلعب في منتخبات بلدها. اكيد اولا وليد ما فيش خلاف عليه من الموسم اللي فات الحقيقه، وليد من المهاجمين المميزين جدا الحقيقه في الكره الافريقيه، مش في الكره كمان مش في النادي الاهلي بس. وليد بيمتلك لو بنتكلم على عنصر السرعه اللي انا بتكلمت عليه على صلاح محسن، لا ده وليد كمان عنده عنصر السرعه حاجه مميزه جدا هداف بقى هداف بشكل كبير جدا، يمكن في بداياته الحقيقه كان لسه ما فيش انسجام مع لعيبه وسط النادي الاهلي واللعيبه اللي بالجناب. اعتقد ده لما اتوجد في فترات كتيره جدا مع اجايي وعبد الله السعيد كان في تفاهم بشكل كبير جدا وليد طبعا ورقه مهمه جدا وعنصر مهم جدا في خط هجوم النادي الاهلي. كوليبالي الحقيقه يعني من اميز المدافعين اللي موجودين في الدوري ومن اميز اللعيبه اللي بيتعاملوا مع الكرات العاليه الحقيقه، متميز جدا في تعامله مع الكرات العاليه، ويمكن دي جالنا فترات كتيره جدا كان فيها مشكله، لكن هي بس الحته بقى اللي على الارض ديت حته السرعات يمكن عاوزه تزيد شويه ويبقى من المدافعين الكواي جدا في النادي الاهلي. هو الطبيعي كابتن رمضان انت بتلعب في خط الدفاع انت اللعيب اللي قدامك مش كامل بنسبه 100% يعني ده الكمال لله اكيد، لكن انت بتغطي كل عوامل ايجابيه او سلبيه لكل لاعب باللاعب الاخر. يعني البعض حكم على سليف كوليبالي بشكل مختلف على مباراه النهائيه، لكن لو نتحدث على سليف كوليبالي مباراه تاونشيب الهدف اللي احرزه كان ليه دور كبير جدا الاهلي يكمل في المجموعه وفي البطوله بشكل جيد جدا. شايف ان اداء سعد سمير في الخط الدفاعي من ناحيه الارض او كوليبالي في الكرات العاليه مع الباكات اللي موجوده سواء علي معلول او احمد فتحي او حتى البدلاء ايمن اشرف او محمد هاني، مش الطبيعي ان في خط الدفاع ممكن في نقطه ناقصه في لاعب التاني بيكملها؟ اكيد اولا النواحي الدفاعيه للاسف الشديد في ناس لما تيجي تتكلم عليها عندنا هنا في مصر بيتكلموا على افراد. ما ده اللي انا عايز اشرحه بقى للناس. النواحي الدفاعيه المفروض ان انت بتبدا من المهاجم بتاعك من راس الحربه، ازاي بتعمل ده مساحات، ازاي بتضغط، ازاي بتستخلص الكوره، ازاي بيبقى في ربط ما بين الاربعه اللي بيلعبوا في خط الدفاع،
الحاجات دي كلها مفروض يبقى مجموعة. مفيش حاجة اسمها تيجي تقول مثلا النهاردة مثلا سعد مش كويس ولا كل بالي مش عارف كان في، لا انا بتكلم عن نواحي دفاعية يبقى انا بتكلم على الفرقة كلها كتيم. الفرقة وزي ما قلت لك احنا لسه كنا بنتكلم من شوية على اداء النادي الاهلي في خلال الفترات اللي فاتت، الحقيقة المواسم اللي فاتت النادي الاهلي كان لما بيفقد الكرة بيجيبها بعد 3-4 ثواني، نجاحه في استخلاص الكرة بسرعة، استخلاص الكرة، وده نتيجة ايه؟ نتيجة الشغل والضغط اللي كان بينفذه الحقيقة تيم النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لك النواحي الدفاعية ما تقدرش تقيمها وتقول بشكل فردي، يعني لو المجموعة كلها عاملة الواجب الدفاعي بشكل كويس، عاملة الضغط بيتعمل بشكل كويس، تضييق المساحات بيتعمل بشكل كويس، اعتقد مش هيبان حتى اي، لو حتى في لعيب في جوه التيم وفي عيب موجود لا بيتغطى بشكل مهم جدا يعني. طيب وجهه نظر الفنيه يا كابتن رمضان، انت مدرب كبير جدا طبعا وبتتكلم وبنستفيد بوجودك معانا، لكن كل مدرب او كل مدرسه في الكوره ليها وجهه نظر فنيه معينه بتتلعب. يعني المدرسه الفرنسيه بتميل اكتر للكرات الطوليه او مش الاستحواذ، لا النقله الكوره من الدفاع للهجوم بشكل مباشر، ممكن ده يكون ده في سبيل ان احنا بنناقش الشكل الفني في الاهلي، عايزين يعني نربطها بالمدرسه الفرنسيه او باداء كارتيرون تحديدا مع النادي الاهلي منذ ان بدا المشوار بشكل رسمي. لا هي برضو في نقطه مهمه جدا، يعني انا لما اوصل بالتيم بتاعي او الفريق بتاعي للمستوى اللي هو اتعمل في خلال المواسم اللي فاتت يبقى انا لازم اجي اثبت. انا يعني زي بالظبط لو انا بلعب مثلا 4-2-3-1 ماشي وعامل نجاحات وعامل نتائج ايجابيه وعامل بطوله الدوري وبطوله الكاس ونتائج كلها ايجابيه، انا اغير ليه؟ ده نضيف بقى عليهم او ازود على اللي موجود، لكن ان انا اغير طريقه اللعب بتاعتي بتختلف عن اللي كان موجود في المواسم اللي فاتت. طب المواسم اللي فاتت ما كانش فيها فشل، ده كان فيها نجاحات، كان نجاحات بشكل كبير جدا الحقيقه. فعشان كده انا بقول لك ان ممكن الراجل هو بقى اللي هقول لك حاجه، يعني هو لو بتعمل تقييم لمستر كارترون الحقيقه كان في الاول 3-4 مباريات كان اعتمد على الكرات الطويله، وبعد كده حس لا هي مش العمليه مش ماشيه بشكل كويس، ابتدى يرجع تاني للكره القصيره والاستحواذ والحاجات دي كلها، لكن لسه عايزه شغل بقى عشان ابتدي اعمل استمراريه، عاوزه شغل وعاوزه ان هو وكسب بدايه اول 4 مباريات طبعا، ويمكن عمل رقم ريكورد ما اتحققش في بطوله افريقيا تحديدا. انا زي ما بقول لك يعني انا لا يمكن حد ينكر ان عنده نتائج أكيد. ايجابيه اكيد انا نتائج ايجابيه اذا كان في بطوله افريقيا او اذا كان في المباريات اللي لعبها في الدوري في نتائج ايجابيه اكيد، لكن انا بقول ان النادي الاهلي كان وصل لحاله هو كان ممكن يزود عليها اعتقد يكمل عليها بالظبط يكمل عليها. طيب الوصل الامارات ممكن يلعب مع الاهلي ازاي؟ احنا بنتكلم على الاهلي رايح عايز يكسب عايز يعمل نتيجه ايجابيه بعد نتيجه لقاء الذهاب، لكن فريق الوصل برضه لازم نضعه في الاعتبار، ممكن يواجه الاهلي ازاي؟ هو طبعا هيلعب بتحفظ، في اتزان في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، الحقيقه مش هيفتح الملعب خالص، يمكن الاثنين البرازيليين الحقيقه ممكن يفرقوا معاه في الكرات المرتده زي ما فرقوا معاه الحقيقه في مباراه المباراه الاولى الحقيقه، لازم يتعمل حسابهم بشكل كويس قوي، اثنين مميزين جدا واثنين بيعملوا الاختراقات بالكوره ومن غير كوره بشكل كويس قوي، فلازم يتعمل حسابهم بشكل كويس قوي على اساس ان احنا واحنا حتى ضاغطين واحنا بنعمل النواحي الهجوميه بشكل فيه مكثف شكل فيه كثافه ما نبقاش عندنا فيه مساحات نتضرب فيها تحت، وده مهم جدا في مباراه الوصل الحقيقه. اضعف الاعتبار انك بتلعب في الامارات لكن الجمهور المصري بالتاكيد هيملى الملعب في دبي ويبقى الجمهور الاهلاوي بنسبه اكبر. طبعا 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 ده الجمهور الاهلاوي هيملى الاستاد، يعني هم يعني مش هتحس ان النادي الاهلي خارج ملعبه، يعني بالعكس ده هتحس النادي الاهلي بيلعب في استاد التتش. ده مدى تاثيره النفسي على اللعيبه، يعني انا كلاعب في النادي الاهلي خارج من بطوله افريقيا الحاله النفسيه مش ولا بد، رايح الامارات العب مباراه خارج ارضي لكن هنزل احس بدفء المصريين والجماهير الاهلاويه في الملعب، ده تاثيره النفسي ايه على الفريق؟ لا هيبقى تاثير يعني كبير جدا 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 في النواحي النفسيه للعيبه النادي الاهلي وهيفرقوا معاهم، يعني جمهور النادي الاهلي في الامارات هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي وخصوصا في الحاله اللي احنا فيها في الفتره دي بشكل ايجابي جدا جدا، عشان كده يمكن انا بقول لك ان اللعيبه والجمهور قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع بنتيجه فوز. انت كمدرب تستغل الحاله دي ازاي؟ يعني انا طبعا هتكلم مع اللعيبه بتاعتي، يعني اولا لازم ننسى
الفتره اللي فاتت. لا حاله انك كمدرب نازل بفرقتك ولقيت جمهور فرقتك هو اللي مالي الملعب، انت لا. كمدرب ايه اللي تقول للعيبتك في التوقيت ده؟ ما انا بقول لك، انت بالعكس ده تبقى كلها تبقى نواحي ايجابيه. يعني انا لو بنتكلم مثلا في النواحي الهجوميه، لو بنتكلم مثلا في النواحي الدفاعيه، اعتقد كل الجمهور بيأثر بشكل كبير جدا. حتى كميات الجري اللي المفروض بتتعمل في المباراه اعتقد ان دي هتزيد بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي. بتتكلم مثلا ان الجمهور هيساعدك وهيشجعك ان انت تلعب على المكسب اكيد، ده يعني وجمهور النادي الاهلي بيفرق بشكل كبير جدا، حتى يعني بيختلف عن كل الجماهير اللي موجوده، بيفرق بشكل كبير جدا لما بيأزر وبيساند بشكل كبير. اعتقد هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي بالايجاب ان شاء الله باذن الله، ونرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب بالفوز اكيد باذن الله يا رب الفوز، لان هيفرق كتير حتى مع فريق الكره في التوقيت الحالي باذن الله. أكيد. طيب عايز انتقل لجزئيه اخرى بعد الحديث عن مباراه الوصل الاماراتي. تصريحات مهمه للكابتن محمود الخطيب لجمهور النادي الاهلي في مصر وفي كل مكان، الكل خدها بشكل ايجابي وكانت ليها مفعول السحر على الجميع ان نتاكد ان الفتره القادمه ان شاء الله في تعديل بشكل ايجابي للفريق. لكن تدعيمات يناير الكابتن محمود الخطيب اكد عليها، واكد وقال ان تدعيمات مهمه جدا هتكون في يناير لفريق النادي الاهلي في الفتره القادمه. شايف التصريح ده ازاي تأثيره ايه في الفترة الجاية كمان عشان تكمل بمشوارك، لان عندك بطولة عربية، عندك دوري ابطال افريقيا هيبدأ الشهر الجاي، عندك دوري كاس، في احداث كثيرة الفترة الجاية. احنا يعني تيم النادي الاهلي محتاج مش اقل من 5-6 لعيبة يجوا في يناير، بس لعيبة يكون ايه؟ لعيبة يكونوا سوبر، يعني كل لعيب هيجي يبقى بيعمل اضافه قويه جدا جدا. اسف للمقاطعه، 5-6 لعيبه عشان القايمه بتكمل بيها 5-6 لعيبه، ولا انت شايف كمنظور فني محتاجين بالفعل في العدد ده؟ لا احنا لو بمنظور فني، لا احنا محتاجين في حدود من 7-8 لعيبه. محتاجين 2 في خط الدفاع، في السيرد باكين يبقى اضافه مع الموجود، محتاجين باك ليفت موجود تاني، محتاجين 2 ديفندر يبقوا موجودين مع عمرو ومع حسام عاشور اللي هم مفروض لعيبه مميزه جدا جدا جدا. محتاجين في خط الهجوم يبقى في برضك بنعمل تدعيم لخط الهجوم. طبعا بس ده مش رقم كبير كده في رمضان. لا مش رقم كبير. بص انا اقول لك حاجه، احنا جينا في 2004 كان عندنا مشكله في تيم النادي الاهلي. اتعمل تدعيم يعني ما شاء الله، قعدوا مثلا 10 سنين ولا 12 سنه ما حدش بيقرب منهم. احنا قادرين على كده، ان تيم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي قادر ان هو يرجع تيم قوي جدا جدا جدا، وكمان ما يبقاش كمان انت بس عينيك على المسابقات المحليه اذا كان دوري او كاس، لا احنا عينين النادي الاهلي على طول باستمرار على البطوله الافريقيه. ده انت كمان حتى لما بتروح بتاخد البطوله الافريقيه بتفكر ازاي تعمل كمان نتائج في بطوله العالم الانديه الحقيقه. فعشان كده انت بتبقى محتاج، انا حليا دلوقتي انا بقول ان 5 لعيبه يجوا فعلا لعيبه سوبر هيفرقوا طبعا مع فرقه النادي الاهلي بشكل كبير. انا همسك مركز بنك كلمت كمان، عايزين فرود، يعني عندك وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي وهداف افريقيا ومتواجد في المنتخب المغربي، الاثنين الفراوده اللي معاه مروان وصلاح عايزين فرود مهاجمين في منتخب مصر، عايزين مهاجم. يعني انت مهاجم. عندك افضل 3 موجودين في الساحه الافريقيه، وانت برضك اصل هي برضك انا اقول لك حاجه، انت ما بتشاركش في بطولتين ولا بطوله ولا لا، ده انت بتشارك في 5-6 بطولات. يعني زي السنه دي بتتكلم في كاس، دوري، بطوله عربيه، بطوله افريقيا، بتتكلم في عدد من البطولات وعدد من مباريات كتير جدا جدا. فبالتالي ما تبقاش ايه بتتوقف على ان مثلا لعيب عندك يبقى اللعيب المميز او اللعيب السوبر اللي عندك لو اتصاب يبقى في مشكله عندك، لا انت دايما بيبقى عندك البديل. مش بكلمك ان اللي موجود، انا لسه دلوقتي بتكلم على وليد ازارو، بتكلم على مروان صلاح مروان، لا لعيبه سوبر. لكن في نفس الوقت احنا ما يجيلكش وقت بقى يبقى لو في مثلا ايقاف، لو في مثلا اصابه يبقى التيم بتاعك بتاثر. لكن لو على مراحل مختلفة، يعني عندك في يناير ممكن تدعم بثلاثة أربعة، في بداية الموسم تدعم بشكل أكبر، ولا أنت شايف إن التوقيت الحالي إن 5 أو 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية لما بتخش على فرقة مرة واحدة فنيا ممكن يكون كتير يا كابتن رمضان؟ عشان كده لا مش كتير مش كتير مش كتير تمام. لو الانتقاء بتاعهم الحقيقة اتعمل بشكل كويس تمام، السوق كتير. يسمح بده؟ السوق يسمح طبعا السوق يسمح. يعني دايما بيقول لك النوعية اللي في الكرة المصرية دلوقتي مش زي زمان، يعني دي كمدرب برضه شايفها ازاي؟ لا يعني هي بتحكم عليك في الاختيار وفي العين اللي بتشوف اللعيب.
والله في يعني في لا في يعني في لعيبه كتير على مستوى عالي جدا ممكن تستفيد بيهم الحقيقه. واعتقد اقول لك حاجه، انت لما بتيجي تتكلم مثلا على لجنه الكوره في الفتره اللي فاتت، لما بتيجي تتكلم على اللجنه الفنيه، لما بتيجي تتكلم على الاداره الفنيه، الجهاز الفني اللي موجود حاليا دلوقتي، اكيد هم عارفين هم حاطين عينيهم على مين وبيكلموا مين وهيتعاقدوا مع مين. واعتقد ان الكلام ده كله هيبان في خلال ال 10 ايام اللي جايين دولت، هيبان الصفقات النادي الاهلي الجديده ان شاء الله باذن الله. تصريح الكابتن خطيب في مساله ان ده كان هيحصل حتى لو كسبنا البطوله، ده مدلوله ايه او معناه ايه؟ ما هو ده بقى محمود الخطيب اللي قاله بعد المباراه ده، او التصريح اللي قاله بعد المباراه، هو ده محمود الخطيب اللي هو زي ما بقول لك الاسطوره، يعني افضل من لمس كره القدم في 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 مصر وفي افريقيا. اكيد هو مش نتيجه ان انا هاخد البطوله كانت هتنسيه في حاجات اخطاء موجوده، لا هو كان هيتعامل معاها، وبدليل ان في قرارات بتتاخد وفي قرارات هتتاخد في خلال الفتره اللي جايه. فده هو ده محمود الخطيب الحقيقه. التغييرات دي شايفها ازاي يا كابتن رمضان؟ التغييرات اللي اعلن عنها الكابتن محمود الخطيب سواء في الكوره او في القطاع بشكل عام، يعني شايفها ازاي في المرحله الجايه؟ يعني يمكن هو حب ايه ما يبقاش العمليه، يعني انا في رايي ان في مثلا لجنه الكوره وفي لجنه فنيه وفي لجنه تعاقدات وفي حاجات كتيره جدا موجوده، لجان كتيره جدا موجوده، هو يمكن حطها مع نفسه مع الكابتن محمود الخطيب، هو اللي هيديرها على اساس ان هو حاسس بالخطوره وحاسس بالمسؤوليه، ان انا ازاي هقدر ان انا اتعامل مع كل المشاكل اللي موجوده دي، بس يبقى القرار ايه؟ يبقى القرار واحد، ما يبقاش مثلا في مثلا كذا لجنه موجوده والحاجات دي كلها. اعتقد هتفرق، ويمكن زي ما قلت لك ان هو تفكيره هو ده اللي وصل بيه، ان هو لا انا الفتره اللي جايه هو حاسس بالخطوره، بدليل ان هو حتى قال لك ان انا حتى لو انا كسبت بطوله افريقيا كنت هعمل نفس القرارات دي، كنت هاخد نفس القرارات دي، وكان نفس الحاجات دي هتتاخد. عشان كده هو خد مسؤوليه اداره الكوره الحقيقه، بيدير هو الكوره. فبالتالي يعني انا بطمن جمهور النادي الاهلي ان هو في المرحله اللي جايه يطمئنوا، لان الحقيقه الكره هتبقى في ايد امينه جدا 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 يا رب باذن الله. احنا بس عايزين ناكد لكل المشاهدين ان حتى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب مستمر حتى هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره، الاجتماع مستمر وهنكون متواصلين معاكم على مدار الحلقه وحتى نهايه الاجتماع للبث الحي ان شاء الله لكل القرارات المنتظره خلال الساعات الجاريه ان شاء الله. وبالتاكيد الكل بينتظر والكل بيتابع اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي في هذا التوقيت. طيب كابتن رمضان، في التوقيت الحالي قبل ما ننتقل لموضوع المنتخب، عايز برضو اشير لنقطه مهمه جدا. الاهلي هيبدا المشوار المحلي بعد مباراه الوصل يوم 27/11 باذن الله بمباراه المقاولين العرب. حتى 30 ديسمبر الاهلي هيلعب ما يقرب من حوالي 9 مباريات، 7 في المشوار المحلي مع المباراتين الذهاب والاياب في دور ال 32. حجم هذه المباريات بتوقيتاتها خلال الفتره القادمه التعامل معاها ازاي وشايفها ازاي؟ طبعا يعني انت خلاص اتحطيت في سكه او في طريق ان انت لازم تعمل تدوير، لازم ما لهاش اي تفكير خالص، انك في التسع مباريات دولت لازم يبقى في تدوير. ما فيش حاجه اسمها لعيب يلعب مثلا 6 مباريات ورا بعض في التوقيت مثلا الفتره الزمنيه اللي هي القليله جدا جدا جدا. اعتقد والنادي الاهلي بيمتلك الحقيقه، بس يعني احنا بنتمنى من ربنا طبعا الاصابات اللي موجوده ترجع بسرعه، يعني اصابات، وخصوصا كمان اللعيبه اللي هي الركائز الحقيقه، لما بنتكلم على احمد فتحي، بنتكلم على علي معلول، بنتكلم على اجايب، بنتكلم اللعيبه الثقيله دي، اعتقد ان لو رجعت مش هيبقى عندك اي مشكله خالص. طيب المنتخب الوطني مباراه كبيره مع المنتخب التونسي، الفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين، لكن بالطبع الكل كان حريص على طبيعه هذه المباراه لان الكل كان بيعتقد ان دي البدايه الحقيقيه للجهاز الفني بقياده المكسيكي خافير اجيري. خرجنا للشارع، كاميرا قناه الاهلي تجولت في الشارع، شافت راي الجماهير كره القدم المصريه في اداء المنتخب وما هو الجديد بالنسبه لمنتخبنا الوطني بعد هذا الفوز. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الكابتن رمضان السيد على منتخبنا الوطني. والله الحمد لله بالنسبة للمنتخب كان متماسك امبارح وفي روح جماعية وأدت للنتيجة كويسة اللي هي 3-2، وكان عندنا أكتر من فرصة لإحراز أهداف كتيرة، ولكن الحمد لله على المكسب يعني. لا كان كويس ويا ريت يفضل على كده، في حماس وفي شباب بقى بينزل بالسن عشان يعمل فريق جديد وده كويس. لا أنا شايف هم لعبوا كويس عشان إحنا اتغلبنا في تونس هناك 1-0. فاللي هو احنا كنا ماتشين اللي احنا لعبناهم قبل كده كان مع فرقتين سهلين، فاحنا ما كناش مش عارفين نقيم اداء
بالظبط. فاحنا قدام منتخب تونس فريق قوي يعتبر الاول على المجموعه، فما احنا نكسبه امبارح 3-2 يبقى ده يعتبر دافع كويس ان احنا منتخبنا يبقى منتخب كويس ان شاء الله، ويبقى كويس في التصفيات ان شاء الله. تمام، احسن من جراديو ده كوبر، احسن منه، ولا مهاجم يعني بيلعب مهاجم حلو يعني، اه كويس يعني. وراجع اسمه دي مره ثانيه هو مروان محسن، وعاوز راس حربه صريح حلو يعني، بس هو بس كده. وعاوز صانع العاب برز عبد الله السعيد. ما فيش شك ان طبعا بوجود اجيري بيفرق كتير عن كوبر بصراحه، لانه بيلعب كوره هجوميه والراجل بصماته، لان تونس فرقه تقيله والحمد لله اللعيبه بتاعتنا كانت على المستوى. وطبعا الجون اللي جابه محمد صلاح ده بنفخر بيه، لاعب عالمي يعني. عندنا مفتقدين وليد سليمان ومفتقدين عبد الله السعيد ومفتقدين لعيبه تانية، وهو عينه عليهم يعني، هو عينه على الكوره، الراجل فاهم كوره ومدرب عالمي. وهو برضو قال ان عبد الله السعيد في الفتره الجايه يكون موجود معانا في المنتخب، ووليد سليمان برضه لاعب كبير، وعندنا اكتر من لاعب. هو اللاعب اللي بيظهر ويؤدي على انه يبقى لاعب دولي، الراجل ما بيبخلش عليه، بيكون موجود ضمن الاختيارات. ده ماتش جميل جدا وكويس، والروح الجماعيه كانت فيه وانتشار واسع، وبعدين اول مره نجري بتونس من فتره طويله، من 17 سنه. فاحنا فكنا عوده نصور كورتاج، وعملنا جيم هايل جدا، والفريق ده سنه صغير كله وفيها اجبال جديده، وده بيبشر بالخير دايما. منتخب لعب ماتش جميل يعني، لعب ماتش حلو واخد حضرتك، بس هو فيه حاجات صغيره بس في الدفاع ورا. اصول بقى محمد ما يلعبش الا يلعب بالونش واخد بالك، او واحد زي محمود علاء. اهلا بكم من جديد كابتن رمضان. يعني الجماهير في حاله سعاده، بس لسه شويه يعني، برضو مستنيه الفتره الجايه، لكن شايفه اداء مختلف للمنتخب خالص طبعًا. عن المرحله السابقه طبعا. نبض الشارع شايفه ازاي بالنسبه طبعًا. للمنتخب اكيد يعني. يعني انا هقول لك حاجه، احنا قعدنا حوالي الموسمين اللي فاتوا مع مستر كوبر، الحقيقه احنا ما بنهاجمش خالص يعني. انت عندك الباكين بتوعك ما كانوش بيعدوا نص الملعب، اذا كان احمد فتحي او اذا كان صبر عبد الشافي، وما لهمش اي واجبات هجوميه خالص. انت كان عندك الاثنين الديفندر يعني ثابتين قدام الاثنين المدافعين. لا احنا كنا متكتفين بفكر الحقيقه مستر كوبر، الدفاع اللي هو الدفاع البحت يعني. احنا كل مبارياتنا كنا بنعتمد على الهجمه المرتده، وممكن الهجمه المرتده دي ممكن يبقى صلاح، ممكن مش عارف يبقى تريزيجيه، لكن الحقيقه الكره الهجوميه اللي هي مفروض بتتعمل واللي انت بتشتغل عليها واللي انت بتنفذها في وحدات التدريب بتاعتك، والشغل اللي كان بيتعمل في التلت الهجومي مثلا ده ما كانش موجود خالص. كنا بنعتمد على مهارة وسرعة محمد صلاح او سرعة تريزيجيه الحقيقة. ده اتغير الحقيقة. لا انت بتلعب كرة هجومية دلوقتي، انت ليه الباكين بتوعك بيعملوا الواجب الهجومي بشكل هايل وبشكل مميز جدا، في مساندات من وسط الملعب بتاعك الحقيقه على طول باستمرار الحقيقه. فلا الفكر اتغير خالص، والكره بقى شكلها غير خالص الحقيقه، زي ما الناس الحقيقه، اصل الناس بتتفرج وعارفه، الناس ذواقه برضه. طبعا الناس ذواقه، عارفين ايه اللي موجود دلوقتي في منتخب مصر الحقيقه. انا بس في تعليق الحقيقه على وليد سليمان، انا في رايي يعني، ويمكن انا بتكلم الكلام ده مش انا عشان انا قاعد في قناه النادي الاهلي، لا انا في رايي ان وليد سليمان من افضل لعيبه الكوره اللي موجوده في مصر في الفتره دي. يعني احنا لو بنتكلم على تيم النادي الاهلي والنتائج الايجابيه اللي اتعملت في المرحله اللي فاتت دي او الفتره اللي فاتت دي كلها، اذا كانت في محليه او في افريقيا، اعتقد وليد سليمان ليه دور كبير جدا 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 في اداء تيم النادي الاهلي الهجومي. عنصر يعني لو بنتكلم على عنصر السن، في لعيبه في المنتخب معديه ال 30 و31 سنه، وليد مش 33 سنه، ما تستفيد بيه، تستفيد بيه موسمين. مش وليد مميز جدا يعني، انا مش يعني هقول لك حاجه، وليد من اللعيبه الكبار جدا في مصر، لكن انا ما شفتوش بالحاله اللي هو فيها دلوقتي زي الفتره دي، زي السنه دي. السنه دي عامل موسم رائع رائع يعني، موسم استثنائي يعني. انت ما تقدرش يبقى في مباراه للنادي الاهلي وانت بتتابع وليد، بتتابع ايجابيات وليد جوه ال 90 دقيقه، ان هو يكسبك اغلب المباريات يعني. لا لازم يبقى موجود،
يعني وده كمان هو يعني يمكن اعلن ان هو اعتزل. انا في رايي لا، وليد قدامه موسمين يديهم لمنتخب مصر وهيفيد منتخب مصر بشكل قوي جدا جدا جدا، وهيبقى اضافه قويه لمنتخب مصر. في التويت اللي خرج فيه وليد واعلن ورفع الحرج عن الجميع، يعني هي التويته كانت فيها لمسه كده من وليد سليمان عايز يقول خلاص يعني انا موجود والناس كلها بتتكلم على اقامتي ومكانتي ودور السنه دي تحديدا، لكن خلاص ارفع الحرج عن الجميع، في جهاز فني بيختار. لكن في نفس الوقت الكابتن هاني رمزي خرج بعد مباراه الامس وقال وليد يستعجل، احنا كان ممكن نضمه في كاس الامم في الكاميرون خلال الفتره القادمه. وفي نفس الوقت اجيري بيتكلم في نقطه مختلفه تماما، بيتكلم ان هو بيحضر جيل لكاس العالم، بيحضر جيل من دلوقتي لبعد 4 سنين. وجهات النظر شايفها ازاي كابتن؟ لا احنا عشان نتكلم بصراحه، لا هو في قرار متاخد من الجهاز الفني ان وليد ما ينضمش. طب تصريح الكابتن هاني ان موضوع وليد يعني استعجل فيه واحنا كان في تفكيرنا نضمه يعني لكاس الامم، هو انا تصريح الكابتن هاني ده طلع بعد ما وليد اعلن، لكن بعد المباراه لكن ما طلعش قبل ما وليد يعلن. طب ما انت ليه بقى، ما مصر كلها بتتكلم ان وليد المفروض ينضم في الفتره اللي فاتت، طب انت هاني ليه ما طلعتش اتكلمت وقلت كده؟ قلت لوليد اطمئن يا وليد احنا محضرينك مثلا لكاميرون محضرينك، لكن لا يعني وانت هاني طالع تتكلم بعد ما وليد اعلن ان هو بيعلن هتزلوا اللعب دوليا؟ لا طبعا. ودليل ان هو اجير اللي هو المسؤول والمدير الفني واللي بيدير المنتخب قال لك لا انا محتاج ان انا اعمل تجديد. طب وجهه نظر كمدير فني عنصر التجديد بالنسبه له برضه رايك فيها ايه؟ لان هو بيحضر لجيل بعد 4 سنين. ماشي، ما إن كل منتخبات العالم عندهم بيحطوا بيضيفوا عنصر العناصر الصغيره، وفي نفس الوقت بيعتمدوا وبيحتفظوا بالعناصر الخبره. لانك انت النهارده هقول لك حاجه، لو تيم منتخب مصر بقى كله عناصر صغيره لا يمكن هتعمل نتائج. تمام. لا يمكن هتعمل نتائج. تمام. لكن انت بتعتمد على عناصر الخبره اللي موجوده وبتضيف كمان عليهم العناصر الشابه. طب امبارح عمل يعني في المباراه مشهد برضو ادانا ايحاء ان هو فعلا الراجل بيفكر بالشكل ده، دفع بمحمد محمود في وسط الملعب مكان طارق حامد، نزل صلاح محسن في الجزء الاخير من المباراه، باهر بيلعب من اول باهر المباراه، محمدي بيلعب من اول المباراه وكان موجود في مباراه اسواتيني، ابتدى ياخد عناصر صغيره هيخش بيها واحده واحده، حتى طاهر محمد طاهر الفتره الجايه هيكون موجود، استبعد خلاص عبد الشافي بقى موجود، ايمن اشرف في الجبهه اليمنى، حتى لو محمد هاني ما بيلعبش في النادي الاهلي لكن موجود في المنتخب كظهير ايمن، يمكن اكبر لعيبه المنتخب دلوقتي احمد المحمدي 31 سنه. ده بيديك ماشي. فعلا ان حتى الراجل تصريحاته بتطبق على ارض الواقع. انا الواقع. انا اولا بحترم الراجل دوت لانه بحترم فكره، حتى لان هو غير الحقيقه شكل منتخب مصر من اداء دفاعي بحت لاداء هجومي، وفي اتزان الحقيقه في الملعب واضح جدا وباين جدا. لكن انا بقول ان في وسط ما انت بتدفع بالشباب وعناصر مهمه جدا انت ضفتها الحقيقه، لكن انا لازم احتفظ بالعناصر اللي عندها الخبرات، ودي اللي هتخليك تعمل استمراريه وتكمل. يعني يمكن احنا حظ الراجل الحقيقه ان هو اول مباراتين كانوا مباراتين مباراتين كانوا ضعاف جدا جدا جدا، فبالتالي دي ادت له فرصه ان هو يتعرف على الفريق ويتعرف على عناصر ويضيف عناصر وما يبقاش قلقان وهو بيضيف عناصر شابه الحقيقه. لكن انت لما تروح في احتكاك قوي محتاج الشباب ومحتاج يبقى عندك عنصر الخبره. تمام. طيب الفوز على تونس بيديك مقياس لشكل المنتخب ازاي الفتره الجايه يا كابتن رمضان؟ لا الفوز على تونس الحقيقه انا في رايي مطمئن جدا. يعني انت الناس كانت بتتكلم على اول مباراتين النيجر وسواتيني، اعتقد ان احنا مباراه تونس الحقيقه اديناها بشكل كويس، والاداء مطمئن والاداء في تصاعد، وانت كمان لما تيجي تعمل تقييم للراجل لا في فكر، عنده فكر ان هو يضيف امتى العنصر الشباب وعنده فكر بيهاجم ازاي، وعنده فكر ان هو بيعمل مساندات هجوميه ازاي او من الخط الوسط ازاي. لا في فكر، واعتقد ان الناس كلها مطمئنه ان الفترات اللي جايه دي هتلاقي كل مباراه بتتلعب هيبقى فيه الاحسن. معدل التهديف 15 هدف في حوالي 4 مباريات مقياس، ولا الوضع في الاعتبار برضه مباراه النيجر والاسواتيني مش مقياس للمعدل التهديفي للفريق؟ يعني هو الوضع في الاعتبار ان المباراتين دول كانوا ضعاف، لكن برضه في نفس الوقت انت ممكن تلعب فرقه ضعيفه وانت بتلعب في زي النواحي الدفاعيه البحته اللي انت كنت تلعب بيها، ممكن تجيب مثلا في كل مباراه جول جولين، وده حصل مع فرق كتيره. ما حصل، احنا لعبنا فرق ضعيفه وما كسبناهاش سكور بالظبط، لان ما هو انت كنت بتلعب زي ما قلت لك انت مثبت باكين مثبت 2 ديفندر، يعني لا الواجبات الهجوميه ما كانتش بتتعمل خالص،
فبالتالي لا انك 14 هدف ده حاجه 15 هدف حاجه طبعا كويسه كبير. طبعا رقم كبير جدا ورقم مطمئن ورقم نقلك من اللعب بالنواحي الدفاعيه البحته للنواحي الهجوميه اللي هي واضحه جدا في اداء مبارياتنا الثلاثه الحقيقه. طب الناحيه الدفاعيه الهدفين اللي دخلوا مرمى منتخب مصر امبارح من تونس يديك قلق شويه على الناحيه الدفاعيه محتاجه تتظبط شويه في الرغم ان انت ايام كوبر كان صعب جدا لما يدخل فيك هدف. يعني النسبه والتناسب شايفها. ما بص انا اقول لك حاجه يا محمد، اي تيم كوره بيعمل الواجبات الهجوميه بشكل فيه الكثافه دي انت معرض ان انت تبقى في مساحات بتتوجد عندك. لكن انا برضك لما اجي اوصل بقى كمان في اداء الدفاعي كتيم كله بيدافع ازاي من اول المهاجم، اعتقد ان انت مش هيبقى عندك الخلل ده. لكن انت محتاج تضيف في مركز الحقيقه الاثنين السيرد باكين لازم برضك يبقى فيهم لعيبه موجوده. الوسط الدفاعي الوسط الدفاعي طبعا مهم جدا، لان مباراه الامس كان واضح جدا ان طارق حامد بيلعب لوحده، كان حتى تحركات النني وحصلت في نهايه المباراه حتى كان في تاتش بينه وبين احمد حجازي في التحركات الدفاعيه لخط الوسط بالظبط. حتى لا هو يمكن احمد حجازي لما شد مع النني شد معاه ان استلم وسلم الكره لتحت على المرمى بتاعنا فبالتالي الكره طولت واتعملت هجمه كانت ممكن تيجي جول فيمكن كانوا بيتكلموا في دي. لكن انت برضك محتاج يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم عمرو سليه والاصابه بتاعته يبقى كويس. اعتقد عمرو سليه ممكن يبقى اضافه قويه جدا للاثنين اللي هم الديفندر اللي موجودين. مين اللاعب اللي كان مفاجاه بالنسبه لك امبارح؟ لعيب مفاجاه امبارح كان تريزيجيه، طبعا كان عامل مباراه كويسه. مظلوم جدا تريزيجيه، يعني عشان برضك يبقى اولا هو عامل موسمين احتراف هايل 10-10 الحقيقه، وبيأدي من اللعيبه اللي بتأدي لك الواجب الهجومي والواجب الدفاعي وده قليل قوي. ليه ما حدش حاسس بيه؟ انا مش عارف. لا بس هو طبعا كل الفنيين وكل المحللين اكيد حاسين بدور تريزيجيه بشكل كبير جدا. ممكن يبقى الجمهور او الناس في بعض الناس حاطين طبعا كل تركيزهم على محمد صلاح فهم بيشوفوا بس محمد صلاح، لكن تريزيجيه لا، تريزيجيه ورقه مهمه جدا جدا لمنتخب مصر الحقيقه في الفتره اللي فاتت. حتى تشعر بره ان محدش حاسس بيه حتى في الدوري التركي المفروض ينتقل لدوري اكبر من كده. فرحه تريزيجيه حتى بالهدف عايز يوصل رساله ان هو موجود، ان هو بيلعب، ان هو بيأدي. طبعا في حاجه ناقصه. تريزيجيه بيبذل مجهود جبار، بيبذل مجهود جامد جدا. انت لو تحسب كميات الجري بتاع تريزيجيه ده هيفوق لعيبه في اوروبا. يعني تخيل انت واحد بيعمل لك ال 100 متر، يعمل لك الواجب الهجومي وبعدين بتقطع الكوره بيرجع يعمل الواجب الدفاعي، يعني بيشتغل في 100 متر وعلى طول باستمرار. لا تريزيجيه ليه دور مهم جدا ودور مؤثر جدا في اداء منتخب مصر. طيب واحنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني وجت سيره وليد سليمان، خرجنا للشارع برضو بنشوف نبض الشارع في موضوع وليد سليمان، نخرج لهذا التقرير نسمع راي الناس ثم نواصل حديث مع الكابتن رمضان السيد. والله اعتزال وليد سليمان في وقت مناسب جدا، في وقت مناسب جدا وليد سليمان اعتزاله دوليا، لانه هو في عز تألقه صحيح دلوقتي، بس المشكله كلها اللي هو برضه سنه كبر ونفسه اثر شويه. هو وليد سليمان اتاثر جدا في الفتره الاخيره بالغياب عن المنتخب، وده كان ليه دور تاثير جامد عليه. هو كان عايز يريح دماغه من جو ان الناس حسام وليد 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 وليد، فهو طبعا المنتخب ما كانش هيستدعيه خالص في ظل قناعات جيل اللي محدش عارفها، يعني احمد المحمدي نفس السن مقابله بيلعب اساسي، وليد سليمان اعلى دلوقتي اعلى واحد في مصر ولاعب ما بياخدش المنتخب على حساب لاعبين برضو حسين الشحات، هو اعلى من لعيبه زي كده، هو ظلم فعلا. فهو خد قرار كده ريح نفسه وريح الجماهير. شايف انه من حقه ان هو يعتزل بصراحه، لان هو عمل كتير اول فتره اللي فاتت دي ومحدش بص له ولا حد ضم المنتخب ولا اي حاجه، فمن حقه ان هو ياخد القرار ده. هو زعلان اكيد انا عارف، بس ان شاء الله الماتش اللي جاي هجيب وليد تاني، وليد هيرجع للمنتخب تاني باذن الله. هو وليد سليمان بصراحه لعيب دولي كبير والمفروض ان هو ما يعتزلش وكده، والدنيا ما ادتلوش حقه الفرصه وكده، بس ربنا يكرمه يعني في الايام اللي جايه وكده. ما عشان هو بصراحه مظلوم، يعني هو المدرب يعني والكابتن هاني رمزي والمدير الفني اجيري
المفروض اللي هو شايفه يعني شايف المستوى بتاعه حضرتك وبيقدم مستوى ما قدموش بقاله كام سنه، فالمفروض يبقى من اولويه اللاعبين اللي هو خش القائمه بتاعه ال 18 بتاع المنتخب. باعتزاله لاعب الدولي؟ لا طبعا، وليد سليمان نجم كبير ما ينفعش، المنتخب اكيد هيحتاجه في يوم من الايام، هو نجم كبير من احسن نجوم في مصر وليد سليمان. لا طبعا قرار خاطئ، انا ما اشجعش القرار ده، وانا زملكاوي بصراحه، وليد سليمان من اللعيبه الكويسه في مصر والمفروض الراجل ده يكون في المنتخب. قرار صعب الوليد، بس هو كان لازم يعمل كده، ان هو فعلا كان مظلوم جدا، وان هو اخر شهرين لو حتى قلنا ان المدرب الجديد اجير في منتخب مصر ما شافوش ان هو في اخر شهرين كان مقدم مستوى عالي جدا، وانا من رايي يعني ومن راي تقريبا مصر كلها ان وليد سليمان كان لازم يروح المنتخب وكان هيفيد كتير، وحتى لو كان لعب احتياطي او نزل كبديل يعني كان هيفيد كتير جدا في الايام الجايه، وان وليد لاعب خبره وعنده ذكاء وبيعرف يلعب وبيعرف يقدم كره صح، كان هيقدر يخدم على اللعيبه كتير، وكان هيفيد صلاح ان هو بساطه صح، وان مظلوم جدا وليد، فهو فعلا كان لازم يعمل كده عشان يحسس ان هو ظلم جدا وهو مظلوم فعلا. وكأنه كلمة السر وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري، إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن رمضان السيد، يعني تقرير الجمهور نبض الشارع مهم جدا، لكن انا عجبني واحد زملكاوي بيقول لك انا شايف وليد سليمان ما يعتزلش ازاي، يعني ده يكمل في المشاركه الدوليه مع المنتخب الوطني. طبعا اصل هو ايه، يعني في حاجه ممكن يبقى عليها اختلاف او عليها خلاف، لكن وليد لا، الفتره اللي فاتت وليد من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر، افضل لعيب موجود في مصر، فيعني ايه ما يتاخدش يعني. انا في رايي لا، وبعترض كمان على الحقيقه التصريح بتاع هاني رمزي اللي هو يعني بعد ما وليد اعلن ان هو بيعتزل يقول لك لا ده وليد انت استعجلت ايه يعني. في الفتره يعني اللي اشتغلت فيها كابتن رمضان في بتروجيت وليد كان معاك؟ لا ما كانش موجود معاك. لا وليد كان مع مختار كان مع كابتن مختار في التوقيت اللي كان ماسك فيه بتروجيت. وليد لا لعيب بص هقول لك حاجه، يعني قليل جدا، احنا لسه بنتكلم على تريزيجيه، وليد لما كان بيلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين كان بيعمل الدور اللي تريزيجيه بيعمله، الدفاع والهجومي، بيعمل لك الدفاع والهجومي، بينزل يعمل، كان بيعمل مسانده مع علي معلول، يعمل مسانده مع احمد فتحي، ويعمل لك الواجب الهجومي بشكل قوي جدا جدا، هو قوي كمان صلب جدا دفاعيا. طبعا فعشان كده طبعا هو فرض نفسه بادائه على كل المتابعين لكره القدم. والفكره كمان يا كابتن رمضان هو مش جديد على المنتخب، يعني وليد دخل المنتخب قبل كده ولعب 23 مباراه دوليه بواقع 1065 دقيقه، فلعب قبل كده في خلال سنوات، مش لعيب لسه هيتقول عليه اصل دولي ومش دولي، لعب مواسم الحقيقه، لكن انا بكلمك الموسم ده من افضل مواسم وليد سليمان. اقول لك حاجه، من اول ما بدا كوره، شو بقى وليد مثلا وهو عنده 24 سنه 25 سنه، ده افضل موسم لوليد سليمان. طيب سؤال اخير، هل نستطيع ان نتحدث ان المنتخب مرشح للفوز بكاس الامم الافريقيه في الكاميرون، ولا الترشيح ده لسه سابق الحديث فيه او سابق لاوانه؟ لا طبعا الحديث ده طبعا سابق لاوانه، لغايه ما نشوف الحقيقه في خلال الفتره اللي جايه دي، بعد تجديد الراجل بيعمله الحقيقه، وبعد المراكز اللي هو بيضيفها الحقيقه، ونشوف بقى احنا وصلنا لايه. لكن بالحاله اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، احنا قلنا ان احنا رايحين للافضل، وعملنا ثلاث مباريات بمستوى عالي، والنواحي الهجوميه بقت واضحه جدا لكل الناس الحقيقه، لكن عشان تقول بتتكلم في بطوله افريقيا، لا لسه ما نقدرش نحكم. 24 منتخب بشكل مختلف تماما. ما نقدرش نحكم دلوقتي. ولسه كمان محتاج تشوف مع الكاميرون، مع السنغال، مع المغرب. طبعا اكيد. المستويات الاولى دلوقتي. اكيد طبعا.
طيب كلمه اخيره تختم بيها حوارك ولو في اي حاجه عايز تضيفها. لا هو كلمه اخيره انا طبعا بكرر تاني الحقيقه دعائي طبعا لكابتننا واسطورتنا طبعا كابتن محمود الخطيب ان يرجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. وبطمن جمهور النادي الاهلي ان الملف في كره القدم راح للكابتن محمود الخطيب. اعتقد ده هيبقى مطمئن جدا في خلال المرحله اللي جايه دي. واعتقد ان حتى يمكن القرارات اللي هي هتتاخد مش قريبه لانك انت حتى ممكن تبقى مزنوق في التوقيت دوت ان انت تعمل حاجه تعمل مشكله ولا حاجه في خلال الفتره اللي جايه او الفترات اللي جايه دي هتلاقي في قرارات في صالح تيم النادي الاهلي وفي صالح النادي الاهلي. وبنأكد ان الكابتن خطيب بعد اجتماع المجلس النهارده مباشره هيتوجه لمطار القاهره الطياره في فجر الغد ان شاء الله للسفر الى المانيا. ان شاء الله نطمئن عليه ويرجع بألف سلامه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن رمضان السيد شرفتني ونورتني وكانت حلقه مميزه فيها تفاصيل فنيه بصراحه انا استفدت حتى في رأيك الفنيه سواء بالنسبه للاهلي او حتى المنتخب الوطني. ربنا يخليك يا محمد. شكرا يا محمد. بالتوفيق دائما يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. فقرة حوارية كانت مميزة على المستوى الفني من الكابتن رمضان السيد اتكلم فيها عن التفاصيل الفنية في مشوار النادي الأهلي السابق والقادم، أيضا منتخبنا الوطني بعد الفوز على تونس وتفاصيل فنية في المرحلة القادمة. نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله للنادي الأهلي والمنتخبنا الوطني اللي عنده مشوار أيضا إفريقي مهم جدا في المرحلة القادمة. وبنأكد على مدار الساعة وعلى مدار اليوم متابعين بشكل بالتأكيد حصري لاجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي والقرارات إن شاء الله هتكون فورا بإذن الله هتكون مع جمهور النادي الأهلي فورا انتهاء اجتماع المجلس في هذه الليلة الاستثنائية من برنامج الأهلي الليلة. لكن في هذه اللحظات أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل زميلي أمير هشام وفي ضيافته أحد نجوم التدريب في الكرة المصرية في الفترة القادمة الكابتن أحمد ساني. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان وفقرة حوارية أخرى من حلقة الأهلي الليلة النهاردة اللي فيها العديد من الفقرات المهمة، لكن الفقرة دي هتكون هامة للغاية لأن احنا هنستضيف أحد نجوم التدريب في مصر هو كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم. كابتن أحمد مساء الفل عليك. أخبارك إيه؟ كله تمام. كله تمام؟ في البداية طبعا أنا عايز أحييك على الأداء الرائع مع فريق النجوم، يعني 4 مباريات 3 فوز وتعادل 1 اكيد كان مجهود كبير وضغط كبير جدا عليك في البدايه بالتحديد وال4 مباريات اللي انت قدت فيهم فريق النجوم. يعني الدوري صعب جدا، يعني محتاج تبقى منظم طول الوقت لان كل 4 ايام ماتش. طبعا الفرقه كانت فيها بس ايه في الاول كانت النتائج طبعا ما كانتش كويسه وكنا يعني ترتيب متاخر في الجدول. فأهم حاجة في الوقت ده إن أنت تعيد تنظيم الفرقة وتخلي اللعيبة برضو عندها اقتناع يعني بدماغك بطريقة تفكيرك عشان تأدي بنفس السيستم اللي أنت عايزه. فالحمد لله اللعيبة تعبت معانا الفترة اللي فاتت جدا وبس لسه يعني لسه أنت كل يعني ماتش بتكسبه بتطلع 3 بونت بتطلع ترتيبك في الجدول، ماتش بتخسره ممكن ترجع ممكن ترجع برضو برضو خلي بالك مش مقياس يعني هي حتة برضو الاستمرارية. أنت كل أسبوع كل أسبوع أنت محطوط تحت ضغط أن أنت تبقى موجود وتحاول تنجح في الماتش بتاع الأسبوع على أساس أن تحافظ على ترتيبك في الجدول للمرحلة اللي أنت وصلتها. طيب. بس هو طبعا الدوري صعب صعب جدا السنه دي. طيب فريق النجوم قبل ما حضرتك تتولى مسؤوليه الفريق كان النتائج صعبه جدا وكان في مؤخره جدول الدوري، ايه الخطوات اللي خدتها علشان تصحح من المسار الخاص بفريق النجوم؟ هو بص انا يعني بحاول دايما طبعا كانت الحته البدنيه ما كانتش مظبطه شويه في الفرقه، حاولنا نعمل دفعات كده بدنيه على اساس ان طبعا ما فيش وقت ليك ان انت تشتغل بشكل عريض من الناحيه البدنيه. نوعية تكتيكية عشان برضو تشتغلوا بسيستم معين اللي أنا هشغل بيه طبعا محتاج تكرارات. تعبنا كتير الفترة اللي فاتت وفي نفس الوقت كان في لعيبة برضو ما كانتش يعني موجودة ما كانتش بتلعب. حاولنا نتكلم 25 لعيب نبص لهم بشكل كلهم سواسية واللي يؤدي في التمرين يشتغل يخش بغض النظر عن اللي كان بيلعب في الفترات السابقة. فالحمد لله يعني احنا بنحاول نستعمل 25 لعيب يعني.
ده اكيد ده شيء مهم لان الدوري لسه طويل جدا. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن صلاح امين. هو لفت نظر كل جمهور الكره المصريه خلال الموسم ده بالتحديد. الراجل بيحرز اهداف رائعه ورغم كبر سنه لكن بيأدي بشكل مميز جدا يا كابتن احمد. صلاح امين يمكن انا يعني معايا من فتره في الجيش لما كنت ماسك الجيش فتره وانا كنت حتى مدرب عام مع المدربين في فترات كبيره. صلاح امين لعيب كبير يعني وراس حربه كانت مصر بتفتقده جدا الفتره دي يعني دي حقيقة. بس هو مشكله هو كان حظه في موضوع الاصابات ساعات لما حتى راح منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته وكان هيلعب كان هيبقى اساسي مع المنتخب اتعور في اول ماتش دولي ليه جاله رباط صليبي قعد فيها فتره كبيره. لكن هو اللي مركز مع صلاح امين ومتابعه بغض النظر عن الاجوان السنه دي هو الفترات السابقه كويس جدا كان مع الانتاج فعلا. كويس ومع الجيش كويس ومع سموحه كويس يعني فترات كبيره بس ما كانش بيتبص. انت عارف برضو احنا عندنا طريقه التفكير اللعيب بيبقى كويس جدا بره اول ما يجي النادي الاهلي او الزمالك هو المنتخب بياخده بالظبط هو القصه عندنا كده وبيبقى في اضيق الحدود انت تشتغل مع 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 لعيب بره نادي الاهلي والزمالك. طيب قصه او حضرتك دلوقتي بتقول ان اي لعيب في الاهلي والزمالك بيتم النظر ليه بشكل اخر وبيتم ضمه للمنتخب. طب عشان نغير النظره دي او الاستراتيجيه دي للكره المصريه شايف ايه الخطوات اللي يجب ان تؤخذها؟ يعني انا هي مش محتاجه خطوات هي محتاجه طريقه تفكير بس. يعني انت بتتكلم انا كنت سامعكم مع كابتن رمضان بتتكلموا على المنتخب وليد سليمان. يعني وليد سليمان باين للناس كلها يعني اللي هو يعني انا بكلمك من الجمهور اللي هو يعني حتى اللي هو بعيد عن الكوره ومش فاهم في الكوره قوي ومش فاهم في حاجات التفاصيل لازم يتاخد منتخب. مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا عشان عايز انزل الاعمار اخد هو اللعيب الواحد ده هو اللي هيعمل لك مشكله في الاعمار. لا طبعا يعني هي قصه كده كبيره وانا بتكلم بشكل واضح يعني هي عيب في طريقه التفكير بس. ممكن يكون ايه السبب اللي خلى المنتخب ما ياخدش وليد سليمان من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري انا مش عايز اقول كلمه يعني الناس تزعل مني يعني يعني الجنه قدامي يعني انا ليه الف يعني خلي بالك وليد سليمان بيلعب تحت الفرود تحت الفرود مش موجوده بعد عبد الله السعيد بغض النظر هتقول لي انزل الاعمار اطلع الاعمار مش موجوده اللي موجوده يقدر يعملها لك اللي هو واخد لغايه دلوقتي في الدوري احسن لعيب في مصر. عايز تتفادى الموضوع ده ما ورده ما يلعبهاش ما ينفعش ورده يلعبها نلعبش انا من وجهه نظري من وجهه نظري ما يلعبش تحت الفرود على فكره من ايام ناشئين النادي الاهلي وهو بيلعب صانع العاب منتخب مصر مختلف عن ناشئين النادي الاهلي او اللعيب بيلعب في بره او الكلام ده انا من وجهه نظري يعني انا يعني ممكن هم صح بس انا من وجهه نظري كده من وجهه نظري ان عبد الله وليد سليمان ما ينفعش ما يروحش وما ينفعش حتى لو راح ما ينفعش يقعد احتياطي كمان يعني البعض كان بيقول يروح حتى لو مش هيلعب بس لو متواجد في قائمه المنتخب احتياطي لا وهو عمل وهو اعتزل دولي عشان يحرجهم مش عشان حاجه. هستاذنك لان هنروح سريعا لمقر النادي الاهلي في الجزيره واحنا عارفين طبعا دلوقتي في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد ان هو على وشك الانتهاء او انتهى بالفعل. خلينا نروح سريعا نشوف اهم قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي كل جمهور النادي الاهلي مستني هذه القرارات من خلال طبعا استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي. اتفضل استاذ شريف. كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام عبر قناة النادي الأهلي. تحية لزميلي العزيز أمير هشام ولضيفي الكريم في الاستوديو كابتن أحمد سامي وبنشكركم على الاهتمام والمتابعة الدقيقة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي المتوالية الحقيقة واجتماعات الكابتن محمود الخطيب أيضا بصفة رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بشؤون كرة القدم. الحقيقة أنه الاجتماع ربما يكون مستمر حتى اللحظة أو في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الكابتن محمود الخطيب إلى مطار القاهرة مباشرة لتبدأ رحلته العلاجية التي نتمنى أن يعود منها سالما غانما بإذن الله. الحقيقة حضراتكم عارفين أنه هذه رحلة هذه جلسة مستمرة جلسة المجلس الإدارة مستمرة كانت آخر جلسة عقدت في هذا الاجتماع يوم الخميس الماضي وصدر عنها مجموعة من القرارات كان أبرزها ضم الأستاذ هيثم عرابي إلى لجنة التعاقدات. اليوم أيضا وبعد مشاورات الحقيقة مكثفة أجراها الكابتن محمود الخطيب على مدى الساعة خلال 48 ساعة الماضية صدر
قرار عرضوا على مجلس الإدارة للاعتماد والموافقة متعلق بتكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم على أن يقدم تقرير للكابتن محمود الخطيب في خلال أسبوع خاص بالترشيحات في إدارات القطاعات المختلفة. يعني إن شاء الله نتمنى أنه الكابتن يقوم بالسلامة من العملية الجراحية اللي هيجريها صباح يوم الاثنين بعد غد في فترة النقاهة. سيتابع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ترشيحاته ورؤيته لقطاع كرة القدم وأي إدارات محتاجة إلى تدعيم. كان هذا هو القرار الوحيد المتعلق بقطاع كرة القدم اللي اتخذ اليوم نظرا لضيق الوقت طبعا الممنوح لفكرة المفاوضات وإجراء المباحثات المختلفة واستطلاع الآراء والاستعانة بأبناء النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ عنده تجربة إدارية مهمة جدا في قطاع كرة القدم كمدير كرة، بيتمتع الحقيقة بمميزات مهمة جدا وواحد من أفضل من شغلوا هذا المنصب. كابتن محمود الخطيب ارتأى أن يستعين به يعني هيكلة هذا القطاع وتقديم تصوراته ثم العرض عليه، وبالتالي كابتن محمود الخطيب سيناقش كابتن سيد خلال الأسبوع الجاري إن شاء الله في ترشيحاته وفي رؤيته وفي تصوره، ثم يعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. مجلس الإدارة كان فيه مجموعة من القرارات الإدارية، تجهيز للجمعية، تمت الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في البطولة العربية المقرر إقامتها في القاهرة في يناير المقبل، تحديدا 15 يناير 2019 إلى 4 فبراير العام الجاري إن شاء الله. في أيضا قاعة جمباز يعني خاصة بالأولاد أو صالة كبيرة سيتم إنشائها، هنقول لحضراتكم على تفاصيلها بمجرد أن تتضح المعالم بإذن الله، لأنه المجلس الحياة بيعمل على مجموعة من الملفات في كل الاتجاهات سواء إنشاءات، تطوير، رعاية، الفرع الجديد في التجمع الخامس واللي قلنا لحضراتكم يوم الخميس الماضي أنه هيفتح 1 ديسمبر إن شاء الله المقبل 2018 وهتكون قيمة العضوية 200,000 جنيه، ده بعد إقرار هذا الكلام واعتماده من الجمعية العمومية المقبلة إن شاء الله. والشيخ زايد زاد قيمة العضوية فيه من 125 إلى 175,000، وسيتم تفعيل هذا القرار بعد اجتماع الجمعية العمومية على طول. أما العضوية العامة والعاملة الخاصة بكل الفروع بالجزيرة تحديدا ومدينة نصر وباقي الفروع فسيتم رفعها إلى 500,000 جنيه، لكن تفعيل هذا القرار يبدأ في 1 فبراير سنة 2019. بنشكر حضراتكم، ودي كانت رسالة تطمينات سريعة. كابتن محمود الخطيب موجود في النادي من 10 صباحا وحتى اللحظة، سيغادر إلى مطار القاهرة مباشرة، ما عندوش وقت يروح البيت، يصل إلى إن شاء الله هانوفر صباح غد أو ظهر غد للتجهيز للعملية الجراحية اللي هيجريها بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله. تمنياتنا له بموفور الصحة وتمام الشفاء وللنادي الأهلي بكل تقدم وازدهار بإذن الله. بشكر حضراتكم. طيب شكرا جزيلا شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، ويمكن قال قرار يمكن هو قرار الأوحد والأهم وهو خاص بكرة القدم وقطاع الكرة في النادي الأهلي، وهو تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع الكرة على أن يقدم تقرير خلال أسبوع للكابتن محمود الخطيب بعد عودته إن شاء الله من رحلة العلاج في ألمانيا سالما بإذن الله للنادي الأهلي. يعني ده أهم قرار وهو خاص بتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ. وأكيد في العديد كمان من الملفات اللي كان بيتكلم فيها مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار اجتماعاته سواء من الخميس السابق أو حتى النهاردة، لأن النادي الأهلي أكيد عنده العديد من التحديات والعديد من الملفات اللي هتكون مهمة جدا علشان طبعا تطوير النادي الأهلي، في ملفات إنشائية، ملفات خاصة ببعض الألعاب الأخرى، لكن الأهم طبعا بيهم كل جمهور النادي الأهلي هو فريق كرة القدم. التصحيح المسار بالنسبة للنادي الأهلي هيكون خلال فترات قريبة جدا، ما فيش قرار بيتاخد يا جماعة في يوم وليلة، أكيد هيكون في تفكير دراسة وده اللي تعودنا دايما عليه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ. الأهم دايما إن شاء الله النادي الأهلي يكون في تقدم، وأي كبوة بيمر بها النادي إن شاء الله بيرجع أقوى، ده شيء مهم. نرجع لكابتن أحمد سامي مدير فني للنجوم، وكنا بنتكلم عن وليد سليمان، وانت كنت شايف ان الراجل كان لازم يكون متواجد في المنتخب كأساسي كمان مش كاحتياطي. طبعا وليد سليمان دلوقتي من احسن مواسمه من بدايه حتى من بتروجيت وامبي والاهلي، يعني شغال بشكل كويس ولعب دولي فترات كبيره بس فترات متقطعه مش فترات فيها استمراريه. موضوع السن هي حجه بس وخلاص، لكن وليد سليمان هو يستاهل يروح ويلعب اساسي لان الحته دي مش موجوده في المنتخب
وما بيشتغلوهاش بشكل كويس. قرار صحيح ان هو يعتزل اللعب الدولي؟ لا هو بيعتزل عشان يحرج الجهاز الفني، لكن عشان يحرج الجهاز طبعا يحرجهم، لان ما هو كده حاسس بالظلم يعني. اكيد طبعا. طيب برضو عايز اتكلم معاك في نفس السياق وخاص بفريق النجوم، واكيد هيكون ليك تفكير في انتقالات يناير بالتحديد، بعض المراكز اللي ممكن تكون بتفكر تدعمها، بعض اللاعبين، الامور ماشيه ازاي؟ عايزين ناخد كده الاخبار بدري بدري. هو الموضوع كله تدعيمات، كل الفرق عايزه تدعيمات طبعاً. يعني النادي الاهلي بيقول لك انا عايز تدعيمات في يناير، المهم ان احنا هنعمل ايه لما كله اكيد عايز. خلي بالك هو في يناير هو بيبقى معروض عليك، ما بتختارش انت بقى، العرض اللي عليك ده هيناسبك او هيعمل لك نقله ولا هو حشو وخلاص. هو هتفرق بقى الموضوع ده، يعني ممكن يجي لك لعيبه كويسه وممكن ما يجيلكش على حسب اللي معروض ايه. انت عارف كل اللعيب، كل الانديه بتبقى ماسكه في اللعيبه في شهر يناير، ما بيبقاش عندك رفاهيه ان انت تختار وتنقي براحتك، لا هو بيتعرض عليك. هل بقى المعروض عليك ده هيناسبك او ما يناسبكش؟ بيتعرض عليك كام لعيب لحد دلوقتي؟ وهل استقريت على كتير؟ بس بيتعرض كتير من استقريت على افارقه بتعرض افارقه كتير، بس لسه يعني لسه ما استقرناش على حد. تمام. طيب عايز اخدك لجزئيه مهمه جدا واساسيه في حوارنا النهارده، وهي خاصه بنغمه الغاء بطوله الدوري. كيف ترى هذا الخبر، او كيف ترى الكلام اللي بيطلع خلال الفتره دي على الغاء بطوله الدوري؟ بص هو احنا طبعا احنا يعني الله يكون في عون اللي منظم الدوري، يعني الامور صعبه الامور صعبه جدا يعني. ثلاث بطولات، وكل نادي بيخش ثلاث اربع بطولات، ويعني العمليه برده ما فيهاش ليميت. وبرده انا شايف ان برده لازم حتى الانديه الكبيره زي الاهلي واسماعيلي والزمالك والفرق الكبيره اللي بتخش في كذا بطولات وهي ما تقدرش تستحمل اربع خمس بطولات. ما فيش فرقه في العالم تقدر تستحمل خمس بطولات في سنه. طبعا صعب جدا، وقايمه عندها 25 لعيب وعمليه صعبه، ما اقدرش لعيب يستحمل الكلام ده. فانا كنت بلوم بس على الناس ان هو ممكن انا مش هشارك في البطوله دي. البطوله اللي هو اللي عنده حريه ان هو يشارك فيها او ما يشاركش، لا ما شاركش طالما انا ما عنديش الموارد البشريه اللي تقدر تستحمل ضغط الدوري وكاس مصر، بطوله افريقيا، بطوله عربيه، وبطولة سوبر. يعني عمليه يعني صعب، ده عايزه سوبر مان مش لعيبه. وبعدين حتى بيقول لك في الاخر برضو انا سمعت ان بيقول لك مدرب الاحمال ومش مدرب الاحمال والاصابات. اي مدرب احمال، لو جبت حتى مدرب احمال بتاع البرازيل بتاع فرنسا بتاع، مش هيقدر يعمل لك حاجه في ضغط المباراه. خلي بالك كل ثلاث ايام ماتش، وكل يومين ماتش، وكل يوم سفر افريقيا، مسافرات طويله وترجع. تأكد لو مدرب أحمال يعني والراجل ده عنده خبرات كبيرة مش هيقدر يشتغل، كلها ريكفري، مش هيقدر يعمل حاجة إلا كلها استشفى، مش هيقدر يعمل حاجة. لكن مش عيب في بتاع أحمال، مش عيب في واحد شغال في من النواحي البدنية، هو عيب في التوقيتات وتنظيم حتة الدخول في البطولات. تمام. مع قائمة 25 ولا كنت تتمنى ان هي تكون 30؟ وبالنسبة في يناير اعتقد ان هي هتزيد ل 30 لاعب. لا يعني ممكن يبقى 25 ويبقى خمسة تحت السن، بس اللي هم يعني لازم يعني اللي بيدير الكرة لازم يبقى برضو متخيل، اللي بيدير الكرة في مصر لازم يبقى متخيل أندية الأهلي بيخش كام بطولة، أندية الزمالك بيخش كام بطولة، الإسماعيلي بيخش كام بطولة، عادي يستحملوا 25. احنا مش زي أوروبا، ما تحطش قياس وتحط أوروبا هي القياس، لا أنت برضو اللعيب هنا اوروبا كلها يعني ايه جنب بعض ممكن بالقطر بالظبط. لكن هنا افريقيا سفريات يعني باليوم. يعني سر خروج النغمه بتاعت الغاء الدوري دلوقتي من وجهه نظرك شايفها ايه السبب؟ ليه طرح القصه دي اصلا؟ هي احنا بنحب الاشاعات. يعني احنا بنحب الاشاعات، طالما ما طلعتش من مسؤول يبقى اشاعه، واحنا هنا بنحب الاشاعات او اي حاجه بتطلع على السوشيال ميديا خلاص خلص الموضوع يعني. بتبقى منتشره جدا، لكن انا شايف ان ما ينفعش الغي الدوري. ده الدوري هو الاساس، الكوره في مصر اساس، المنتخب بيبني عليه اساس، كل حاجه. شركات راعيه، بطولات، اعلانات، يعني قصه كبيره جدا. ما بقاش زي الاول ايام الكابتن جوهر الله يرحمه، نلغي الدوري عشان كاس العالم فما فيش حد، عادي كله عادي. لكن دلوقتي في ناس كتير قوي مرتبطه بالدوري طبعا. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن راي الجماهير في فكره الغاء الدوري، نرجع مره ثانيه. الغاء الدوري؟ لا انا ما اعتقدش ان الغاء الدوري فكره كويسه.
انا اعتقد ان احنا لازم نستمر في الكوره، لازم يبقى عندنا اداء باستمرار، لازم يكون عندنا الحاجه اللي تخلينا نقول ان في استقرار في البلد عن طريق الكوره. كل العمليه عمليه تنظيميه، انا لو الدوله نظمت لي الامور دي وخلت لي اتحاد الكوره، طبعا ما هو الدوله ممثله في اتحاد الكوره تنظم لي الامور دي. طبعا الاهلي فرقه كبيره وليه مواعيد وبتاع، فخلاص انظم القصه دي كلها على البطولات سواء الاهلي او الزمالك او اي فرقه تانية. احنا في كل العالم كله كل الناس بتسافر من هنا لهنا وبتلعب، والدوري ماشي. ما سمعناش ان في دوري وقف في اي بطوله. ليه احنا كل مره كل ما يحصل مشكله عندنا نقول نوقف الدوري؟ هل ده الطريقه او ده أسلم حل؟ والله اتضايقت جدا كمان بسبب ان في ناس اصلا اكل عيشها من الدوري دوت، عمال غرف الملابس والكلام دوت. تاني حاجه ان الاهلي لسه قدامه مباريات كتير، فغلط اصلا انت تلغي الدوري دلوقتي. هو في مشاكل، في برضو مشاكل مع الحكام برضو وغلطات كتير، بس غلط ان انت تلغي الدوري السنه دي وهو في نصه، والاهلي عنده مؤجلات كتير جدا. يعني هو ما لعبش الا ماتشين او ثلاثه، وفي لعيبه كتير عنده مصابه، فهيبقى الموضوع صعب بالنسبه له. بس الاهلي طبعا معودنا ان هو ياخد الدوري كل سنه، فمش فارقه معانا الصراحه يعني. لا طبعا ما ينفعش يتلغي، دي الكره الحاجه الوحيده اللي بتابعها في مصر. النادي الاهلي اهم نادي طبعا، فطبعا ما نقدرش نستغنى عنه. شايفه ان هي حاجه طبيعيه لازم يكون في مؤجلات، بس انا واثق جدا ان النادي الاهلي يكسب المؤجلات كلها وهيبقى هو الاول في الدوري. طبعا فكره سيئه جدا، وخاصه تأجيلات الاهلي كتير قوي السنه دي، فنتمنى ان الاهلي يعني يرجع ان شاء الله تعالى للمستوى الطبيعي باذن الله تعالى. طبعا هتبقى صعبه لان الاصابات كتيره في النادي الاهلي، وكتر المباريات بتعمل اجهاد للعيبه وكده، فنتمنى ان شاء الله يرجع الاهلي ويرجع الدوري من الاول تاني ان شاء الله. لا ما ينفعش طبعا اغلاء الدوري علشان ده اكل عيش، ده انا بشجع النادي الاهلي واحب الاهلي يفوز دايما. لا ما يتلغيش طبعا، ما يتلغيش، لا ان شاء الله الاهلي هيكسب، هيكسب بدون كلام باذن الله. يعني طبعا بطل الدوري، فيعني ما ينفعش يعني الدوري المصري ما ينفعش يتلغي. طبعا ضغط المباريات المؤجله للنادي الاهلي ده حاجه طبيعيه عشان افريقيا والبطوله العربيه، فطبعا يعني هو لحد دلوقتي 6 أو 7 ماتشات متاجلين للاهلي، فطبعا ان شاء الله لما يرجع هيكون بالقوه اللي يقدر يعني يستعيد المركز الاول ان شاء الله طبعا باذن الله. وهو الاهلي طبعا يعني معودنا على كده، اللي هو المباريات المؤجله بتاعته بيقدر ياخدها بثلاث نقط باذن الله في كل الدوريات. طبعا هي فكره غلط طبعا، ما فيش احنا في دوله يعتبر دوله من الدول الكبرى، طبعا ما ينفعش نلغي فيها الدوري، بالذات لما يكون في فرقه كبيره زي الاهلي، طبعا اكبر نادي في الشرق الاوسط مش هنقول في افريقيا بس، ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي وانديه جماهيريه كتيره، فغلط ان احنا نلغي الدوري في التوقيت ده بالذات. مش معقوله بعد 14 اسبوع ما تلعبوا هيتلغي بعد كده يعني، طب ايه السبب وايه الداعي يعني؟ والله هو المفروض يظبطوا المواعيد بتاعت الاهلي بقى، يعني ما يبقاش هو سبب خروج الاهلي من البطوله الافريقيه اجهاد اللعيبه. يعني اللعيبه ما ضغط مجهده والماتشات ورا بعض وبتاع، لا هي كل 4 أيام يبقى ماتش مثلا، كل 5 أيام ماتش كل اسبوع، بحيث ان هو اللعيبه تقدر تأدي. طيب اكيد ده كان تقرير مهم جدا، وراء الجماهير عن فكره الغاء الدوري اللي اعتقد هتكون حاجه صعبه جدا على الكره المصريه بشكل عام ان الدوري يتلغي، وان شاء الله كل البطوله تستكمل بشكل جيد جدا ويكون الدوري ممتع كمان زي ما هو في الفتره دي. بصراحه فنيا الدوري اعتقد يكون كويس. لكن في خبر مهم جدا عايزين نتكلم عنه، وهو خبر على لسان الكابتن محمد يوسف اللي بينفي فيه طلب وليد ازارو الرحيل عن النادي الاهلي. الخبر ده عاري تماما من الصحه، وكابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام حتى الان في الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي نفى هذا الخبر اطلاقا، وقال ان وليد ازارو متواجد مع منتخب بلاده في المهمه الدوليه الخاصه بيهم، فبالتالي هينضم مباشره لتدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا عقب الانتهاء من مباريات المنتخب المغربي. والاخبار دي على حد وصف طبعا كابتن محمد يوسف يعني بتشتت بس اللاعبين وبتعمل بعض المشاكل بالنسبه للاعبين، لكن هي طبعا او هو بالتحديد خبر غير صحيح اطلاقا. وليد ازارو يا جماعه بالمناسبه مكمل مع النادي الاهلي بشكل عادي جدا في اتجاه لتعديل عقده ان لم يكن عدل. يعني كابتن احمد سامي طبعا ده كان تقرير مهم عن يعني الغاء بطوله الدوري ان شاء الله هتستكمل، لكن عايز اسالك بالتحديد عن ضغط المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا هو كان مؤجل له عدد كبير جدا
من المباريات، ازاي يتم التعامل مع الضغط ده؟ هو التعامل مع الضغط ده، ما هو النادي الاهلي داخل في كل البطولات، فهو لازم كان متوقع ان هو هيبقى ضغط، حتى لو خد بطوله افريقيا كان معرض ان هو، يعني هم عارفين وعاملين حسابهم الجهاز الفني ان هو هيتحطوا في الضغط ده. اكيد طريقه التعامل مع ده، طريقه تعامل النادي الاهلي ليه هيكل اساسي في الفرقه، لو الهيكل ده مش موجود هيحصل له مشكله. تمام. فانت مطالب في لعيبه معينه لازم تفضل تلعب الماتشات المؤجله، ويبقى التغييرات في اضيق الحدود. هل بقى الجهاز الفني هيقدر يعمل الكلام ده بس بشكل مختلف؟ هل هيغير من نواحي التكتيكيه عشان في لعيبه ممكن ما تبقاش موجوده؟ كل دي فرايتي قدام الجهاز الفني هيعملها ازاي. لكن حته ان انا احط في دماغي ان انا العب بنفس التكتيك والعب انا بنفس القصه والعب بنفس، لا، هتبقى مشكله بالنسبه لهم. لازم يبقى في تغييرات على حسب الظروف اللي بتواجهني. ما ينفعش حاطط اسطمبه وماشي عليها، والاسطمبه دي هتتعبني بس عشان انا اقول ان انا مش هغير طريقتي. لا، في بعض الاوقات انت بيبقى عندك مرونه في النواحي التكتيكيه ان انت تتغير من الطريقه على حسب الماتشات وعلى حسب الضغط وعلى حسب المنافس وعلى حسب حاجات كتير جدا. فانا شايف ان هو حته المرونه هتبقى موجوده، لازم تبقى موجوده من النواحي التكتيكيه وتوظيف اللعيبه. ده بالنسبه لضغط المباريات يعني. خلي بالك كل الناس اللي بتقول ان الاهلي محتاج لعيبه وتدعيمات والنغمه العاليه جدا والصوت العالي جدا في الموضوع ده، انا مش معاها. الاهلي محتاج حاجات بسيطه جدا، حتى محتاج انت عندك دلوقتي انت مشاري او مدعم الفرقه من السنه اللي فاتت او السنه دي بشكل يعني مختلف، انا بتكلم على حسب التوقيتات. انت عندك احسن لعيبه في كل الانديه انت جايبها، كان احسن لعيب كل ما بيظهر انت بتجيبه، عندك لعيبه متخزنه مش ما بتلعبش، لعيبه متخزنه. بتبقى وجهه نظر فنيه طبيعي، وممكن تكون ظروف معينه، ممكن لعيب يكون. انا دلوقتي انت دلوقتي داخل في حته بتغير المدير الرياضي، تمام؟ صح، تغير المدير الرياضي. لازم يبقى في قعدات كتير جدا مع المدير الرياضي ومع المدير الفني ومدير الكوره، قعدات مغلقه ما بينهم ويتناقشوا في بعض الامور، لان هي الموضوع مش انا المدير الفني انا على راسي ريشه، لا، ده اداره الاهلي لازم يبقى فيها في بعض التوقيتات حته مناقشات، ما بتفرضش عليه حد، تمام، ما بتفرضش عليه لعيب بعينه، بس المناقشات في النواحي الفنيه لازم تبقى موجوده في الاوض. لكن انا حته اللعيبه المتخزنه دي انا ضدها جدا، ما انت اللعيبه المتخزنه دي هي اللي عملت لك مشكله دلوقتي. بس خليني اقول لك يا كابتن احمد سامي ان في بعض اللاعبين ما كانوش مقيدين اصلا مثلا في النادي الاهلي بظروف القيد، يعني غلق باب القيد، عوده اللاعبين من الاعارات، ممكن تكون دي ظروف خلتهم ان هم. مين اللي عاوز مين اللعيب اللي عاوز؟ مثلا عندك صلاح جمعه من ضمن اللاعبين، عندك عمرو جمال. ماشي، عمرو جمال وصلاح جمعه، انا بكلمك على الشيخ وبركات ولا في جيش متخزن. في لعيبه كتير قوي متخزنه. احنا بنتكلم بس بمنتهى الصراحه، انا طبعا انا بكلمك بمنتهى الامانه، هي دي اللي عامله مشكله في النادي الاهلي. لكن المشكله ان انا مش هجيب لعيبه، انت هتجيب لعيبه مين اللي موجود في مصر دلوقتي؟ مين اللعيبه اللي احسن من اللي موجودين سوبر؟ مين؟ مفيش كتير. هتجيب منين؟ هتجيب من بره. خلاص، يبقى في اضيق الحدود، ما عندكش الا اربع افارقه او اربع محترفين، هتعرف تيجي عندك ازارو وعندك كلوبالي وعندك مين تاني؟ اجاييه معلول وعلي معلول. هتجيب مين؟ ممكن هترفع اجاييه من القايمه وتدخل حد عشان الاصابه؟ طيب هتعمل ايه؟ يبقى انت عندك الامر الواقع، الامر الواقع اللعيبه اللي عندك متخزنه. لازم تطلعها، ما ينفعش. انا ضد موضوع تخزين اللعيبه، خصوصا ان عندك 25 في القايمه، ما عندكش ال 30 والرفاهيه ان انت تبقى موجود لعيبه وماشيه وخلاص وخلص الموضوع. فانت لجأت لها دلوقتي. لكن في بعض المراكز من وجهه نظرك ممكن تكون محتاجه التدعيم في النادي الاهلي، حتى لو انت بتقول ان في عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي، ده شيء طبيعي يعني. ما النادي الاهلي محتاج نواحي الدفاعيه. الدفاعيه فيها مشكله. بس ما فيش حاجه، انت لو رجع لك المصابين ورجع لك الناس اللي موجوده انت مش محتاج، انت هتجيب ايه؟ سيرد باك، تيفندر. لكن لو ما فيش هتقدر تتعامل مع مجموعه اللعيبه، المجموعه دي اللعيبه اللي موجوده دي احسن لعيبه في مصر. لعيبه ممتازه. طيب انا ليه بقى اصدر نغمه حتى للعيبه؟ الناس بتصدر نغمه والكلام ده، بتصدر اللعيبه حتى ان هي لعيبه مش قد النادي الاهلي، وانا والنادي الاهلي عايز 10 لعيبه وتسع لعيبه، الكلام ده مش موجود. لا طبعا مش انا من وجهه نظري، الصغيره يعني. اتفضل. اللي على قد دي ان هو مش محتاج الكلام ده خالص، مش محتاج الكلام ده. لا محتاج شويه مرونه في النواحي الفنيه.
تمام. هو اكيد النادي الاهلي بيمتلك عدد مميز جدا من اللاعبين، واكيد ايضا التدعيم هيكون يعني في الحدود اللي شايفها النادي الاهلي، سواء مجلس اداره، لجنه الكوره، او خلاص لجنه الكوره مش موجوده دلوقتي، او الجهاز الفني بالتحديد، اكيد هيشوف المناسب للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه ويدعموا بيه الصفوف. طيب عايز اتكلم عن بطوله الدوري بشكل عام الموسم ده، رايك فيها ايه من ناحيه فنيه؟ لا هي بطوله صعبه السنه دي جدا، يعني بطوله صعبه. انت تتفرج على ترتيب الجدول، انت عندك اول الدوري مثلا 26 بونت من عندك من 20 بونت اللي هو ثالث الدوري او ثاني الدوري، على ما لغايه بقى خالص تحت اللي هو بتروجيت اخر فرقه 11 بونت. انت بتتكلم في 10 نقط بالظبط، 9 نقط، يعني ماتش بيتغل. عشان كده بقول لك الموضوع لازم يبقى عندك استمراريه عشان تقاتل عشان تبقى موجود. الفرق كلها بقى المستويات قريبه من بعض كلاعيبه، ما عدا طبعا فرقتين ثلاثه هما اللي عندهم اللعيبه الكاتيجوري ايه. تمام. لكن انا بكلمك البقيه كلهم المستويات متقاربه، ما تعرفش ما تقدرش تحكم قبل الماتش مين اللي هيكسب مين. حته الدوافع وتجديد دوافع اللعيبه سواء معنويه او فنيه او تكتيكيه هي دي مهمه جدا عشان يبقى عندك استمراريه في بطوله الدوري. تمام. لكن الاستنباط، لا استنباط مش هتعمل حاجه. لكن الدوري مثير. لا دوري طبعا انت بتتكلم في، وفنيا مستوى الفني كويس ولا شايف ايه؟ مستوى الفني مش 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 كويس قوي، بس هي مشكله ان يعني مخلي لك الدوري قوي ليه؟ عشان الفرق وكلها قريبه من بعض. لكن من النواحي الفنيه لو تطلع بره الدوري كده وتبص له من فوق، من النواحي الفنيه وتحركات اللعيبه وتشوف الشغل جديد والكلام ده، لا طبعا اقل. تمام. توعيه اللعيبه في التحركات والحاجات دي ازاي يتم تعديلها؟ بص هي دي مش تعديلها، هي تحفيز اللعيب، هي تكرار للعيب. في لعيبه من النواحي الذهنيه بتبقى اذكيه تنفذ لك اللي انت عايزه من غير تكرارات كتير، من غير وقت كتير. وفي بعض اللعيبه، ودي خلي بالك موجوده من فرق كبيره لغايه فرق صغيره، موجود المجموعات اللعيبه دي اللي ذهنيا بتبقى بطيئه في التطور. تمام. وفي لعيبه بتبقى سريعه في التطور. حته التكرارات هي اللي التكرارات ليه من النواحي التكتيكيه؟ عشان برضه في نفس الوقت عشان اللعب الجماعي. ما هو خلي بالك النواحي التكتيكيه دي مش هنلعب الجماعي. كل ما اللعب الجماعي زاد في كل الخطوط والخطوط كلها مع بعض، كل ما الفرقه بقت قويه. غير ما انا بعتمد، ما هو خلي بالك كان مشكله مثلا الاهلي في البطوله افريقيا ان هو معتمد اعتماد كلي وجزئي من النواحي الهجوميه على وليد سليمان. تمام. هي دي مشكله كبيره. لكن انا لو اللعب الجماعي قوي مع بقى كمان عندي لعيبه جامده كان الموضوع بيختلف بكتير. طيب متوقع ان يحصل مفاجآت في بطوله الدوري السنه دي؟ ممكن نشوف اسم جديد بياخد بطوله الدوري ايا كان مين؟ لا يعني اهلي او زمالك؟ اهلي او زمالك. شايف مين الافضل السنه دي في بطوله الدوري كفريق؟ لسه يعني ما اتحكمش على الاهلي خالص، الاهلي ما لعبش. لا بخلاف الاهلي، الاهلي ليه لو انا بكلمك على الزمالك، الزمالك عنده فرقه قويه جدا ومجهز نفسه وعنده 25 لعيبه اللي يلعب زي اللي ما بيلعبش كاتيجوري ايه. عاملين فرقه كويسه وهم ماشيين اول الدوري، بس الاهلي مش موجود، الاهلي ما بيلعبش. فانت ما تقدرش تحكم على بطوله الدوري الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. تقدر بقى تحكم بشكل كويس مين اللي قريب، مين اللي هينافس، مين اللي مستمر، مين الكلام. لكن الحكم من دلوقتي صعب. بالنسبه لفريق بيراميدز مثلا تحت قياده الكابتن حسام حسن، اعتقد ان هم بيتطوروا بشكل كبير جدا منذ تولي الكابتن حسام حسن المسؤوليه. شايف ان هم ممكن يعملوا حاجه في بطوله الدوري؟ ممكن يعملوا حاجه بس مش ياخدوش الدوري. ممكن يبقى يعملوا مركز السنه دي. خلي بالك فرقه بيراميدز اضافه للدوري طبعا. انا من وجهه نظري ان هي عملت اثاره للدوري وحلاوه للدوري. بالظبط، وفرقه قويه ولاعيبه هايله، وبعدين كابتن حسام كمان مسك الفرقه هيديها برضو حته فنيه ومعنويه كويسه. شايف ازاي احتمالات عوده الجمهور في الدور الثاني بالتحديد؟ يعني بعدد اكبر يعني. شايفها انها طبيعي. خلي بالك احنا بلد قويه وانا مش شايف اي معوقات تخلي الجمهور 5000 و7000 و10000 بالظبط، وخصوصا المباريات الافريقيه بيبقى فيها عدد كبير من الجماهير، يعني مفيش اي الحمد لله اي مشكله. قانون القانون في كل المجالات صح، القانون يتطبق وخلاص. مفيش عشان خاطري كل الدنيا هتبقى ماشيه كويس جدا. وكل واحد كمان خلي بالك من الناس، من الجمهور او من المواطنين، كل واحد يبقى عارف حدوده فين. تمام. واللي عارف حدوده لو في عقاب امثله قدام الناس هتبقى الموضوع مختلف خالص. بخلاف عوده الجماهير اللي اكيد بتضفي اثاره على بطوله الدوري، على المباريات الدوري قوه طبعا. بالظبط. هل في عوامل اخرى ممكن تساعد على تطوير بطوله الدوري تخليه اكثر يعني جذبه بالنسبه للمشاهدين للفرجه على المباريات؟ الجمهور بس.
بس اهم عنصر بس خلي بالك انت ممكن تطالب من اللعيب يدي 150% في ادائه في الملعب. اللي هيخلي لك اللعيب يدي 150% في ادائه في الملعب من النواحي المعنويه والقتال والكلام ده والجمهور. لكن انت مهما تقول للعيب هو هيديك ال 70-80% اللي متعود عليها، لكن الجمهور بيخليه بيوصل اللعيب ليه. هو جمهور الاهلي بيخلي اللعيبه توصل ل 150% و 120% وفوق ال 100% من مجهود اللعيبه. هو جمهور فالجمهور هو شكل اساسي، هو اللي هيديك اثاره وقوه للدوري. لكن حته ان ما فيش موجود جمهور بتقلب يعني حاجه زي كده العزاء او ماتش ودي كده يعني بالظبط، بيبقى في ملل قوي في ماتش ماتش ودي بيبقى ماتش ودي بالظبط. طب مين اللعيب اللي لفت نظرك في بطوله الدوري حتى الان؟ يعني شايفه افضل لعيب في بطوله الدوري السنه دي؟ هو في لعيبه كتير كويسه يعني في موليد طبعا، وفي سيسي في الاتحاد، وفي كينو في بيراميدز، وفي اوباما في الزمالك، وفي لعيبه كتير جدا، وطاهر في المقاولين، في لعيبه كويسه جدا في الدوري يعني. بس انت هتحكم بالاستمراريه، هيعملك 3-4 ماتشات وينام ولا طول لازم الدوري. يكون في ثبات في المستوى طبعا. طيب يعني في مشروع مهم جدا الدوله قائمه عليه او وزاره الشباب والرياضه بالتحديد، وهو الألف محترف. ازاي يبقى مصر عندها ألف محترف او ألف موهبه تكون متواجده؟ بتضحك ليه؟ بضحك عشان انت يعني ده بالتنسيق مع طبعا شركه يعني برزنتيشن. شايف ان ممكن يكون عندنا العديد من المواهب خلال الفتره الجايه ويمشوا بنفس حزو محمد صلاح طبعا من العالم. محمد صلاح طلع بدراعه مش بنظام. عشان تعمل نظام لازم ترتب من تحت. تمام. هترتب من تحت ازاي؟ اتحاد الكوره يحط نظام. مش هعمل 1000 موهبه قبل ما احط نظام. هيطلع لك 1000 طب ال 1000 موهبه انت اكتشفتهم هيخشوا جوه النظام. مفيش نظام يبقى ايه؟ هيروح. فانت لازم اعمل نظام الاول وبعد كده اكتشف زي ما انت عايز. 1000 موهبه 2000 موهبه وبتاع. محمد صلاح طلع بدراعه مش من خلال نظام. تمام. طب ما ممكن نحاول نوجد نظام يخلينا نطلع. هو مين اللي هيحط النظام؟ يعني وزارة الشباب والرياضة، اتحاد الكورة. اتحاد الكورة طبعا اكيد وزارة الشباب مالهاش دعوة بالنظام. التنسيق مع يعني المنظومة مفيش تنسيق. هو وزارة الشباب مالهاش دعوة بالقصة. انا مالهاش دعوة بالقصة. اللي دعوة بالكورة هو اتحاد الكورة. ده اللي انا شايفه، اللي انا عارفه، اللي انا سافرت وشفت الناس بتعمل ازاي. لا، اتحاد الكورة هو المنوط باتخاذ قرارات، يحط نظام، يحط خطة، منتخبات، دوري منتظم. دي وزارة الشباب دي مراقب مثلا، اراقب من النواحي الماليه في مشاكل في بتاع. لكن انا حته النظام اخش جوه نظام اتحاد الكوره. امال بننتخب اتحاد الكوره ليه؟ عشان طب ما خلاص ما يعينوهم وخلاص زي الوزاره. لكن انا بحط اتحاد الكوره عليه دور كبير جدا في اكتشاف. مش دور ده، هو نمره واحد. معلش، مع احترامي لوزاره الشباب، وزاره الشباب ليها ادوار ثانيه مختلفه في المجتمع المصري، لكن اللي بيدير الكوره المفروض اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو اللي بيوجد المحترفين، يوجد نظام للدوري منتظم، يبقى انت عارف من اول الجدول لغايه اخره انت هتلعب امتى. الحاجات دي هو اتحاد الكوره. وده لو حصل هيطلع لك محمد صلاح نمره 2 ونمره 3 ونمره 4 ونمره 5. لكن انا اكتشف في المواهب كتير جدا. انا لو شايف الشارع واتفرجت عليها هكتشف لك خمسه وانا جاي القناه. لكن انا النظام هو اللي هيطلع ويكبروا ويتطوروا والكلام ده. لكن انا اكتشفت ومفيش نظام ومفيش تطوير لادائهم، خلاص خلص الموضوع. طيب يعني ده هيجرنا ان احنا نتكلم عن جزئيه مهمه، ومباراه منتخب مصر بالامس امام منتخب تونس في التصفيات الافريقيه المؤهله للامم الافريقيه 2019 في الكاميرون. احنا مش عاجبنا حد يعني. انا بضحك. واحد كان بيدافع واحد كان بيهاجم. يعني لازم حته التوازن موجود. التوازن ما كانش موجود امبارح. مجرد انت قاعد تتفرج على الماتش، انا من نواحي من وجهه نظري البسيطه وانا بتفرج على الماتش، ممكن منتخب مصر يتغلب في اي وقت. لكن ممكن يجيب جوان. ماشي. حته انت مع منتخب لازم يبقى عندك توازن من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. ما ينفعش ان انا اهاجم بسبعه وثلاثه واقفين. ده ايه ده؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. فانت بتلعب انت كمان، ده كمان ماتش مش حاسم. طبعا. لو ماتش وكمان تونس عندها خمس ست لعيبه مش موجودين. فانا عايز تلعب تطير باكين من ناحية التكتيكيه، تبقى عندك كثافه من ناحية الهجوميه عشان الناس تتبسط. فانت لازم نوعيه الديفندرات تختلف. تمام. ما ينفعش يبقى النني طاير والباكين طايرين وصلاح وورده ومروان وتريزيجيه وطارق حامد هو السرد باكين واقفين، وكمان السرد باك الثاني اللي هو باهر هو مش سرد باك، هو باك رايت. فانت عندك مشاكل دفاعيه جباره. هو المكسب دارة
لكن لو تعادلنا كنت قعدت كان كل المحللين قعدوا يدققوا ويصرخوا عندك مساحات رهيبه. فانت نوعيه الديفندرات لو عايز طارق باكات نوعيتها مختلفه. نوعيتها ايه؟ تجيب واحد زي طارق حامد بس اللي قدام شويه بس مواصفاته نسبه الدفاعيه كبيره. شايفها بتتوفر في مين المواصفات دي؟ يعني عمرو سليم. عمرو سليم وخلي بالك اللي لو وليد سليمان مش موجود احسن واحد يلعب تحت الفيرود في الفتره دي انا من وجهه نظري الشخصيه هو النني. النني يلعب تحت الفيرود مكان عبد الله السعيد. يقدر يجيد المركز طبعا جدا. جدا اقول بصير كويس جدا بيتحرك من غير كوره كتير وبيشتغل جبهات وبيشتغل في الضهر هايل. لو طيب خلال اربع مباريات بالنسبه للمنتخب لازم تقوي نص الملعب. لو ما قويتش نص الملعب المنتخب هيبقى فيه مشكله. نص الملعب عندنا ضعيف ليه؟ لانك انت مش مقويه. حتى لو الكوره شغاله من عند احمد محمدي انت عندك الباك ليفت ايمن اشرف طاير برضو يعني ما فيش حد واقف يعني ما فيش اتزان. اي كوره مرتده اي مساحات مفاجاه اي كاونتر اتاك سريع عندك مشكله. طب ممكن عشان الماتش مش حاسم قوي زي ما حضرتك قلت ممكن كان في حريه بالنسبه للاعبين في ارضيه الملعب؟ ما اعرفش ما اقدرش العب جيم مفتوح مع تونس مع احترامي للمنتخب بتاعنا ما ينفعش العب جيم مفتوح. النتيجه انا بقول لك وانت قاعد بتتفرج انت جالك احساس لو انت حتى مش مدير فني ومشتغل في الكوره ولا حاجه عندك احساس المنتخب مصر ممكن يتغلب في اي وقت. فعلا الكوره دي لو دخلت الكوره صدها الشناوي 3-2 كان فيها تبقى مشكله كبيره. نقدر نقيم الجهاز الفني في الاربع مباريات اللي لعبهم اربع مباريات رسميين حتى الان؟ بطوله امم قيوم في بطولة الأم لكن أي مباراة قبل كده لا. طب متفائل يعمل المنتخب ولا؟ إن شاء الله. لا المنتخب عندنا لعيبة كويسة جدا بس خلي بالك المشكلة إن كوبر ما كانش بيدافع فالراجل عنده طريقة تفكير كونسبت عنده خلفية لما بيدافعش فأنا هاجم جامد فالموضوع واحد بيهاجم وواحد بيدافع طب أنا ما في اتزان أصل ده منتخب طبعا مش نادي انا بلعب ماتش عايز اخد 3 بونت واقعد مفيش تعويض انت مفيش تعويض ده منتخب ومنتخبات كلها قويه ومحترفين فلازم لو ما عندكش حته الاتزان انت عندك مشكله. خلي بالك عندك من واحد تكتيكيه في خط الظهر كوارث تكتيكيا طبعا يعني الموضوع مش طب اقول لك على حاجه اتفرجت على الجول الاولاني بتاع تونس لو انت بتتفرج على الجول الاولاني بتاع تونس شوف في الكادر كده الكادر بتاع الجول هتشوف في الكادر حجازي ومحمدي وباري محمدي مش موجودين في الكادر. السرد باكين هو بتوعك هو باري بس الكره عدت منه السرد باكين بتوعك مش موجودين في الكادر دي مشكله كبيره جدا. انا ما عنديش مانع ان بسرد باك في مساحته اللي هو مسؤول عنها يغلط عادي بيحصل في كل الدنيا لكن مش موجودين في الجون في الكادر مشكله. وبعد برضه مع احترام انت بتقول هي عدته ايه المفروض انت سرد باك يعني تمسك الراجل طبعا سرد باك منتخب مصر في ناحيته الكوره بيغطي والتاني بيمسك بالزبط. ولا ده ماسك ولا ده ماسك يعني في نواحي تكتيكيه لخط الظهر في نواحي دفاعيه مشكله كبيره جدا كبيره جدا. مين اللاعب اللي لفت نظرك في المنتخب خلال المباراه بالامس؟ محمد صلاح. بخلاف محمد صلاح ده يعني ده على جنب ليه يعني على جنب ليه؟ لا محمد صلاح هو لعيب زي الموجودين كبير بس بصراحه يعني كاتيجوري تاني يعتبر ما ماشي ما عشان كده بقول لك هو احسن واحد حتى تريزيجيه بيلعب بشكل فردي فج بس ادى اداء اعتقد يعني لا انا بالنسبه لي اللي بيأدي اداء كويس هو اللي بيلعب بشكل جماعي وهو يكون لعيب جامد. اتفرج على محمد صلاح محمد صلاح انت بتقول هو في حته ثانيه. محمد طبعا. صلاح ده المفروض ياخد الكره ويقعد يجري بيها وما يبصش لحد من وجهه نظرك بقى اللي هو يعني مش طيب خلاص بيشتغل بشكل جماعي كل كوره لمسه ولعبه متحرك تحركات من غير كوره لكن تريزيجيه لعيب جامد جدا وكويس بس بعض الاوقات او اوقات كتير بيشتغل بشكل فردي وقراراته دايما متسرعه فحتى لازم يبقى فيه شغل الجهاز الفني في الموضوع ده. مطلوب ايه من اتحاد الكوره عشان يتم تطوير المنتخب المصري وان احنا نشوف اداء افضل من كده ونتائج افضل وخصوصا ان احنا مقبلين على بطوله الامم الافريقيه في 2019؟ عندنا مشكله في مصر ان المدير الفني بيجي يقوله هو اللي مسؤول عن اختياراته هو اللي مسؤول عن كل احنا مالناش دعوه لا انت لازم ليك يبقى ليك دعوه لازم يبقى في جلسات لازم يبقى في مدير فني لمنتخب لاتحاد الكوره يقعد مع الراجل يتناقش معاه ويوضح له كل مش تدخل خلي بالك انت كمدير فني هي متابعه وكمان خلي بالك ممكن راي المدير الفني بتاع اتحاد الكوره تقتنع بيه الراجل يقتنع بيه بس حد يقعد معاه لكن انا اديله بقى الحاجه واقول له انت اللي مسؤول وحاسبك اخر البيت. طب وانا استفدت ايه بقى لو انت اخفقت؟ صح ما انت هتمشي وهتسيبني انا في الكارثه فانا لازم كل شويه اعمل له ابديت اقعد معاه واقول له لا في فلان الفلاني قرأك في فلان الفلاني طب ايه المشكله في الحته الفلانيه ويتناقشوا مع بعض واللي يقنع التاني يكون لكن حته ان انا ما بتدخلش مش ميزه على فكره طبعا. انت لازم تقعد مش تدخل في تشكيل ولا تدخل في تغييرات ولا تدخل في اداء تدخل في اختيارات مشكله كبيره في منتخب مصر واحنا عانينا معاها ايام كوبر
طبعا في اختيارات او في لاعبين معينين كنت تتمنى ان هم ينضموا المنتخب المعسكر بخلاف وليد سليمان؟ طبعا وليد سليمان ومحمود وحيد احسن باك ليفت في مصر. مقتنع بمحمود؟ طبعا احسن من احسن باكات ليفت في مصر يا جماعه. ده انا مش عارف الناس بتتفرج ازاي برضو. انا يعني انت مش بتهاجم كويس قوي مقتنع ان النقيض كوبر؟ طبعا. طب ما تلعب محمود وحيد. محمود وحيد ايمن اشرف باك ليفت كويس جدا وكل حاجه بس نسبه الدفاعيه كبيره جدا وبيلعب سيرد باك احسن من باك ليفت. يعني عندك لعيبه موجوده. انا كمان لو يعني معاك كمان هقول لك على لعيبه تستاهل تتاخد. عندك اوباما مثلا لعيب كويس جدا بيلعب تحت الفرود هايل وماشي من اول الدوري لغايه اخره دلوقتي 13 ماتش او 12 ماتش ماشي بشكل كويس. ليه لا؟ مش انت بتنزل السن او سنه صغير او ما تاخده. محمود وحيد او سنه صغير ما تاخده. لكن انا حاطط برضو نفسي في حته قالب معين وانا اللي اختار ولا لا. لازم يبقى في اعداد منتظمه مع مدير فني لاتحاد الكوره ايا ما يكون سواء هو مش متعين او متعين. كابتن محمود سعد موجود عايزين يعينه مدير فني متابع للمنتخب الكبير بس يعينه على اساس كابتن محمود سعد عنده المنتخبات كلها يعينوه ويبقى مستشار ويقعد ويبقى ليه صلاحيات انه يتناقش معاه مش تدخل. مش تدخل. والله انا بيعجبني في كابتن احمد سامي ان دايما حواراته بيبقى فيها جرأه مهمه جدا وبيتكلم الراجل بصراحه من وجهه نظره. قبل ما اختم معاك يا كابتن احمد عايز اسالك عن فريق النجوم وطموحاتك معاه الموسم ده في ظل طبعا انت بتقول المباريات صعبه الدوري صعب في المستويات متقاربه انت بتفكر في ايه والهدف الاساسي بالنسبه لفريق النجوم السنه دي؟ هو الهدف الاساسي ان في الدوري الممتاز. تمام. وبعد كده ان شاء الله لو قعدوا السنه دي في الدوري الممتاز عندهم لعيبه كويسه جدا واللعيبه دي كانت من بعض مع الناشئين طلعت ممتاز ب طلعت درجه اولى لعبت ممتاز ب طلعت الفرقه. فلو خدوا السنه دي اللعيبه دي اللي هو صغيره في السن دي خدت السنه دي وقدرت تقعد في الدوري الممتاز هيبقى لها شان كبير جدا. تمام. توفيق ان شاء الله يا كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني لفريق النجوم وبصراحه عامل مباريات اكثر من رائعه حتى الان 4 مباريات 3 فوز وتعادل وحيد واكيد نتمنى ان كل الفرق تكون بمستوى جيد عشان نشوف دوري ممتاز السنه دي يكون قوي بشكل كبير جدا وده المتوقع وده الواضح من خلال المباريات السابقه في بطوله الدوري بشكل عام. بعد الفاصل هنرجع نواصل كل التقارير الخاصه بالاهلي الليجا. فرصة سعيده جدا يا هشام. كل سنه بنعمل معرض بس المعرض ده بيبقى مجمع للثلاث فروع بس السنه دي كان انتاج ابناء مقر النادي كبير جدا ده نتاج سيزون الصيف بس فاحنا اتفاجئنا باولاد النادي وزي ما دايما بناكد انه النادي الاهلي مش بس بيهتم ببناء ابنائه جسديا ورياضيا لا بيبني فكر بيبني فن بيبني ثقافه فزي ما شفت كده احنا النادي بيذلل كل العقبات اللي بتقابل الولاد بيوفر لهم خامات بنوفر لهم مدربين بيعلموهم بنوفر لهم كل حاجه بحيث ان احنا يكون النتاج اللي احنا شايفينه ده احنا نبقى فخورين بيه واهاليهم فخورين بيهم وكمان نبقى عارفين ان هم دول ولاد النادي الاهلي في كل المجالات. بقالنا 12 سنه او 15 سنه شغالين نشاط فني بس كان مقرنا في مدينه نصر كبدايه تمام بدانا نعمل الانشطه كمدارس باشتراك شهري في في المقر والفرعين مدينه نصر والشيخ زايد الانشطه الفنيه مستمره طول السنه في الصيف بيبقى طبعا الضغط اعلى بيتم الانشطه يوميا وفي الشتاء برضو شغالين بس ويك اند الخميس والجمعه والسبت مواعيد ثابته نظام يعني كل واحد بيختار ايام مناسبه ليه وبيجي يشترك فيها وبيختار نوع النشاط اللي هو عايز يمارسه سواء رسم مشغولات يدويه بنعمل انشطه المشغولات اليدويه متنوعه بنعمل مشغولات جلديه مشغولات بالورق بنعمل شغل نحاس رسم على الازاز كل انواع الاكسسوارز للصغيرين طبعا الانشطه موجهه للصغيرين والكبار مش للصغيرين بس. الحقيقه النهارده في منتهى السعاده لاني شايف نشاط
يعني من المفترض ان هو ثانوي بالنسبه للنوادي، ولكن سعيد بان هو موجود في احد النوادي الرياضيه والاجتماعيه في نفس الوقت. نشاط منبهرين بالاعمال اللي موجوده، لانها بتمثل شرايح كتيره من الرواد النادي، سواء من اطفال او من متوسط العمر او من الولاد ان شاء الله ليهم مستقبل كفن تشكيلي. رسمت قاع البحر، ورسمت برضو فيل ماشي في يعني كان بيشرب ميه. و عرفت ترسمي يا جوريا؟ فرحانه بترسمي؟ فرحانه للشغل اللي بتعمليه ولا بترسميه بيتعرض في معرض في النادي الاهلي؟ رسمت عصفوره حقيقيه اورنج وبلاك وايت، الوان في الماستر يمكن بقى اللوحه كلها بقى يبقى بلو بالالوان الميه. انا عملت حوالي 13 لوحه. في لوحه كانت الظل شجره لونها بينك في اسود، فالظل مدي كل حاجه لونها اسود، والبينك هو اللي طالع، هو اللي باين بس من الالوان. نفسي اطلع فنانه. رسمت رسومات بالأكليرك، كانت بنت وبتاكل لبانة، وكانت الرسمة أحلى رسمة. يعني هو احنا بنجيب صور من على النت ونبدأ نختار صور منها، وبعدها بنجيب بقى على حسب اللي احنا عايزين نرسم بيه. يعني أنا رسمتها بالأكليرك، ألوان أكليرك، وعملتها بيها وطلعت الحمد لله كويسة. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره النهارده من برنامج الاهلي الليله. فقره استثنائيه لان فيها ضيوف مهمين الاهتمام بيهم مش بس على المستوى الرياضي، لكن كمان دورهم الاجتماعي ودورهم الرياضي في رفع اسم وعلم مصر في المحافل الدوليه. عايز ابدا فقرتي ومش هقول ذو الاحتياجات الخاصه، لكن هتكلم عليهم لانهم اصحاب الهمم. هذا المعنى وهذا المفهوم ليه دلالات كثيره جدا. هذا المعنى وهذا المفهوم بدا من الامارات، لكن هنا في مصر ومن خلال ضيوفي حتى في الجروب الشخصي او الجروب الخاص بينهم ده عنوانه اصحاب الهمم. برحب بضيوفي ابطال مصر ومنتخب مصر للكاراتيه، كابتن محمد حمدي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه وبالمناسبه المشرف على قطاع الكاراتيه في ذوي الاحتياجات داخل النادي الاهلي. برحب بيك كابتن محمد. اهلا بيك فندم. ايضا ضيوفي الدكتور محمد اللقاني النجم الكبير والقدير وصاحب المشاركه الاولى في منتخبنا، لكن استطعت ان تحقق ميداليات كثيره في لعبه الكاراتيه. الحمد لله، اهلا بحضرتك وكل مشاهدينا. اهلا بيك. ونجمتنا النهارده اللي منورانا ومشرفانا سلمى علاء. برحب بيك يا سلمى. اهلا بيك. منوره قناه الاهلي. كابتن محمد حمدي، عايز ابدا الحديث معاكم باصحاب الهمم، لان احنا في الكواليس واحنا بنتكلم مع بعض قلتوا ان ده المسمى او ده التعارف اللي بيننا وبين بعض حتى في الجروب الخاص بيننا. والله هو حصل اختلاف كتير قوي على المسمى ده، يعني على المسميات بتاعه الاولاد. ناس تقول لا دول ذوي اعاقه، وناس تقول دول ذوي احتياجات خاصه، وناس. فبصراحه في الامارات اطلقوا في اخر بطوله كانت معموله هناك، فاطلقوا اسم اصحاب الهمم ده. فالاسم ده بصراحه يعني استهوانا كلنا، خلينا هم فعلا اصحاب همم، لان ليهم مقدره خاصه على حاجات كتير قوي بيعملوها. يعني طيب ابدا اتكلم معاك وتقدم لي النجمين، يعني دكتور محمد اللقاني او كابتن محمد اللقاني وسلمى علاء. تمام. سلمى بمشاركتها قبل كده عندها خبرات، وكابتن اللقاني دي اول مره لكن عمل انجاز في اول مشاركه. دي البطله سلمى علاء، دي ثالث بطوله عالم ليها، محققه اول عالم قبل كده في بريمن في المانيا، ومحققه في النمسا ثالث عالم، ومحققه في ثالث بطوله لينا اللي لسه راجعين منها من اسبانيا اول عالم الحمد لله السنه دي، واخده احسن لعيبه في البطوله. الدكتور محمد برضو دي يعتبر ثالث بطوله ليه، كان اول بطوله دوليه كانت معموله في النادي الاهلي،
وتاني بطوله ليه البطوله العربيه، وتالت بطوله ليه الحمد لله برضو خد افضل احسن تاني لاعب على طول موجود في البطوله، الميداليه الفضيه في بطوله العالم يعني. وفي معانا طبعا لعيبه تانيين كتير موجودين كانوا معانا، بس للاسف ما معانا البطل عاصم، قول لي اساميهم. البطل معانا البطل عبد العزيز عاصم في الاعاقه الحركيه برضو، حقق اول عالم واحسن لاعب في العالم، ومعانا شادي، ومعانا مصطفى بالفتوح رابع عالم، ومعانا صبري، ومعانا مروه، ومعانا البطله يمنى. في بقيه الاعاقات احنا بيصنفونا ثلاث اعاقات، كل اعاقه فيها لينا مسموح لينا باثنين لعيبه في كل اعاقه يعني. البطوله كان فيها حوالي 104 لاعب على مستوى العالم، وبيشترك فيها 140 دوله. دي اكبر بطوله عالم للكاراتيه على مستوى العالم بالنسبه للاسفياء او للولاد العاديين، وبالنسبه لينا احنا اصحاب الهمم يعني. اكيد. ودي البطوله دي ان شاء الله هتبقى تصنيف لينا لدخول الاولمبياد بعد كده باذن الله، الاولمبياد القادمه. دي اول بطوله هيبداوا ياخدوا منها التارجت بتاع اللعيبه اللي هيخشوا بطوله العالم، يعني مش بطوله الدوره الاولمبيه يعني. فدي ان شاء الله اول بطوله لينا باذن الله حققنا فيها انجاز كويس جدا يعني. طيب ابدا بسلمى. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. النهارده شايفه المشاركه ازاي وجودك في محفل دولي وعالمي وللمره الثالثه بتحقق انجازات طيبه في لعبه الكاراتيه وبتمثلي مصر كمان، احساسك ايه وشايفه المشاركه ازاي؟ انا زمان لعبت كاراتيه، اختي تلعب عشتها تلعب كاراتيه، اخذت كاراتيه، انا اخذت كاراتيه عشان بطله عالم مع كابتن بتاعي ادم حمدي وتبدايني وادم حمدي الكباتن بتوعك بتوعي، دول المدربين بتوعك والكباتن بتوعك. دي المره الثالثه صح؟ تمام. ايه الاختلاف بين كل مره عن الثانيه؟ ال يعني المره الاولى كانت اصعب ولا الثانيه ولا الثالثه واتعودتي على المشاركه الدوليه؟ القوه القوه ده القويه عشان بطل كات. مبسوطه انك رفعتي اسم مصر وعلم مصر؟ طبعا. احساسك ايه وقتها؟ انا راجل سيسي بقى. سيسي بقى. نفسها تقابل الرئيس السيسي. نفسك تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا. احنا نفسنا بصراحه احنا طلبنا يعني، هو طبعا السيد الرئيس كان اطلق العام ده عام ذوي الاحتياجات، ودي كانت حاجه جميله منه طبعا السنه دي. اداكوا دفعه؟ ادانا دفعه قويه جدا يعني، وهو اهتم بالفعل. بس يعني احنا عندنا يعني مشكله صغيره ان تقريبا صوت التوقيتات لا صوته هو ما وصلش للمسؤولين ان هم يعني لا ان شاء الله يكون يعني يا ريت هم بس يهتموا شويه بالموضوع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور محمد اللقاني او الكابتن محمد اللقاني، اول مشاركه ليك، انت بتقيم المشاركه المره دي ازاي؟ كنت قلقان؟ كنت خايف؟ حضرت نفسك ازاي للبطوله دي؟ هو انا اول مشاركه ليا كانت في بطوله الاهلي الدوليه، كانت في 2016، ودي كانت اول بطوله دوليه. طبعا الموضوع كان معايا كابتن محمد حمدي ومعايا كابتن محمد عكاري مدربي في النادي، فكان الموضوع طبعا كبير واول مشاركه اصلا، بس الحمد لله ربنا كرمني فيها بمركز اول، فكانت دي الدفعه بقى يعني ان احنا مكملين وواصلين، واحنا عنينا مش على العالم كمان، احنا مجرد ما تم ادراك الكاراتيه في الاولمبياد احنا عنينا على الاولمبياد بفضل الله تعالى. فالحمد لله ربنا كرمني، كان في شهر 9 بطولة العربيه كانت مصر اللي بتنظمها، الحمد لله ربنا كرمني بمركز اول، فخلاص بقى يعني احنا كل ده كنا في المنتخب يعني، فكنا منطلقين. بطوله العالم طبعا ليها وضع خاص، دي من اكبر بطولات الكاراتيه على مستوى العالم للكبار، فطبعا ليها رهبه وليها استعداد، بس هو احنا كنا عاملين حسابها، احنا معسكرين بقى لنا في المنتخب بقى لنا 3 شهور ومعسكر ما يقرب من شهر ونص لشهرين، ف 3 تمرينات يوميا تمام، فكنا مستعدين وربنا كرمنا سبحانه وتعالى، هو طبعا كرم ربنا اولا واخيرا. وحدث، وانا عايز اقول حاجه، ان دي اول مشاركه على في تاريخ الكاراتيه المصري للاعاقه الحركيه. يعني كان في مشاركه المفروض في بطوله النمسا، ولكن لم نوفق ان احنا نسافر، فدي اول مشاركه على مستوى الاتحاد المصري، والحمد لله ربنا كرمني انا وزميلي زيزو، فاول وثاني عالم الحمد لله يعني. مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب كابتن محمد حمدي وحضرتك المدير الفني، عايز اتكلم معاك عن اهميه بطوله العالم للكاراتيه لاصحاب الهمم، اهميه البطوله والمشاركه والمنافسه فيها. هو البطوله دي اهميتها طبعا ان احنا بطوله العالم للكبار للكاراتيه دي بتتعمل كل سنتين مش كل سنه، يعني بيتعمل بطوله سنه للشباب والناشئين وسنه للكبار. ف
فبتبقى بالنسبه لنا منتظرينها سنتين كاملين عشان نخش البطوله دي، لان دي يعتبر اكبر بطوله عالم بتتعمل للكاراتيه يعني على مستوى العالم كله للدول كلها، في الولاد العاديين واصحاب الهمه، فبنبقى منتظرينها. وفي نفس الوقت اهميتها السنه دي بالنسبه لنا ان هي زي ما قلت لحضرتك تارجت للاولمبياد، يعني بياخدوا منها اللعيبه اللي هم بيحققوا بيتعمل لهم تصنيف ان اللعيبه دي هي اللي هتلعب الاولمبياد، لان اختيار الاولمبياد بيبقى عن طريق اللعيبه المحققين في البطولات الدوليه فقط. فده بالنسبه لنا انجاز ان احنا قدرنا ان احنا نحط رجلينا على الخطوه دي، لان بدون تحقيقنا الميداليات دي في البطوله الدوليه دي مش هنقدر نخش الاولمبياد. لازم بيختاروا عن طريق البطولات الدوليه اللي بتتعمل. فتره الاستعداد البطوله كان كافيه؟ يعني كابتن محمد كان بيتكلم في 3 شهور، فتره كافيه؟ فتره والله هي كويس. مش كافيه طبعا، مش كافيه يعني رغم تحقيق البطوله والمركز الاول. لا هو انا عايز اشكر الاول بالفعل اولا طبعا القائمين على المركز الاولمبي في المعالي، مركز الاعداد الفرق الاولمبيه، المكان هايل جدا بصراحه. اتمنى ان يبقى فيه في مصر اكتر من مكان بنفس السيستم دوت، لانه فعلا احنا قابلنا كل المنتخبات الرياضيه كانت موجوده في المكان ده. امكانيات المكان ممتازه، دي حقيقي يعني، كصالات تدريب، كامكانيات الفندق، يعني الحاجات هناك ممتازه جدا لاعداد الفرق، ودي حاجه يعني تحسب بصراحه لوزاره الشباب يعني. لكن هي القصه كلها ان هم لسه مش مستوعبين، احنا كدوله اعتقد يعني مش مستوعبين ان الابطال دول يقدروا يحققوا في البطولات الدوليه. اتمنى بعد الانجاز اللي احنا الحمد لله احنا تصنفنا يعني يكون بدايه للاهتمام. احنا تصنفنا ثاني عالم على 140 دوله بعد اسبانيا، البلد اللي هي المستضيفه للبطوله. كانت بتلعب في مدريد البطوله؟ كانت بتلعب في مدريد. وفي بيبقى في عنصريه ما اقدرش اكذب على حضرتك، لا في عنصريه صاحب التنظيم يعني فرق. احنا الحمد لله فرق ميداليه برونزيه واحده بيننا وبين اسبانيا، فده يعني اتمنى ان هم ده الترتيب يا كابتن حمدي على الشاشه قدامنا، ترتيب المنتخبات. ايوه بالظبط، احنا عاملين 2 ذهب وواحده فضه ودي اللي كانت، وهو فرق بس اسبانيا فرق بالبرونز، 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونز بس. بعد كده المانيا، اليابان. روسيا، بعد كده كندا، البرازيل، اذربيجان، مولدوفيا، ايطاليا. هم عملوا بس اول 9 دول اللي هم كده، بقيه الدول مش حاطينهم، هم حطوا بس ترتيب اول 9. وحتى وصلوا حتى للترتيب التاسع ايطاليا واخده ميداليه برونزيه واحده، واخده ميداليه بالظبط، اللي هم محققين ميداليات بس هم اللي بيحطوهم في التصنيف يعني. طيب المستويات كانت متباينه يا كابتن محمد وانت بتلعب في المشاركات دي، المستويات كانت متباينه ولا كانت واضحه قوي الفروقات؟ بص حضرتك، احنا بندرس الموضوع ده بقالنا سنتين، بنتابع كل اوائل العالم بالذات في الاعاقات الحركيه بالنسبه لي، ونشوف ايه المستوى اللي وصلوا له، ايه المهارات، بنتابع كل ما يتم. فطبعا مستوى كبير وفيه اهتمام. بص حضرتك، احنا هنا دايما الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم ايا كان مسمانا، دايما نخرج نجيب الدهب حتى لو اتقارنا بغير متحدي الاعاقه. ده دايما يعني بفضل الله تعالى بكرمه، هو تحدي. بالظبط، لان احنا بيطلق علينا صناع الاراده والتحدي، ودي حقيقه يعني. ولكن صناع الاراده والتحدي برغم كل الظروف والتحديات. ده الفيديو اللي انت شاركت، فيديو تكريمهم ده، فيديو تكريم بعد المباراه الحمد لله بتاني عالم الحمد لله. فلو بس اهتمام بسيط مع الانجاز ده، فاعتقد ان هيحصل يعني امر كبير جدا بفضل الله تعالى. واحنا الناس كلها حتى الكابتن لفت نظرنا لهذا الامر بحكم خبرته، كل الدول عامله حسابنا. كل الدول هناك الحمد لله خرجنا اعاقه حركيه، خرجنا اول 3 مراكز عالم في السنين اللي فاتت. احنا كنا بنترقب، خرجنا فرنسا وخرجنا اسبانيا وخرجنا كرواتيا واوكرانيا، فالحمد لله رب العالمين. فلو شويه اهتمام حاجه روعه يعني. بقيه المنتخبات بيعسكروا طول السنه 9 شهور، احنا عسكرنا شهر ونص، وفي المنتخب كنا بنروح تمرينات بس شهر ونص. فمع الفتره البسيطه ديت لو في شويه اهتمام، واعتقد احنا الحمد لله اثبتنا ان احنا قادرين. طيب بعد الشغل ده كله والاهتمام وانك بتحارب عشان تقدر تنجز وتبقى جايب ميداليه وتبقى واقف في اللحظه دي، اشرح لي احساسك، قول لي احساسك في التوقيت ده كان عامل ازاي، ايه اللي قلته كمان وقتها؟ احساس روعه. اولا القلب ساجد لله، لان ده كرم لله سبحانه وتعالى. حضرتك بتشوف ثمرة تعبك السنتين او السنين اللي انا بلعب كاراتيه من 92 اصلا، من قبل الحادث من سنه 92، فالسنين اللي فاتت دي كلها حلمك بيظهر قدامك بكرم الله بيتحقق. بتحس بانتصار، بتحس الاراده والتحدي والمعاناه
خلاص انت فزت الحمد لله رب العالمين. زائد بقى دي اهم حاجه احنا رايحين، كابتن حتى قال لنا يعني كان بيعمل لنا تدريبات خاصه بالمنتال وشغل لينا، يا جماعه انتوا مش رايحين باسم محمد اللقاني ولا بسلم ولا بسين ولا لا لا لا، انت رايح باسم مصر. مصر فانت عليك مسؤوليه كامله، فاحساسك ان انت رافع علم مصر، احساسك ان الناس كلها بتتفرج على مصر وابداع مصر. وكمان انا بشكر حقيقي كابتن محمد حمدي ومدرب المنتخب وكابتن محمد عكاري وكابتن وائل، عملوا شغل، وفي كابتن ايه كانت مساعده لينا ربنا يبارك فيها، عملوا شغل دراسه ازاي نوصل احنا ابهرنا العالم بحاجات جديده وزينا الكاتا العاديه اللي بيعملها اي حد غير متحدي الاعاقه بالكرسي بالاحتياجات الخاصه، فالناس كلها انبهرت. فحقيقي شكرا لكل مدربينا، قليل من الاهتمام بس من مين معاك في الصوره؟ ده عبد العزيز اول عالم مصر زميلي، ده المنافس ليا هنا في مصر، حتى قلت له كلمه قبل ما نخش قلت له ايه؟ عايزين انا وانت ننافس على الاول والثاني فاينل. اتفضل. ده كان في مجموعه وده كان في مجموعه والحمد لله خد اول مجموعته وده اول مجموعته. لا وكابتن محمد حمدي بتوسط الصوره بيه لسه كده. ده النور كله بقى حبيبنا يعني، لان هو كمان كابتن محمد وكل الكباتن مش مجرد دي الصوره دي ما اعرفش مين اللقطه دي بس جميله. صوره الاتحاد الدولي هو اللقطه يعني تقريبا. ده كانت بعد المباراه بعد الدور الاول. الدور الاول لما تصعد للنهائيات وخدت اول مجموعه. قصدك ابتسامه نصر وتاهل. صوره احنا كنا بنجري يعني، هو الكابتن ماسكني والكرسي بيجري وصورتنا. احنا كان حلمنا ان احنا نتصعد لان التصعيد صعب. فالحمد لله تصعدنا للمربع الذهبي. الصوره دي كابتن محمد دي مع زيزو برده بعد ما خد اول عالم، فما كانش لسه استلم الميداليه فعملنا ميداليه. الفاينل بالاثنين هتشتغل ازاي؟ احنا كان معانا طبعا الكابتن، كان معايا كابتن وائل زميل لينا في المدرب في المنتخب يعني. دي صوره جماعيه. دي صوره جماعيه في المطار هنا قبل ما نسافر يعني. مع رئيس الاتحاد كابتن محمد الدهراوي، احب برضه اشكره يعني. هو يعني وقف معانا على قد ما قدر يعني. والنجمه سلمى علاء بعد استلامها الميداليه الذهبيه. بصراحه سلمى كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني لسبب يعني. هو في تصنيفات بيدوا درجات زياده حسب نوع الاعاقه يعني. فسلمى كانوا مصنفينها غلط في 2016، اتصنفت غلط في الدرجات بتاعتها يعني. المفروض في كشف بيتعمل حاجه اي كيو، اختبار ذكاء وحاجات زي كده، فتصنفت غلط فعشان كده خدت المركز الثالث، وهي كانت اول بمجموعها. السنه دي الحمد لله برضو اتصنفت غلط برضو. بس ضربت اللي خد اول السنه اللي فاتت بسبب ان هي ادائها كان قوي جدا الحمد لله. ف يعني بالدرجات بتاعتها قدرت ان هي تحقق المركز الاول. دي كان بالنسبه لي مفاجاه، انا نفسي كنت غير متوقع، فالحمد لله يعني. طيب في الصوره اللي كانت معانا فيها كواليس كتير، بس احنا جبنا لك واحد من اللي كانوا معاكم في الصوره. قول له الو. الو، هتعرف صوته ولا لا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زيزو كابتن عبد العزيز عاصم بطل مصر واول العالم بالتاكيد، بارك لك. والنهارده مش هقول لك ضيوفنا واصحاب البيت ومشرفين ومنورين معاك، فبقول لك الف مبروك حبايبي. والله وحشوني جدا. الف الف مليون مبروك. مبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لينا كلنا الحمد لله. مبروك ليك يا زيزو. مبروك يا سلمى، مبروك يا لقاني حبيبي. حبيبي يا زيزو، مبروك لي كابتن محمد حمدي اللي اتبهدل وطلع عينه معانا وعمل حاجات يعني. هو اشتغل اب وام ومدرب وكل الحاجات يعني. ما عادش ناقص حاجه يا ملامل. قول لي في الكواليس يا زيزو، طيب ايه اللي حصل؟ والله احنا يعني بالنسبه للسفر وكده والكلام ده، انا واحد من ضمن الناس، انا مسافر على حسابي. الناس بالنسبه لواحد زي محمد اللقاني راجل ثاني عالم وبطل، طلع عينه عشان التأشيرة بس تجيله ويسافر يعني، اتمرمط. كان تحدي. كان تحدي ايه؟ كان تحدي يا زيزو عشان تمثله مصر وترفعه على مصر في محفل دولي كبير زي ده. احنا الحمد لله وصلنا يعني. احنا بعد ربنا ان شاء الله احنا كنا واثقين ان احنا نعمل حاجة، لكن يعني انا مش قادر اقولها يعني احنا مش لاقيين دعم جامد برضه يعني. احنا خلصنا وجينا، اسال الناس اللي عندك دي او اسال اي حد مين اللي قابلهم او مين اللي شاف او مين اللي سالنا انتوا عملتوا ايه دلوقتي ولا وصلتوا لايه، او مين اللي قال لنا انتوا صرفتوا ايه على السفر بتاعكم دوت عشان نتكلم معاكم. لسه ما فيش تواصل معانا خالص بالنسبه للامور للحاجات اللي احنا تخطيناها. لا ان شاء الله من خلال هذه الفقره ومن خلال هذه الحلقه ودورنا ان احنا نوصل صوتكم ان انتوا بتمثلوا مصر، بترفعوا علم مصر في محفل دولي كبير في اسبانيا. ده حاجه كبيره مش حاجه صغيره. لا لا
واحده زي سلمى دي اول عالم ودرجاتها كانت فرقه. اسال كابتن محمد حمدي فرقه كام درجه عن المركز الثاني اللي كانت بتلعبها. لا انا عايز سلمى تقول لك يا زيزو. سلمى تقول ايه لزيزو؟ مبروك. مبروك يا زيزو. مبروك ليك انت يا سوسو يا قمر. انت قمر الفريق كله. واحده زي دي والله ربنا يكرمها يا رب. درجاتها كانت فرقه جدا عن المركز الثاني اللي كان بيلعبها. واحد زي محمد اللقاني انا وهو كنا بنلعب على اول وثاني. ما يفرقش، مش ما كانش فارق معانا مين هيجيب اول ومين ثاني، بس الفكره مصر بتلعب على اول وثاني عالم. مصر بتلعب مباراه نهائيه. بالظبط. مصر بتلعب على اول وثاني عالم، ما فيش دوله ثانيه بتلعب معانا. اللي كان بيجيب ثاني الو خطاطة. هو الثالث والرابع كان فرنسا والبرازيل. زيزو طب سمعنا يا زيزو؟ طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بعبد العزيز عاصم، اتفضل يا كابتن هنتصل بيه تاني اكيد. كان الثالث والرابع فرنسا والبرازيل. الثالث والرابع فرنسا والبرازيل. وفرنسا كان فتاح ده بطل عالم اصلا كذا سنه ورا بعض، والبرازيل برضو راجل كبير عجوز يعني عجوز خبره خبره وبيلعب، فالحمد لله رب العالمين. ده انجاز. طب على ما يرجع لي عبد العزيز عاصم، كواليس المباراه النهائيه كانت ازاي؟ يعني انا شايف اول وثاني خلاص احنا ضمننا المركز. اول وثاني. زيزو انا بسال كابتن اللقاني كواليس المباراه النهائيه عايزك تشرحها لي. يعني انت قلت لي مش فارق معايا انا وهو يكسب، خلاص الفايز الاول او الثاني مصر، لكن كواليس المباراه النهائيه كانت ازاي؟ كواليس المباراه الاخيره دي يعني كانت مباراه طبعا جميله جدا. طبعا كابتن محمد اللقاني يعني عمل ماتش خطير جدا، طلع يعني احنا كفايه بس الرهبه بتاعت يعني ان احنا داخلين دي والموسيقى واحنا داخلين، ويعني وكفايه ان الراجل يعني المعلق كان بيقول ان الاثنين من ايجيبت، ولما قال الاسم الثاني ايجيبت يعني هو كان مخضوض، يعني كان بيتكلم يعني ايجيبت وايجيبت يعني ما فيش الا مصر اللي بتلعب. طبعا انا كنت حزام احمر، كابتن محمد لقاني كان حزام ازرق، انا كنت بلعب وفي الجزء الاولاني لسه ما خلصتوش، وانا كنت كابتن محمد لقاني كان بيلعبني وكان بيسقف لي يعني كان بيشجعني ما شاء الله يعني. انا تعبت في الماتش طبعا. هو كابتن محمد دخل، محمد لقاني دخل طبعا اداؤه جميل جدا، انا برده كنت بشجعه. الكابتن محمد حمدي كان قاعد للكابتن محمد اللقاني، وكابتن وائل طبعا معانا كان قاعد لي انا هنا، كان انا العب يشجعوني، كابتن محمد حمدي شجعني. والحاجه الاخطر من كل ده ان دول العالم كلها الاوروبيه قبل العربيه كانوا بيشالوا كده وبيتحطوا كده في مدرجات من التشجيع. انا ما كنتش متخيل حاجه زي دي، وكفايه واحنا بعد ما خلصنا الاعلام وكده فرحنا لبعض احنا الاثنين وعملنا حاجات جميله طبعا واحنا نازلين. عايز اقول لك الكابتن محمد الكابتن محمد حمدي بيقول لك تعب قوي في الماتش ده. كابتن محمد حمدي بيقول لك تعب قوي في الماتش ده. هو بيقول على مين؟ عليا انا؟ كابتن حمزه عليكم انتوا الاثنين. تعب عشان كنتوا الاثنين، يعني الماتش ده كان بالنسبه لكم انتوا الاثنين، يعني هو مش عارف تعب عشان كنتوا الاثنين. اكتر ماتش تعبني يعني. اكتر ماتش تعب. اكتر ماتش تعبني في البطوله. ازاي بقى؟ لا لا، وبعدين كابتن محمد حمدي ربنا يدي له الصحه، انا قلت في اول المداخله خالص الراجل ده ما كانش مدرب بس، الراجل ده كان بيعمل حاجات المفروض ما يعملهاش، يعني الراجل يعني بره يعني يجيب لي يعني بيشربنا وبياكلنا وبيهتم بالتغذيه وبيهتم. طب احنا انت كتفك تعبان، طب هرش لك قبل ما تخش، طب خلي بالك، طب الكرسي بتاعي حصل لي كواليس قبل ما ادخل، نسيت اقولها لكم برضه. انا الكرسي بتاعي اتكسر فيه حته كده، انا بسند عليها فاتكسرت، فطبعا دي كانت بتدخل في العجله فكانت بتعطلني وانا بلعب، وانا بتأثر على حركتك في الملعب. كابتن محمد حمدي خد باله من النقطه دي. طبعا قبل ما ادخل مفيش ب 10 دقائق نزلني شالني حطينا على الارض ومسك الكرسي قاعد يلزق فيه وحاول يعالجه كده بطريقه معينه. طبعا اول ما قعدت على الكرسي لقيت الدنيا اتغيرت خالص. هو لو واحد غيره هو مدرب على فكره، هو مش ميكانيك يعني، بس ربنا يديله الصحه. هو يعني لا زيزو دمه خفيف على فكره. ربنا يديله الصحه يا رب ويخلينا دايما مع بعض باذن الله اللي جاي احسن. والحمد لله اهم نقطه، اهم نقطه ان احنا بنحب بعض يا زيزو. الروح الحلوه، عايز اقول لك على حاجه، الروح الحلوه اللي انت بتتكلم بيها دي مش تصنع المعجزات، دي تجيب ميداليات ذهب في كل البطولات. يعني الروح اللي انت بتتكلم بيها دي بجد لو موجوده في اي منتخب او في اي نادي او في اي فريق جماعي، ده انت هتعمل المعجزات بشكل غير طبيعي بجد بامانه. يعني انت تستاهل اول عالم، واللقاني يستاهل، وسلمى والكابتن حمدي. لا انتوا بجد بتدونا مثل وقدوه ازاي بتلعبوا رياضه وازاي بتمثلوا اسم مصر فعلا. لا 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 الحمد لله. وبعدين الكابتن محمد عنده نقطه جميله بقى،
بيتعامل معانا مثلا احنا بره التمرين زي الفل ويقول لك اللي انت عايزه يشيلك من على الارض. انت دخلت التمرين انت واحد سليم، انت مش تعبان اصلا. وبعدين كابتن محمد انا عند حضرتك اصلا تنميه بشريه، الراجل اصلا هو اللي يعني هو اللي بيعلمنا انت ازاي تتحدى الاعاقه. دكتور تنميه بشريه انت ازاي لما مثلا يبقى العكاز مش في ايدك وتقع، طب هتقوم من على الارض ازاي؟ الكلام ده الراجل ده هو اللي بيدرسه لنا اصلا. فاكره يعني يا باشا احنا حبيبي يا زيزو والله احنا كتله كده متكامله وصعب قوي حد يخش بينا. اكيد تستاهل كل خير يا زيزو، كتله من النجاح ان شاء الله تمثله مصر دايما، وانت بطل عالم واللقاني بالتاكيد برضو من ابطال مصر وابطال العالم. ان شاء الله البطولات الجايه والدورات الجايه تمثله مصر ان شاء الله. ومداخله بصراحه دمها خفيف مبسوط بيها جدا وحاله جميله. انا بشكرك بجد يا زيزو على هذه المداخله، وكل التوفيق ليك يا رب انت وكل زمايلك يا رب. الله يبارك. سلمى قولي لي الميداليات اللي قدامك ايه؟ واحده واحده كده تشرحي للناس ايه الميداليه دي ودي وخدتها في بطولات سنه كام؟ ده بطولة العالم فات. ارفعيها كده قدام الكاميرا عشان الناس تبقى شايفاها. بتاعت اسبانيا. اسبانيا. تمام. اول عالم. بدل عالم مصر. اول عالم مصر. تمام. والميداليه الثانيه؟ كانت مين معاكي في المباراه النهائيه ديت؟ من كندا. كل دكنا. من كندا. تمام. طيب والميداليات الثانيه؟ بتاعت النمسا. النمسا. تمام. دي النمسا. نفس ده. تمام. 2016. ايوه صح. تمام. والميداليه الثالثه؟ ده بدل العالم. بطل العالم في المانيا. فات. في 2014. 2014 تمام ماشي. المدوره دي بتاعت ده بقى بطوله دبي. بطوله دبي. فات. فات. تمام. مكتوب عليها حتى كمان لغايه 2020 ده استعداد للاولمبيات. كانوا بيعملوا بدايه اول بطوله يعتبر كانت عملتها دوله لذوي الاحتياجات يعني كانت دبي بصراحه. تمام. مهتمين قوي. الحاجات الثانيه دي تبعك ولا هنخش على الدكتور محمد؟ هنخش على دكتور محمد. حبيبتي يا نومه، دي عقبالك بالك يا رب كمان لما تجيبي ميداليات كمان واكتر باذن الله ان شاء الله. كل ميداليه من دول بتمثلك حاجات كتير صح؟ طبعا. ده هي بطله في كذا لعبه كمان. بطله في كذا لعبه يعني كل ميداليه في لعبه مختلفه صح؟ قولي للناس انا لعبت هنا ولعبت كذا ولعبت كذا. انا لعبت كل حاجه. متفوقه في كل حاجه بسم الله ما شاء الله. لا ورسامه ممتازه كمان. وكمان رسامه. لا دي تحفه في الرسمه بقى. انا بعرف انول فنانه في الالوان. انت فنانه بجد. انت فنانه موهوبه ورياضيه على اعلى مستوى كمان. طيب كابتن محمد برضو اشرح لي يعني الميداليات وال تمام. انا قبل ما اشرح بس عايز اقول حاجه على سلمى. سلمى كمان محفزه لينا. سلمى بحكم ان انا مدرب ومحاضر دولي في التنميه البشريه هي محفزه تيجي قبل البطولات يلا لقاني شد قوه يا زيزو يلا يا مروه فحاجه روعه. فانا رائعه بنستعيد بيها في التمرين يعني في بدايه التمرين دايما اروح مدخل سلمى اول واحده تلعب. تمام. ادائها على الملعب وطريقتها بشجع كل زمايلها فظيعه. اول ما بتخش على الملعب بتلاقي الناس كلها وكل ما يتسقف لها بيزيد عندها الحماس قوي في الاداء. عايزه تقول ايه؟ انا عايزه اشجع صحابي اظهر العاني. تشكر اصحابك واللقاني. العاني وزيزو صاحبي حبيبي ده. تمام. وادي محمد تعبت معايا كاراتيه. تعبت معايا. وحب بابتي. شكرا. وحب كل الناس. حبهم. تمام. طيب قبل ما اخد المداخله الجايه برضو سريعا دكتور لقاني قول لي الميداليات اللي معاك ايه؟ طيب هنا دي الحمد لله طبعا اهم ميداليه وكلهم مهمين طبعا. دي ميداليه مركز ثاني، ميداليه فضيه في العالم في اسبانيا اللي لسه راجع منها. دي مركز اول بطوله العربيه 2018 شهر 9 اللي فات. دي بطوله الجمهوريه. تمام. انا الحمد لله اول جمهوريه 2016 2017 ثاني جمهوريه 2018. دي بطوله الاهلي الدوليه اول بطوله دوليه الحمد لله مركز اول فيها. ودول اتنين اوسكار انا خدتهم. انا بلعب تبع منطقه الجيزه. تمام. اتنين اوسكار تكريم في 2016 وفي 2017 بفضل الله تعالى الحمد لله. بيدوك دافع وحماس كبير جدا المشهد اللي قدامي ده بصراحه. طبعا طبعا كل حاجه ليهم اي بطل يعمل متحف بالميداليات والهدايا التذكاريه. في ميداليات كتيره والله بس احنا جبنا الان بس كل ميداليه ليها تعب وليها ثمره ودي بتبقى المكافاه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لينا يعني الحمد لله. عشان مكافئتكم تبقى بجد كمان انا معايا على التليفون دكتور حسام صبحي المستشار الاعلامي للمنتخب الوطني للكاراتيه لاصحاب الهمم. برحب بك يا دكتور حسام. اهلا وسهلا يا مساء الخير عليك ومبروك بالتاكيد هذا الانجاز الطيب لمنتخبنا الوطني. الحمد لله
الحمد لله بجد هم شرفونا كلهم، ولادنا اولاد مصر، الكابتن محمد حمدي واللقاني وزيزو وبطلتنا الجميله سلمى، كلهم بيرحبوا بيك. مشرفينا وفرحان جدا طبعا. انا شايفهم مع حضرتك قناه الاهلي قناه العظيمه اللي بتقدر فعلا تقدر المجهود اللي اي ابن من ابناء مصر بيشرف مصر بره مصر وجوه مصر. يعني قول لي بقى دورك معهم اعلاميا ازاي بقى عشان الانجازات دي الناس كلها تسمع عنها وتشوفها. والله يا فندم احنا الحمد لله يعني احنا بس يعني لينا بعض الملاحظه كده من الاتحاد الكاراتيه ان هم يعني مش عايز اقول ان هم اهملوا شويه بس في استقبال اللعيبه وفي تكريم اللعيبه. لما احنا اتفاجئنا لما رحنا المطار نستقبلهم، احنا عملنا لهم حفله كده صغيره او احتفاليه صغيره كده في المطار بمجهوداتنا الشخصيه، لكن كان يعني نتمنى ان الاتحاد يكون معانا ومشرف البطوله ويقدر برضو ان هو ولادنا الابطال يكرمهم بالتكريم المناسب ليهم. هم يعني عملوا انجاز كبير جدا بمعنى كلمه انجاز. تمام. وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله، وكمان بعد ما تلوى مع حضرتك في القناه ان شاء الله نلاقيهم. ده حقهم وده دورنا بالتاكيد طبعا، ده حقهم ودورنا اللي احنا يعني نلقي الضوء عليهم، مش نلقي الضوء بس لا، يعني حقهم ان هم يطلعوا وياخدوا المساحه والناس تسمع وتشوف الانجازات اللي هم عملوها، عشان ده تحدي الناس لما تشوفه تقدر تعمل نفس التحديات وتقدر تعمل انجازات كبيره عشان ترفع اسم مصر وعلم مصر. بالتاكيد يا دكتور حسام بجد هم فعلا تعبوا بجد، بقى لهم استعداد هنا في مصر قبل ما يسافروا، ولما سافروا هناك فعلا ابطال فعلا شرفونا. كابتن محمد حمدي زي ما سمعنا كده كابتن زيزو بيقول عليه مش مدرب فني بس ولا بقيه الفريق كله ولا مدربين فنيين ولا اداريين، بل كلهم مع بعض تعبوا بجد. يعني اللعيبه فعلا شرفتنا، اذا كانت سلمى كابتن لقاني وكابتن زيزو وشادي كلهم مش عايز انسى حد فيهم شرفوا مصر. سلمى عايز اقول لك سلمى عامله بهجه في الاستوديو بصراحه. كل سنه بحس ان شاء الله تخش الدوره الاولمبيه تخش كاس عالم مره ثانيه باذن الله، ونحقق انجازات افضل في المره القادمه باذن الله. طيب اخيرا دكتور حسام، العالم بيتكلم عنهم ازاي؟ بره في العالم وفي مدريد في اسبانيا في البطوله، صحف هناك والوسائل الاعلام بتتكلم عننا ازاي؟ والله الحمد لله اسم مصر ان هو يذكر، بس ان الاول والثاني اللي بيقابلوا بعض دوله من منتخب واحد منتخب مصر، واحنا الحمد لله كنا فرقنا فرق بسيط جدا ميداليه واحده برونزيه مع الدوله المستضيفه للبطوله، لكن يعني كنا متصدرين الصحف العالم كلها وبالذات اسبانيا هناك كانت مغطيه بصراحه تغطيه خاصه للبطوله اللي هناك كانت مستضيفاها هناك. تمام. الحمد لله شرفنا اسم مصر وعلى مصر اترفع. شفنا لو بس كان في فيديوهات وهم بيستلموا الميداليات بياخدوا المركز الاول كانت تبقى حاجه مشرفه يعني تطلع مع حضرتك. كل التوفيق ليك يا رب دكتور حسام صبحي المستشار الاعلامي للمنتخب الوطني للكاراتيه ابطال العالم لاصحاب الهمم، بشكرك شكرا جزيلا. لكن دكتور محمد حمدي عايز اتكلم بقى في تفاصيل البطوله. كان لاعب مثل مصر في المنتخب الوطني في البطوله ديت وعدد الميداليات اللي احنا توجنا بيها. احنا كان معنا هو بس في نقطه انا عايز اقول لحضرتك عليها، احنا مسموح احنا عندنا ثلاث اعاقات زي ما قلت لحضرتك، الاعاقه الذهنيه والحركيه والبصريه. تمام. مسموح لنا كان في البطوله ان احنا نسجل في كل ايفنت من دول ثلاث لعيبه او اربع لعيبه. طبعا نظرا لضيق الوقت والحاله الماديه اللي احنا بنمر بيها وده قدامنا تتويج سلمى، ده الفيديو الخاص بتتويج سلمى. تمام اتفضل يا كابتن. نظرا طبعا للموضوع دوت فالاتحاد اضطر ان هو يصفر ست لاعبين فقط، ما قدرش يصفر بقيه اللاعبين. تمام. عشان الميزانيه طبعا بتحكم الاتحادات او كده. فاضطر في ثلاث لاعبين من المنتخب يسافروا على حسابه. يعني احنا عندنا كابتن عبد العزيز عاصم اللي هو خد اول عالم مسافر على حسابه الشخصي. ما تكاليفه كلها على حسابه هو. للاسف ما قدرناش طبعا يدعم باي حاجه لان الميزانيه لا تسمح. في اثنين لعيبه تاني في الاعاقه البصريه والذهنيه برضو مسافرين على حسابه. الاكثر من كده ان في مدرب من المدربين اللي طالع، احنا اثنين مدربين طالعين، المدرب ده برضو طالع على حسابه يعني بدعم بسيط جدا من فرع هو من الاسكندريه، بدعم من منطقه اسكندريه طبعا هي مشكوره ان هي قدرت تدعمه، بس لسه حتى الدعم ما جاش يعني.
نتمنى ان هو برضو يعني يقدر بعد كده. طبعا اتنين مدربين مع بعثة فيها 9 لاعبين كان موضوع صعب جدا. 9 لاعبين كل متصنفين 3 على كراسي متحركة، 3 أعقاد بصرية، 3 أعقاد ذهنية، فالموضوع كان صعب. التحركات داخل المطارات، التحركات داخل البلد هناك في إسبانيا للاعبين التحركات أثناء عشان اقدر اوصل اللي هو مكانه فين. يعني لو انا دخلت بلعب اقعد ادور على اللاعب التاني بعدها بساعه عشان الاقيه، كان الموضوع صعب جدا يعني. فالنفسي بس يوصل ان احنا لا لازم يعني اللاعب هو سافر على حسابه وحقق اول عالم وخد كاس احسن لاعب على مستوى العالم، تمام. فانا ليه ما دعمش لاعب زي دوت ان انا اطلعه او الميزانيه، واحنا اعتقد يعني انا اسف طبعا في اللي انا اقوله بس احنا ما بنكلفش قد لاعب كره واحد. يعني احنا لو احنا اتكلمنا على لاعب كوره واحد بيتكلف على الدوله او في ميزانيته اكتر من 9 من بعثه كامله فيها 12 واحد. احنا كل الموضوع بسيط جدا يعني كل خير. موضوع بسيط، اهتمام بس شويه الموضوع يبقى افضل يعني. لا تصحيح كل خير. لكن سؤال اخير دكتور لقاني، اصعب حاجه عدت عليكم اثناء البطوله؟ اصعب حاجه، اصعب لحظه، هي في حاجه شخصيه وفي حاجه عامه. اتفضل. حاجه شخصيه ان انا كنت من ضمن الناس اللي ما جات لهمش التاشيره، فالبعثه سافرت وانت لسه مستني. بعد 3 ايام وقاعدين وفي كل لحظه مستنيين انا مسافر مش مسافر ومش عارف لدرجه يعني الحمد لله مسافر قبل اللعب بحوالي 48 ساعه، يعني تاني يوم كان الكشف الطبي على طول. فدي كانت لحظات صعبه جدا ان احنا يعني ما نعرفش الاسباب ايا كان الاسباب ايه، بس لا لازم يكون في اهتمام في الموضوع ده ومعالجه. الحاجه اللي على العامه بقى ان احنا رايحين عارفين ان احنا بذلنا مجهود كبير قوي وفي نفس الوقت حاسين بعدم اهتمام شويه، مش من الاتحاد، انا بتكلم على المستوى العام على فكره. يعني احنا لو اتكلمنا على سياده الرئيس لما اعلن ان ده عام الاعاقه ما فيش حاجه حصلت على المستوى العام فعليا لعام الاعاقه، فبالذات الناس ديت. فكان الموضوع صعب جدا، انت مطالب ان انت تحقق حاجه تثبت للدنيا كلها برغم كل التحديات ورغم كل الظروف ان انت حاجه وذو قيمه وفي نفس الوقت ما عندكش الامكانيات. فكنا بنتكاتف، عشان كده زيزو لما كان بيتكلم احنا فعلا زي ما حضرتك حسيت احنا كلنا فريق واحد. الكباتن ما كانوش فعلا مدربين، كانوا مدربين واباء وامهات وكل حاجه. الكباتن كان عليهم عيب كبير قوي لان اي لاعب بيتكسر نفسيا او يقع وكده يسندوه على طول، فحاجه زي وكلنا كنا متعاون. يعني اللي انا اقدر عليه انا بحكم شغلي ندعم بعض، ده اي كل واحد في ايديه حاجه، تمام. فدي لحظات صعبه ولكن ربنا كللها بالنجاح اكيد. الحمد لله تستاهل كل خير. سلمى، نعم، كلمه اخيره تحبي تقولي ايه؟ اتحب يا اتحب يا مبسوطه بالانجاز، سعيده، مستنيه الفتره الجايه ان شاء الله كمان يكون في انتصارات اكتر. احساسك عايزه تقولي ايه؟ انا عايز اقلب تاني كراتيه تاني. عايز تلعبي تاني وتمثلي مصر تاني؟ لا كراتيه. كاراتيه، تمام. انا عايز اقلب كاراتيه مش ان انا قوه تاني ان شاء الله. ما تبت عندي محمتي وتبت تكلي وتوائل وكل الناس حبونا بالتوفيق دايما يا سلمى يا رب. رساله اخيره كابتن محمد حمدي. اولا طبعا في حاجه مهمه بس لازم اقولها، طبعا ندعي للكابتن محمود الخطيب بالشفاء يعني يا رب ان شاء الله كلنا يا ربنا يا رب ان شاء الله يرجعوا لينا بالسلامه باذن الله باذن الله ان شاء الله. وبرضه احب اشكر الناس اللي تعبت معانا، يعني في ناس فعلا تعبت وتستحق الشكر كتير قوي يعني. انا يمكن انا يعني اللي كنت متواجد مع الاولاد بس في ناس تعبت معانا هنا جدا يعني. اولا طبعا برضه كابتن محمد الظهراوي اللي هو رئيس الاتحاد بتاعنا، هو الراجل مشكور، هو برضه لسه الفكره ما كانتش واصله له قوي بالنسبه لنا، لكن هو الراجل بصراحه ادانا الفرصه وادانا المساحه ان احنا نشتغل فيها، دي حقيقه يعني. وطبعا الدكتور مراد عاصم المدير الفني بتاع المنتخب ومدير فني عندنا في الاهلي، طبعا الدكتور مراد عاصم بشكره جدا لان هو كان مساندنا في البطوله هناك بصراحه، وادى تعليمات ان الناس تساعدنا اكيد بقيه الناس. وطبعا مدربينا اللي كان معايا كابتن وائل عبد الله كان معايا هناك تعب جدا يعني، كان حمال اسيه بصراحه معايا، وكابتن محمد العكاري ده كان معانا هنا مدرب في المنتخب، وكابتن ايه وكابتن جمال برضو كان موجود معانا. فالناس كلها تشكر
وكابتن محمد رمضان ده المدير الاداري بتاع المنتخب ده بقى جهد جماعي صاحب الفكره ده صاحب تمام. فكره ان احنا نعمل بطولات اصلا يعني. كابتن محمد حمدي انا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق ليك. دكتور محمد اللقاني شكرا جزيلا. سلمى بالتوفيق دايما يا رب وتمثلي مصر دايما كده في المركز الاول على طول يا رب. انا عارف ان الوقت خلاص بس انا هقول كلمه واحده كلمه سريعه رجاء من وزاره الشباب والرياضه مساواه المكافئات احتياجات خاصه بغير احتياجات خاصه لان احنا مش اقل من اكيد رسالتك وصلت اكيد باذن الله. فقرة استثنائية فقرة أنا سعيد بها على المستوى الشخصي لأن بجد أنا ليا الشرف أن أنا أكون موجود مع الأبطال والنجوم اللي موجودين معنا هنا في قناة النادي الأهلي لكن دايما يا رب بإذن الله موجودين في المركز الأول للعبة الكاراتيه لأصحاب الهمم لهم دور كبير جدا في تمثيل مصر في البطولات الدولية والدورات الأولمبية القادمة بإذن الله. النهاردة بنوصل كده لمسك الختام وختام حلقة الليلة النهاردة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.